الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع القطر وكفايه على الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم بيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. لا صوت يعلو فوق صوت النهائي غدا ان شاء الله في تمام الساعه 9 بتوقيت القاهره، يطلق الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز بدايه او صفاره بدايه اللقاء نهائي دوري الابطال. النادي الاهلي بطل القارة الأفريقية لعشر مرات، وأيضا نادي الوداد البيضاوي المغربي. كلام كتير جدا وحاجات كتيرة جدا، ولكن كالعادة ودايما مفاجآتنا، خلينا نطلع على المغرب على طول. المرة دي أنا اللي هكون مع حضراتكم بقى من المغرب، مش فاروق بس، يعني احنا دايما بيبقى عندنا مراسلنا وعندنا أصدقائنا وزملائنا موجودين هناك، لكن النهاردة مش هم اللي هيكونوا موجودين بس، لكن أنا برضو هكون معاهم في المغرب. ما هو اشمعنى هم يعني؟ الناس كلها بتقول لي انت ما سافرتش ليه؟ انا ما سافرتش عشان انا الموضوع بالنسبه لي سهل جدا، الموضوع يعني فيش اسهل من كده، ان انا بقف هنا في نفس المكان، في نفس الاستوديو، في نفس الوقت. انا موجود فين؟ في المغرب. ازيك يا فاروق؟ الحمد لله على السلامه يا كابتن اسلام، نورت مركب محمد الخامس وكازابلانكا. نورت مركب محمد الخامس يا كابتن اسلام، نورت المغرب وكازابلانكا، وان شاء الله يعني وشك حلو علينا من هذا الملعب، ان شاء الله هنعود بالبطوله ال11 باذن الله. حبيبي يا رؤى، يعني طبعا احنا كلنا تفاؤل، كلنا مبسوطين، كلنا سعداء. انت النهارده واقف في ملعب بسم الله ما شاء الله، ملعب جيد، ملعب النجيله بتاعته جيده. اشرح لنا الاجواء الاول، لان انا عارف ان انت معاك انفراد للبيت الكبير النهارده، التشكيل نادي الوداد بنسبه 99%، ولكن قول لنا برضو الاجواء اللي انت واقف فيها. يعني اكيد الاجواء اللي انا موجود فيها يا كابتن اسلام، وحضرتك سامع معايا صوت الجمهور بره اللي واقف يعني خارج ملعب مركب محمد الخامس، انت حضرتك سامع معايا افريقيا يا اهلي ونداء يعني بالدم بالروح لافريقيا مش هتروح، يعني الاحساس ده كابتن اسلام، يعني انا عايز انزل الملعب، عايز العب. اكيد حضرتك يعني متمرس في هذا الامر وشايف احساس جمهور النادي الاهلي. انا بالنسبه لي انا كابتن اسلام التفاؤل ارتفع معايا جدا بعد ما شفت جمهور النادي الاهلي، حاله الملعب زي ما حضرتك شايف، يعني ارض الملعب والجو النهارده، ويعني درجه الحراره ان شاء الله دي المنتظره هتكون غدا باذن الله. عندنا طبعا امور كتيره يا كابتن اسلام، التفاؤل اللي ما بين اللاعبين، كابتن محمود الخطيب اللي تشوف على ملامحه يا كابتن اسلام، طبعا امور كتير جدا بتغني عن اي كلام بالراحة. يعني معظم اللاعبين يا فاروق والله بجد انا حاسس وانا ببص لهم او ببص في وشوشهم قبل التمرين واثناء اللقاءات اللي انتم بتبعتوها لنا والتغطيات اللي انتم عاملينها، وهي تغطيه رائعه الحقيقه، كل جمهور النادي الاهلي بيشيد بيها بالمناسبه، بتحس ان اللعيبه يعني لا مريحين كده، تحس ان وشهم متفائل لما هو قادم ان شاء الله تكون ال11 جوه النادي الاهلي. بص يا كابتن اسلام، حضرتك كابتننا وواحد من كباتن النادي الاهلي وكباتن مصر، انا هقول لحضرتك على يعني احساسي انا كفاروق، واكيد حضرتك مريت بهذا الامر كتير جدا. يمكن انا كنا يعني كأي واحد من جمهور النادي الاهلي خايف وعلى البطوله طبعا، وخايف من حاجات كتير، لكن احنا استمدينا الثقه والتفاؤل من وجوه اللاعبين. حاله الارتياح اللي على وجوه اللاعبين انعكست علينا احنا يا كابتن اسلام، بقيت تطلع في مداخلاتك في لينكاتك انت طالع منعكس عليك التفاؤل اللي في بعثه النادي الاهلي. حاجه مهمه جدا يا كابتن اسلام، وجود الكابتن محمود الخطيب، وحضرتك عارف هذا الامر بيفرق معانا كتير جدا. كابتن محمود الخطيب في كلامه، في نظرته، في حديثه معانا، الامر بيختلف جدا، بيدينا انعكاس كبير جدا، حاله التفاؤل بتنعكس علينا، الامور دي يا كابتن اسلام كلها بتبقى انعكاس علينا اكثر من رائع، ادتنا حاله كبيره جدا من التفاؤل. صوت الجمهور اللي حضرتك سامعه معانا من هنا خلف ملعب مركب محمد الخامس احلى حاجه في التفاؤل ان شاء الله يا كابتن اسلام. يا فاروق احلى حاجه في الدنيا، الواحد يعني انا ما تزعلش مني، يعني انا مش سامع، انا بسمع صوت الجمهور، يعني انا مركز، انا مش مركز في اللي انت بتقوله، انا مركز في صوت الجمهور ومنتهى السعاده. وقد ايه الواحد بيبقى، لو تقدر توصل لنا اكتر، يعني انا نفسي اطلع اسلم عليهم واحد واحد والله. والله يا كابتن اسلام جمهور النادي الاهلي ده يعني يترفع له قبعه الاحترام في كل وقت وفي كل مكان. شفنا مواقف كتير جدا يا كابتن اسلام خلال هذه يعني الرحله او تواجد الاهلي في المغرب. مره في تدريب يبقى موجود واحد مشجع فقط، مشجع واحد اهلاوي واقف في المدرج بيشجع بصوته ب100,000،
وانت خارج من الملعب مشجع اخر واقف بيشيل علم مصر. طبعا اللي كلنا بنلتف او مصر كلها تلتف كلنا خلف النادي الاهلي شايل علم مصر وبيشجع النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اصر يكرم الاولاني ويديله تذكره الحضور للمباراه داخل ملعب العرب الزولي، والثاني الكابتن الخطيب اصر ان هو يكرمه ويجيبه لمقر اقامه البعثه ويديله تيشيرت للنادي الاهلي. بدات الاعداد تتوافد علينا يوم بعد الثاني، الطموح وسقف الطموح اللي يعني من خلالنا بيرتفع مع نظره اللاعبين، مع الثقه اللي في الجهاز الفني، مع النهارده الكلام اللي شفناه في المؤتمر الصحفي، وان وليد الرجراجي يتكلم يقول لك النادي الاهلي احنا بنمثله بريال مدريد افريقيا. النادي الاهلي هو ريال مدريد اكثر الفرق تتويجا وواحد من الفرق اللي بيجيد هذا المباراه الكبيره، وانا سعيد ان انا بلعب مباراه قدام النادي الاهلي. ممكن بعض الناس تاخد الكلام يا كابتن اسلام بطبيعه الكوره ان هو تنويم مغناطيسي، لكن هو بيتكلم على واقع وبيتكلم على حقائق. مستر بيتسو موسيماني ايضا في كلامه قال ان انا بحترم فريق الوداد. النادي الاهلي في اخر 6 سنوات بيلعب 5 نهائي دوري ابطال، فريق الوداد بيلعب في اخر 6 سنوات 3 نهائي دوري ابطال. اعتقد معطيات كتيره جدا يا كابتن اسلام نتمنى تترجم في ال 90 دقيقه داخل ارض الملعب. الملعب اللي احنا شايفينه قدامنا ده فاروق برضو يعني ملعب على اعلى مستوى من ناحيه النجيله وناحيه المدرجات وناحيه كل حاجه. يعني الملعب ده يعني اشرح لنا الاجواء من ساعه ما دخلت، يعني حلو جدا جدا، لانه في النهايه لازم نقول للناس هو ايه اللي بيحصل. خليني بقى اوضح لحضرتك يعني احنا شايفين جدا. انا شايف وانت شايف، اشرح للناس بقى. نوضح للناس او جمهور النادي الاهلي ده مركب محمد الخامس، استاد طبعا بيتسع ل 45,000 متفرج. خارج الاستاد في يعني جراج سيارات او باركنج بيتسع ل 2000 سياره. على اليمين او ثالثه يمين هتبقى هو مكان اقامه فريق جمهور النادي الاهلي اللي هي جماهير الثالثه يمين. الممر اللي على اليمين ده يبقى مكان دخول جمهور النادي الاهلي. مقاعد النادي الاهلي هتبقى على يمين المقصوره. طبعا تم تغيير مقاعد النادي الاهلي من المكان شمال المقصوره ليمين المقصوره، طبعا مع التعديل اللي تم اجراؤه في الاجتماع الفني ان النادي الاهلي تنازل عن مقعده في الجانب الايسر من المقصوره علشان يكون جنب جمهور النادي الاهلي في الجانب طبعاً الايمن. جمهور النادي الاهلي ان قلنا وبنأكد من خلال حضرتك 10,000 متفرج، في حاله عدم حضور يعني اكتمال عدد ال 10,000 متفرج هيتم يعني المقاعد زي ما الاتحاد الافريقي قرر في الاجتماع الفني، المقاعد هتبقى فارغه، يعني في حاله عدم بيع تذاكر او عدم وجود جمهور والتذاكر موجوده هيتم اخلاء المقاعد، وعلشان جمهور النادي الاهلي يكون قاعد براحته. ملعب ارض ملعب افضل يعني من افضل الملاعب الموجوده في القاره السمراء. انا عايز اتكلم كمان على التغطيه الاعلاميه او النقل التلفزيوني، شايفين عدد كبير جدا زي ما حضرتك شايف معايا يا كابتن اسلام، الكاميرات في كل مكان تتجاوز ال 16 كاميرا هتكون يعني تنقل هذه المباراه. اعتقد يعني انت شايف الاضاءه بقى بتاعت الملعب. عايز انفرد بقى مع عايز انفرد مع حضرتك بتشكيل فريق الوداد لهذه المباراه. هيكون احمد التجناوتي في حراسه المرمى، 4-1-4-1 هي طريقه وليد الرجراجي. احمد التجناوتي في حراسه المرمى قدامه 2 مساكين، امين فرحان واشرف داري، على اليمين ايوب العملود وعلى الشمال يحيى عطيه الله، قدامهم ليبرو مقلوب اللاعب يحيى جبران، قدامه 4 زهير المترجي، عبد الله حيمود، بديع اوك وايمن حسوني، وراس الحربه مبنزة. لو في تبديل في التشكيله كابتن اسلام هيكون هو ما بين زهير المترجي وجلال الدودي. ده التشكيل بنسبه 99% لفريق الوداد في هذه المباراه باذن الله كابتن اسلام. فاروق انا بشكرك جدا وانت معانا النهارده طبعا طول الوقت لغايه لما تنتهي هذه الحلقه. عايزين ننقل كل ما يخص بعثه النادي الاهلي في المغرب، لانه في النهايه كل جمهور النادي الاهلي النهارده ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في مباراته بكره. انا بشكرك شكرا جزيلا، وانت واحنا بنتكلم مع بعض كده يا رؤى خلينا نروح برضو لجمهور النادي الاهلي ونشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه. نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتمنى ان احنا نفوز باذن الله، لان معروفه احنا المصريين عندنا قوه عزيمه، ما يهمناش مهما قالوا الناس يعني المكان، في اي مكان باذن الله هنكون اقوياء ان شاء الله. الاهلي يفوز 2 أو 3-0 ان شاء الله. 2-1 للاهلي ان شاء الله باذن الله. الاهلي هيفوز 3-1. هو
هو ان شاء الله بنتمنى ان الاهلي طبعا يكسب، وان شاء الله هيكسب باذن الله 1-0 2-1 بكثير قوي. ان شاء الله 2-0 باذن الله. متوقع ان الاهلي هيكسب 2-3 ان شاء الله 0 باذن الله ان شاء الله يعني. توقعاتي بالنسبه للنادي الاهلي والوداد المغربي فوز الاهلي ان شاء الله 3-1. ان شاء الله الاهلي هيفوز 2 قفشه والشحات ان شاء الله. هو قفشه عامل كده، احنا ممكن نعملها كده يا رب يعني، يا رب 11 يعني، تبقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله بكره. لكن خلينا اتكلم مع حضراتكم دلوقتي، لازم يعني واحنا بنتكلم مع بعض لازم تبقوا حضراتكم عارفين، وانا متاكد 100% كره القدم ثلاث نتائج، لا قدر الله خساره، تعادل طبعا في هذه المباراه ما فيش تعادل، لكن يا مكسب يا خساره في هذه المباراه. وبالتالي كل اللي مطلوب من كل اللاعبين خلال الفترة اللي جاية أو خلال التسعين دقيقة بكرة من الساعة 9 ولو طولنا لإكسترا تايم وركلات جزاء، كل اللي مطلوب هو بذل أقصى مجهود زي ما حضراتكم شايفين. كل حاجة بتتعمل من اليوم اللي اتبعت فيه رسمي وحتى هذه اللحظة، كل حاجة اتعملت من مجلس إدارة النادي الأهلي لدعم فريق كرة القدم بكل حاجة، دعم فريق الكرة معنويا وماديا وجماهيريا من خلال ان انا باخد 10,000 تذكرة وبوزع بعض التذاكر او كل التذاكر على الجمهور اللي متواجد هناك، مجموعة كبيرة من الجمهور اللي سافروا من هنا راحوا على المغرب خلال الايام السابقة، بكرة كمان في سفر لبعض من الرحلات الجماهيرية اللي هي رحلات اليوم الواحد، وهي اللي عملت او هي اللي هتعمل أعداد مهمة إن شاء الله في مباراة بكرة. وبالتالي إحنا شايفين الكل الحقيقة بيحاول يعمل شيء واحد فقط، وهو تهيئة الأجواء لهؤلاء الأبطال إن هم يبذلوا أقصى مجهود. النتيجة دي بتاعت ربنا، محدش يزعل مني، محدش يقول لي أنت لا، أنا بتكلم كلام واقعي وكلام حقيقي، محدش يزعل. احنا بكره ان شاء الله ربنا يكرمنا نموت نفسنا 90 دقيقه، لو في 30 دقيقه نموت نفسنا فيهم، علشان في النهايه النتيجه دي بتاعت ربنا. رجاله الاهلي دايما قد التحدي، رجاله الاهلي الكل بينتظر منهم افضل شيء في الدنيا، كلنا بننتظر، ما حدش نام يعني. كل ما اقعد مع حد اهلاوي يقول لي يا عم اسلام انتوا نمتوا؟ احنا ما بننامش يا جماعه، والله ما بننامش كاهلاويه للقلق، احنا قلقانين لانه المباراه صعبه في ملعب صعب وسط جماهير بتحب فريقها جدا، بتشجع فريقها بمنتهى الحماس، زيهم زي جمهور العالم كله. الاختلاف الوحيد ان انت بتلعب النادي الاهلي، الاختلاف الوحيد ان انت هتلاقي ولو 1000 واحد من جمهور النادي الاهلي هتشوفوا هيعملوا ايه في الاستاد. اسالوني انا، معلش يعني انا اسف ان انا بدخل أنا في هذا الموضوع، لأنه أنا اللي شفت، أنا شفت في الصفاقسي 14 جمهور، 14 واحد كانوا ورانا في الصفاقسي، 14 واحد في 2005-2006، واستاد الرادس ده كله مليان على آخره، وال 14 واحد مسكتين ال 50-60 ألف، أنا شفت ده بعناية. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا مش بضحك عليكم بكلام، أنا شفت الكلام ده بعناية. الناس شافت 14 مشجع، منهم كان واحد لسه بيتجوز وبيعمل الهاني مون بتاعه وبيقضي، انا فاكر كويس جدا، عشان كده انا فاكر العدد، 14 مشجع اهلاوي في مباراه الصفاقسي قلبوا الدنيا، قلبوا تونس كلها، باحترام وادب وباخلاق وباخلاق الاهلاويه، باخلاق المصريين والاهلاويه. هو ده اللي احنا بننتظره بكره، هو ده اللي احنا مستنيينه بكره. الاهلاويه لو 1000 واحد، لو هم 1000 اللي هيبقوا موجودين بكره، ما اعرفش بقى اللي هيقول لي جايين من هنا ولا جايين من هنا، ولا انت جبتهم في الكلمتين اللي الواحد قالهم، اي حاجه بتحصل مش فارق معايا حاجه، انا اللي فارق معايا ان انا بكره 90 دقيقه من نار، 90 دقيقه اموت نفسي واعمل اقصى مجهود في ال 90 دقيقه، وبعد كده النتيجه دي مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك، النتيجه دي بتاعت ربنا، ربنا بس. تخيل حضراتكم، تخيلوا حضراتكم ان النهارده، انا ما اعرفش الخبر ده صحيح ولا مش صحيح، مش من المفترض ان انا اتكلم في مثل هذه الامور، ولكن يعني ايه يتم تسريب خبر ان الفار ممكن ما يشتغلش؟ كل الدنيا ضد يعني، او كل، مش عايز اقول كل الناس ضد النادي الاهلي ان هو لا قدر الله يحصل حاجه بكره، لا، كل الناس عايزه فرقه تانية تكسب، وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام،
كل حاجه. يعني ايه يتم تسريب خبر؟ كل ما تيجي تسال يقول لك انا مش عارف الخبر ده صحيح ولا مش صحيح. الخبر ده بقى لنا 3 4 ساعات بنحاول نسال عن الخبر ده ومحدش بيقول لك اجابه. عارفين ليه؟ لان هم خبر ومتسرب وبيرموه. ولو حصل لا قدر الله حاجه بكره ها يقول لك ايه؟ ما احنا قلنا اهو. لكن والنادي الاهلي برضو انت بتتعامل مع مؤسسه كبيره جدا. قامت النادي الاهلي عمل ايه؟ نزل بيان بعديها ما فيش بنص ساعه. قال لك ايه بقى؟ قال لك يا جماعه انا ما جاليش مكتبات بتقول ان انا اكمل الماتش لو الفار ما اشتغلش. هو ده النادي الاهلي. هو ده اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي اللي تقريبا متواجد بكامل المجلس متواجد في المغرب باستثناء واحد او اثنين لظروف طبعا. لكن زي ما حضراتكم شايفين وهو ده دايما اللي بنتكلم فيه وهو ده دايما اللي بنقوله، هنفضل ورا فريقنا وهنفضل في ظهر فريقنا ومش هيفرق معانا حاجه. والله ما هيفرق معانا حاجه. كل مصر هتقعد تتفرج على النادي الاهلي بكره اللي عايز. انا عارف ان في ناس هتبقى قاعده تتفرج عشان تشمت. تخيل حضرتك عشان تعرفوا بس ان احنا بنتكلم بدراعنا ما بنتكلمش بحاجه ثانيه. الاهلاويه بيتكلموا بدراعهم وبدراع قناتهم واعلامهم. تخيل حضرتك ان لو احنا حد فينا مثلا لا قدر الله لا قدر الله اخواتنا في المغرب اخواتنا واصدقائنا واشقائنا واحبائنا وكل حاجه، تخيل ان انا بجيب الوحيد اعلام في مصر اعلامي مصري بيجيب واحد ما بيعملش حاجه اعلامي اخر في المغرب بيجيبه معاه على التليفون ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحاول ان يؤجج الفتنه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الوداد، وده عمره ما هيحصل. عمره ما هيحصل. تخيل ان في اعلامي مصري بيعمل كده. تخيل. يعني انا لما بقرا الخبر ده امبارح كنت عايز انزل اجي بصراحه، يعني من كتر ما الواحد مستفز من هذا الامر. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي انت واحد بيطلع يشتمنا كل يوم، واحد عايز يبوظ العلاقه الابديه التاريخيه ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد. لكن ده عمره ما هيحصل طبعا، لان انا متاكد ان بكره هيبقى في استقبال كبير جدا. من حق جمهور الوداد ان هو يشجع فرقته، ومن حق جمهور الوداد ان هو عايز يبقى عايز فرقته تكسب. كل ده من حق جمهور الوداد. ولكن زي ما قلت لحضراتكم مباراه الصفاقسي والنادي الاهلي في 2005 2006 هذه المباراة هي درس للعالم كله بالنسبة للنادي الأهلي. ليه؟ لأنه جماهيرياً 14 واحد 14 مشجع أهلاوي موجودين في الاستاد، واستاد رادس على آخره. فكل اللي أنا بقوله يعني هنفضل ورا فريقنا وهنشجع فريقنا وعمرنا ما هنسيب فريقنا. إحنا هنا في القاهرة وكل قلوبنا معاهم هناك. خلي بال حضراتكم اللعيبه وانت قاعد بتبص على اللعيبه وبتتفرج عليهم على قناه الاهلي، خلي بال حضرتك وانت بتتفرج شوف وش اللعيب بتلاقيه مستريح. اللعيب تحس ان هو مستني المباراه. النتيجه دي مش هتكلم على نتيجه. النتيجه دي بتاعت ربنا، لكن اللعيبه تحس ان هم مستريحين. هات لي لقطات من اللعيبه يا سمير لو سمحت. اللعيبه تحس ان هم مستريحين، تحس كده ان في تركيز قوي جدا 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 ان انا عايز العب ال 90 دقيقه واموت نفسي واكسب المباراه، وفي نفس الوقت انا ممكن اكون في مثل هذه المباريات تكون مشدود او حاجه، لكن اللعيبه بتوعنا الحمد لله لعبوا مباريات كثيره عندهم خبره. عجبني جدا الكلام اللي قاله الشناوي النهارده، اللي قاله بيتسو موسيماني النهارده ردا على المدير الفني. هو دي المباراة الحلوة اللي بنشوفها ما بين المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني والمدير الفني للوداد المغربي وليد الركراك. عايز يكسب، حقه، محدش يقدر يتكلم، محدش يقدر يقول أي حاجة. حقه إن هو يكسب، وحقه إن هو يقعد يلعب بيتسو موسيماني ويقعد يقول له أنتوا أحسن. طبعا هو أحسن. على فكرة الكلام اللي قاله وليد الركراكي ده هو كلام حقيقي، ما فيهوش اي كذب يعني او اي رياء. هذه هي الحقيقه. النادي الاهلي هو بطل افريقيا لو حتى لا قدر الله حصل حاجه. النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا. النادي الاهلي هو النادي الاكبر حصولا على بطولات في افريقيا. يعني ما حدش بيقول حاجه ليست حقيقه، هي الحقيقه. ولكن في نفس الوقت
احنا عندنا عزيمه واصرار ان احنا نلعب بكره ان شاء الله وناخد ال11. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده بقالي 3 ايام ما بعملش حاجه غير ان انا قاعد متابع قناه الاهلي وبشوف لعيبه الاهلي بتعمل ايه، بكلم الناس هناك وبعرف الدنيا ماشيه ازاي وبحاول اعرف كل حاجه علشان اعرف. الواحد بيبقى عنده بعض حاجات كده بتحصل بتخليك تبقى مستريح، وزي ما قلت لحضرتك النتيجه دي مش بتاعتي، محدش عارف حاجه، النتيجه دي ربنا بس هو اللي عارفها. ابص حضراتكم اللعيبه منذ قليل وهم داخلين المحاضره، تحس انا مستني الماتش وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انا يعني مش متنشن، مش عامل، مش اللي هو لا، الدنيا هاديه الحمد لله، الامور جيده، ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونلعب لعب النادي الاهلي. لو لعبنا لعب النادي الاهلي صدقوني هنقدر نكسب، صدقوني. يلعب اللي يلعب، والمصابين تقريبا كلهم رجعوا بالسلامه باستثناء محمد عبد المنعم، لكن بقيه اللاعبين بالكامل كلهم موجودين، ما اعرفش حتى كمان محمد عبد المنعم، مش عايزين نقول، لكن النادي الاهلي اتعود على البطولات، النادي الاهلي اتعود على البطولات خلاص، ما يعرفش غير المنافسه على الالقاب وخصوصا البطوله الافريقيه. كابتن ماهر متواجد، الكل متواجد، كابتن ماهر عبد الواحد طبعا المدير الاداري، بيتسو موسيماني، الكل الحقيقه واقف بينتظر ايه اللي هيعمله النادي الاهلي بكره. النادي الاهلي لا يعرف الا المنافسه على الالقاب، جمهورنا ده حاجه كبيره جدا 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 وعظيمه جدا جدا جدا، هتشوفوا عظمه جمهور النادي الاهلي بكره، مش النهارده، بكره هتشوفوه. اللي عايز يفهم، هو جمهور النادي الاهلي فاهم وعارف، لكن اللي عايز يفهم عظمه جمهور النادي الاهلي هيفهم بكره ان شاء الله. زي ما قلت لكم وهكرر كل شويه هكرر هذا الامر، 14 مشجع اهلاوي وسط 50 او 60 الف تونسي، ولكن ال 14 هزوا تونس كلها من تشجيعهم المحترم وحبهم لناديهم ومن قلبهم بيتكلموا. هذا هو الفارق الدائم ما بين النادي الاهلي وجمهوره وما بين اي حد تاني. عندنا ايه النهارده؟ عندنا حاجات كتيره جدا، واحنا دايما قاعدين بنتفرج على النادي الاهلي واللي بيحصل في المغرب زي ما حضراتكم شفتوا بتشوفوا دلوقتي معانا كابتن سيد عبد الحفيظ والكل الحقيقه، ولكن النهارده عندنا حلقه مهمه جدا وطويله جدا وكبيره جدا، عندي 12 ضيف هيكونوا متواجدين مع حضراتكم على الهواء مباشره من استوديوهاتنا هنا في مدينه الانتاج الاعلامي. 12 ضيف ما بين محللين وما بين صحفيين وما بين ارقام واحصائيات، كل اللي حضرتك عايزه، خدمه 10 نجوم، لو في حاجه اسمها 10 نجوم يبقى خدمه 10 نجوم هتلاقيها في قناه الاهلي، خدمه 10 نجوم علشان ننتظر بكره ايه اللي هيحصل. ربنا يكرمنا يا رب، ربنا يكرمنا وان شاء الله نستطيع أن نفوز في هذه المباراة المهمة جدا. طيب زي ما شفنا جمهور النادي الأهلي، خلينا نطلع نشوف جمهور المغرب ماذا قال جمهور المغرب على هذه المباراة، وبعد هذا التقرير نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنرجع نستقبل محللينا الكبار الأربعة اللي هيكونوا معانا النهاردة، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، النجم الكبير كابتن أسامة عرابي، ثم النجم الكبير كابتن أحمد فوزي عشان يحلل لنا طبعا حراس المرمى. نشوف ماذا قال جمهور النادي المغرب عن النادي الأهلي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نجومنا الكبار. مرحبا، احنا بغينا كوره، ما بغيناش بحال ترجي يديو لينا بالحكام ولا بشي حاجه، احنا نلعب كوره واللي داه يستاهلوا. جماهير الوداد ولا المصريه عارفين اش كيديروا، بغينا كوره، ما باغينش قل الدين، باغين الكوره في 90 دقيقه واللي داتو تستاهلوا. العلاقه بين المغرب والمصر علاقه طيبه، وروح رياضيه ما بين الفريقين، فريق الوداد البيضاوي كهنا كجمهور كرجاوي محب الفريق الرجاء، ولكن ما بين الاهلي المصري والوداد البيضاوي تكون روح رياضيه ما بين الفريقين، واللي يستاهل
مبروك عليه. نبي من الجمهور المغربي والجمهور المصري بالتكافؤ بين الفريقين. نحب الكره سميتو الكره تكون مزيانه وتكون في احسن الاحوال وتكون التحكيم يكون نزيه ما بين الفريقين لا لا الوداد البيضاوي ولا الاهلي المصري. هما بجوج كلا الفريقين فهمتي كيتاهلوا لهذه المباراه هذه، ولكن انا كنظن بالنسبه ليا كتبقى الوداد هي احسن فرقه وكيبقى الفينال هو ديالنا، واخا الفرقه ديال الفرقه الاخرى هي كتكون متاهله لهذا الفينال هذا وكذا، ولكن كتبقى بطوله فهمتي فينال ودادي وراك عارف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بنجومنا وضيوفنا النجوم الكبار اللي هيكونوا مشرفينا النهارده. هنتكلم معاهم في كل ما يخص النادي الاهلي في مباراته بكره امام الوداد المغربي، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ مشرف النهارده كابتن اسلام، سعداء بوجودك معانا. واحنا كمان والله توفيق يا رب. يا رب ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن حشيش؟ كابتن اسلام ازيك؟ ربنا يخليك. شكرا. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، مشرف منور يا كابتن اسامه. الله يخليك يا اسلام. فاضل لنا فوزي لسه ما جاش بيقولوا في الطريق يعني، لكن ماشي يجي بالسلامه. خلوني بس اقول لحضراتكم بيان هام الحقيقه قالوا النادي الاهلي او نزلوا النادي الاهلي على صفحته الرسميه الان او منذ قليل يعني. الاهلي يتسلم، انا الحقيقه مش عارف قبل، بس خليني اقرا البيان الاول. الاهلي يتسلم 2500 تذكره فقط ويطلب تدخل السفاره المصريه لحل ازمه جماهيره غدا. طلب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي يترأس بعثة الفريق الكرة بالمغرب من السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكة المغربية بتكثيف التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل وتأمين دخول جماهير النادي الأهلي في مباراة غدا مع الوداد في نهائي دوري الأبطال والتي تقام على مركب محمد الخامس. جاء ذلك في إطار التنسيق الكامل مع السفارة المصرية ونظرا لتدفق جماهير الأهلي من مختلف الأنحاء لحضور المباراة في الوقت الذي لم تتسلم فيه البعثة سوى 2500 تذكرة فقط من 10,000 تذكرة التي خصصها الكاف للنادي. وقد بذلت بعثة النادي الأهلي جهدا كبيرا في التواصل مع مسؤولي الكاف واللجنة المنظمة للمباراة خلال الساعات الماضية للحصول على بقية التذاكر، لكن لم تتلقى أي استجابة، وباتت هناك أعداد كبيرة من الجماهير المصرية في حاجة إلى تذاكر لدخول المباراة. لذا جاء تواصل رئيس الأهلي المبكر مع السفارة المصرية لتفادي أي أزمات عند دخول الجماهير غدا والعمل على تأمين سلامتها في نفس الوقت. إذن النادي الأهلي يعني برضو الواحد بيشوف حاجات غريبة جدا. زي ما قلت لكم، هل هناك اتجاه معين ضد النادي الأهلي؟ أنا مش هقول إن هو مع حد، ولكن أنا هقول هل هناك اتجاه معين ضد النادي الأهلي؟ النهاردة يتم تسريب خبر إن أصل حتى لو الفار ما تشتغلش. يعني إيه الفار ما اشتغلش؟ أنا مش فاهم. هل من الممكن أن نصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة الأعظم والأهم في تاريخ كرة القدم الإفريقية، ممكن أوصل للنهائي والفار يحصل له حاجة؟ دي تبقى مصيبة، دي تبقى مصيبة طبعا. والله بجد طبعا. يعني تخيل حضرتك امبارح مباراة ريال مدريد وليفربول الفار يحصل له حاجة، تخيل كمية التهزيء اللي هياخدها الاتحاد الأوروبي. الجول اللي جه اللي حدد الحكايه دي كلها الفار، صح؟ كان هنعمل ايه؟ فيعني حاجه غريبه جدا. النهارده تسريب خبر الصبح، دلوقتي احنا عارفين طبعا الموضوع قبل ما نخش على الهواء، ولكن بننتظر لغايه لما نشوف الموقف الرسمي للنادي الاهلي. تخيل حضرتك، واخد تعليق حضراتكم في هذا الامر. الاهلي بيقول ان هو ما استلمش اي حاجه تفيد الكلام ده. لا، بالنسبه للفار كمان، لا خلي بالك، بالنسبه للفار ده قد يكون تسريب. ولكن اشمعنا دلوقتي في اليوم اللي قبل المباراه؟ عشان لو لا قدر الله حصل حاجه بكره يقول لك ايه؟ احنا ما قلناش، احنا بنسبق. او لو حصل حاجه بقى في الفار وقال يبقى سبق وقال. استفزاز وتكتيف وبيخرجوك عن مسار الطبيعي اللي هو 90 دقيقه اللي انت هتنزل تلعبها في المباراه. كل ده لعبتنا عندها خبره وعندها مؤسسه الحقيقه كلها معاها
وكل حاجه بعدينهم خالص عن الكلام ده. لعيبه مقدره كل الكلام ده. كل الاتجاهات وكل الشواهد بعدم اعلان المباراه النهائيه هتبقى موجوده فين، خصوصا قبل مش عارفين مين اللي هيوصل، مش عايزين يقولوا الماتش فين، بيقولوها اول ما الوداد كسب في 3-1 في انت بتتكلم عن الموضوع من اوله الموضوع من اوله ما فيش بطوله في العالم ما بنلعبش كده في الدنيا. طب وليه ما بقيش رايح جاي؟ يعني انا زي ما هي معموله طول عمرها ليه اليري طول دي ما تعملش؟ ولكن يا كابتن برضو معلش خلينا نروح الموضوع الاهم دلوقتي. ده موضوع بقى رسمي، ده موضوع رسمي لانه النادي الاهلي اصدر بيان بيفيد هذا الموضوع. هو مين اللي قال ان انا حدي النادي الاهلي 10,000 تذكره؟ انا ولا حضرتك ولا كابتن اسامه ولا كابتن عزيز؟ اللجنه المنظمه. خلاص انا دلوقتي حقي ان انا اروح اخد 10,000 تذكره. جيت اخد ال 10,000 تذكره، حضرتك اديتني 2,500 تذكره وقلت لي يلا يا ابني. ده لا موضوع غريب على اساس ما اعرفش اهو على اساس هو معلش انا باخد بياناتي من النادي الاهلي. حاولوا يا شباب تجيبوا لنا سياده سفير لو سمحتوا، سياده سفير ياسر عثمان، اعتقد ان هو هيحل لنا معضله كبيره في هذا الامر. انت لو تفتكر كمان كان سنه كام 2017 2013 ما هجموا على الاتوبيس عندنا ومنعونا من الدخول وقعدنا ساعه بره في المباراة النهائية برضه بنفس الشكل، ولا حد عمل لنا أي حاجة، ولا حد نظر في أي شكل. فواضح من حكاية الترجي والوداد من سنتين كده أو سنتين وشوية لما حصل لما الوقفة من اليوم ده يا إسلام وكل حاجة عايزة بس مش كده مسار الوداد. مش أنت أقصيت الوداد وكسبته على أرضه 2 وهنا 3 وراحت منهم في السنة دي، وده كان برضه هيتعمل في الوداد يومها لولا ان الاهلي والزمالك هم اللي وصلوا الفاينل ولعبناه في مصر. السنه اللي بعدها كايزر شيفز هم اللي كسبوا الوداد وكانوا استحاله كانوا فاكرين ان هم مش هيكسبوا كايزر شيفز، يعني يبقى كايزر شيفز كسبانهم في ونلعب احنا النهائي برضه في الوداد. لا ايه حكايه المغرب اللي احنا مصممين ان احنا نديها؟ فانت مش هتقدر تقول اي حاجه يا اسلام غير ان عندك 90 دقيقه بكره برجالتك بالضغط عليهم وهم مرعوبين منك. طبعا انا بقول لك بصراحه وده اللي بيحصل ده معناه كده مرعوبين من النادي الاهلي. بيحاولوا بشتى الطرق ان هم يوصلوهم ويفصلوهم عن التركيز في المباراه. طيب فانت مش هتديهم فرصه الا في الملعب باذن الله بالروح اللي انت كنت بتتكلم عنها. هنرجع نتكلم في الملعب دي يا كابتن شريف، ولكن يا كابتن حشيش برضه ما هو حاجه غريبه. وبعدين يعني تسريب في تسريب، انا حتى لسه كنت بقول للكابتن شريف انا كنت سامعك يعني النهارده بتتكلم في هذا الامر انه تسريب الاول امبارح لو يرمي لك موضوع الفار في يرميه لك كده ويستنى، وبعدين بالليل اجي انا ليا 10,000 تذكره تديني 2500 في ايه؟ هو ايه الموضوع؟ بص يا كابتن اسلام، هو تكمله للسيناريو اللي بدا من فتره من بدايه احنا عمرنا ما شفنا السنغال تنسحب والكلام ده عمرنا ما شفنا يعني مباراه نهائيه تعتبر من المباريات المهمه في افريقيا كلها. واجهه افريقيا هي الامم الافريقيه ونهائي الابطال. يبقى في السيناريوهات دي من البدايه، بدايه من طبعا المباراه والحاجات اللي حصلت واحنا مش عارف قدمنا وده انسحب والحاجات دي كلها عشان يبقى المباراه طبعا في المغرب. بعد كده طبعا موضوع التذاكر، وبعد كده الحكام، وبعد كده هو لغايه اخر لحظه الفار. النهارده ليله المباراه ولسه بيطلع سيناريوهات ثانيه عمال يالفها لان هو حاسس ان مجلس اداره النادي الاهلي كل ما بتحصل حاجه بيحاول يسيطر عليها او بيحاول يتكلم. لا لا احنا بره الموضوع بره. لا 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 انا بتكلم على الاتحاد، انا بتكلم على الاتحاد الافريقي يعني احنا والوداد احنا نقدر نلعب. يا كابتن شريف هو دي طيبة هو ده 200%. خلي بال حضرتك يا كابتن معلش الكلام اللي الكابتن شريف بيقوله ده اصل كلام مهم جدا. يقول لك اصل انتوا طالعين تمس. لا احنا لا خالص دي حقيقه والله، يعني كلنا حد فينا بيكن مشاعر كده ولا كده لاخواتنا في المغرب اطلاقا. عمرنا هي سيناريو ما بين الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه لغايه اخر لحظه النهارده بيعملوا سيناريوهات، وممكن تلاقي برضو حاجه بكره طلعت تاني، ممكن يجي بكره قبل الماتش يقول لك ايه جون الوداد بقى بهدفين، الهدف بهدفين بقى دي اللي ناقصه الاخيره بقى او كورنر بقى بجون ولا نص جون وحاجات كده. يعني حاجات طبعا بعيده تماما عن الفير بلاي اللي هو شعار الاتحاد الدولي. فين الاتحاد الدولي؟ لان الاتحاد الدولي ورئيسه جاي بكره اكيد لازم يكون شايف الكلام ده ومتابع الكلام ده، والناس في انحاء العالم بتتفرج على البطوله الكبيره في افريقيا واجهه افريقيا. بصراحه الاتحاد الافريقي ده يعني اضعف يا اسامه من انه ينظم مسابقه محليه في اي حته، يعني مش في القاره كلها يعني احنا لعيبه كوره يعني حاجه صعبه جدا يا اسلام. اللي بيحصل انت اتظلمت كمان
ساعه كاس العالم للانديه. لعبتك كانت في المنتخب ولعبت ناقص حوالي 7 أو 8 لعيبه. ومع ذلك رحنا 14 كان فبرضه مشكله يعني. كنا 14 واحد هناك في كاس العالم للانديه. فانت كنادي اهلي هتتحمل لغايه امتى يعني كاس العالم للانديه رحت ناقص؟ البطوله دي مش متحدده من اولها. أيوه. يعني مش متحدد الملعب من بدء في اي حته في العالم. طالما ماتش واحد هيفصل مباراه نهائيه بيتحدد من بدايه البطوله ما بتتلعب. ده طبيعي. عدت المرحله دي. النادي الاهلي عمل كل او مجلس اداره النادي الاهلي عمل كل ما يخص النواحي الاداريه للسيطره على هذا الامر باي طريقه. هي الغريبه بقى الاخيره دي اللي هي بتاعت امبارح. بقول لك انا طول النهار بنسمع حاجات. ما احنا قاعدين الواحد قاعد بيعمل ايه يا كابتن؟ حضراتكم اكيد زيي. كل واحد قاعد شوف الاخبار، تتابع فلان، تتابع اللي عايز تعرف الدنيا فيها ايه، لانه في النهايه بتتكلم عن حاجه بتحصل وزمايلك واصحابك هناك بيتكلموا ويقولوا لك اصله ايه ده؟ احنا عارفين الموضوع ده من الظهر يمكن. النادي الاهلي ومجلس ادارته بيحاول يحل من بدري. واخطر حاجه ان اللاعب ينزل الملعب حاسس ان هو مش فيش امان، مش هياخد حقه. في حاجه ان هو النهارده الملعب بكل الدنيا بالمنظمه مش عارف ايه عايزين ياخدوا منه تعبه وجهده وبطولته وبيستكتروا عليك انك انت الاول في افريقيا وبيستكتروا عليك لثالث مره على التوالي. على التوالي بيستكتروا عليك كل حاجه. انا يعني تفكيري راح لكده والله. بيستكتروا عليك اذا كان اللي جوه او اللي بره. على فكره تكون احنا هنا من جوه او من بره الناس مستكتره على النادي الاهلي اللي هو فيه ده. انا بقول لك انا مش من الناس اللي بتروح لموضوع المؤامره او لنظريه المؤامره والله بجد. مش يعني مش بقول كده واحنا وحشين لا قدر الله يبقى اتغلبنا، لكن اللي احنا اللي بيحصل ده دي مؤامره. هم مركزين يا كابتن الأرضية. يا كابتن اسلام هم مركزين على حاجه مهمه قوي. اتفضل. عارفين ان سلاح الوداد هو ارضه وجمهوره طبعا، فهو خلاص الارض خلاص عمل اللي عمله وخلى المباراه على ارض الوداد. تاني حاجه ابتدي يلعب بقى على الجماهير لان في ضغط وفي اقبال من واقبال من النادي الاهلي ومجلس الاداره جايب طيارات من مصر وكمان بيلعب على المصريين المقيمين الجاليه اللي هي كبيره كمان طبعا، والوافدين من جميع انحاء العالم اتفرجوا على المباراه. فهو عايز بقى يخنق الحته دي كمان عشان يقلل العدد لان هو عارف ان جمهور النادي الاهلي حتى لو نسبته 10% من الجمهور الثاني هيبقى اكتر منهم. لا عايز اي صوت في الملعب. هو مش عايز مش عايز اي حاجه، مش عايز اي بوت. 14 مشجع في ماتش الصفاقسي. صحيح. انا كنت بلعب كنت في الملعب. ايوه. 14 مشجع يا كابتن. منهم واحد ومراته في الهاني مون. ربنا نصرك. والله العظيم يا كابتن. الواحد ب 100. والله العظيم زي ما بقول لك. انت بعد الجول رحت لهم. انا الله ينور عليك. بعد الجول انا كنت واقف هناك. فاكر. 14 واحد. وكلهم يعني اصحابنا يعني. الراجل اللي كان في الملعب النهارده ولا امبارح جاي من اخر اوروبا ورايح لوحده بيشجع في الملعب ساعه التمرين. يعني طيب هنطلع يعني فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم ونشوف راي بقى كباتننا الكبار فيما سيحدث غدا من الناحيه الفنيه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيفي الرابع في هذه الفقره وضيف البيت الكبير الحقيقه في هذه الفقره كابتن احمد فوزي. ازيك يا دكتور؟ حبيبي ازيك يا اسلام؟ الله يكرمك. الشرف ليا ان انا قاعد مع الكوكبه دي، يعني مش عارف اقول ايه، كلهم ما شاء الله قامات كبيره في بيتك. طبعا حبيبك فوزي. اسمع برضو رايك فيما حدث. انا رايح اخد 10,000 تذكره، قالوا لي خد 2500 لغايه لما ربنا يسهل. يمكن فاكرين ان الربع هو اللي هيغني عن ال 10,000 كلهم. طبعا رقم لا يعبر عن مدى اهميه المباراه، ما يعبرش عن تركيز الكاف اصلا، مش مهتم بيك. ده واضح جدا، واضح جدا في من نتيجه ان انت تاخد 2500 جنيه من 2500 تذكره من 10,000. ده دليل على ان الكاف مش مركز معاك، حتى التذاكر بتاعتك ممكن بطريقه ما يديها لحد تاني من غير بعد ما انت تخلص كل اللي معاك. سامع ان طالع من مصر اخر رقم 4,000، فلما يحجم التذاكر اللي بيديها لك ممكن ياخد الباقي لحسابه ايا ما يكون. فهي طريقه لعب من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا كده، زعزعة استقرار الفرقه. بس ده كل ده اللي هم بيعملوه في حته والفريق بتاعنا في حته ثانيه. ايوه. لا شك ان هم عايزين يلعبوها زي ما بيقولوا كده
ناحيه عصبيه، ولكن انا اعتقد ان لعيبه الاهلي في منأى عن كل ده، وان الكابتن محمود بيتعامل مع الموقف بثبات. القصه من صباح اليوم، ولكن لما يخرج البيان دلوقتي ده معناه ان احنا متابعين كل اللي انتوا بتعملوه خطوه بخطوه، ومعناه ان احنا بنتصدى لكم كل بنصدر لكم الاخطاء اللي انتوا بتبعتوها لنا، بنصدر لها لكم عشان نكشفكم قدام العالم اجمع. اعتقد ان الاهلي عمل كده من اول المشاكل اللي حصلت في اختيار الملعب اصلا، ومن ساعه ما بعتنا للكاس. فطبعا انا شايف ان الناحيه الاداريه ماشيه كويس جدا في طريقها، نتمنى اللعيبه تشوف طريقها بكره بخير ان شاء الله. وخلي بالك كل ما بنيجي نتكلم لازم نؤكد على هذا الامر، الامر اللي كلنا بناكد عليه، كلنا الخمسه اللي حضراتكم شايفينهم كلهم لعبوا في النادي الاهلي او مع منتخب مصر، كلنا رحنا لعبنا في المغرب، وسواء لاعبين او اداريين او فنيين مدربين فنيين، شفنا احلى استقبال واحلى حاجه في الدنيا. التنافس ده شيء طبيعي وبنشوفه في كل حته، وكل واحد من حقه ينظر في اللي هو عايزه، هو عايز يكسب فبيكسب بكل الطرق اللي من وجهه نظره هي طرق مشروعه. فانا ما عنديش اي مشكله مع المغرب، ما حدش يدخلني في كلمه مع المغرب او مع الوداد. النادي الاهلي هو كبير افريقيا، وبالتالي علاقاته مع كل الانديه، مع كل الانديه في افريقيا، ما حدش بيقول ان النادي الاهلي بيعمل كذا ولا عمره ما حصل. دائما العلاقات المحترمه والوديه ما بين النادي الاهلي وكل الفرق، خصوصا احنا المغاربه دول اخواتنا. انت بتدور على حقك بس، انت بتحاول مجلس الاداره بيدور على حق النادي بس مش اكتر يعني. بالظبط كده. وبمناسبه الحقيقه النهارده عملنا فيديو لحضراتكم، هو فيديو من الروائع والنوادر الحقيقه. كباتن النادي الاهلي اللي كانوا موجودين هنا، وكباتن النادي الاهلي في السله وفي الطايره وفي كل مكان، وفنانين واحباء النادي الاهلي، وكل واحد بيحب النادي الاهلي، اجتمعوا على كلمة واحدة بس، واجتمعوا على حب النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو المجمع لنجوم كبيرة جدا وكثيرة جدا، نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. 11 راجل في الملعب، إن شاء الله ال 11 يا أهلي. يلا أهلي بكرة إن شاء الله. 11 راجل في الملعب، ال 11 يا أهلي. 11 راجل في الملعب، إن شاء الله ال 11 يا أهلي. 11 راجل في الملعب، إن شاء الله ال 11 يا أهلي. 11 راجل في الملعب، ال 11 يا أهلي. 11 راجل في الملعب. يجيبوا لنا ال 11. 11 راجل في الملعب، 11 يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ال 11 ان شاء الله يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ان شاء الله ال 11 يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ان شاء الله ال 11 يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ان شاء الله الكاس ال 11 للنادي الاهلي. 11 راجل في الملعب، ال 11 ان شاء الله يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ال 11 يا اهلي. 11 راجل في الملعب، الكاس ال 11 ان شاء الله يا اهلي. 11 راجل في الملعب، الكاس ال 11 ان شاء الله يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ال 11 يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ال 11 يا اهلي. 11 راجل في الملعب، ان شاء الله ال 11. زي ما كابتن شريف بيقول هم لخصوها، 11 راجل في الملعب، ان شاء الله البطوله رقم 11. والكباتن الحقيقه لخصوا كل الكلام في ان احنا بكره هنتكلم وهنقعد نتكلم ونقولوا 2500 و10000 وهنقعد ونتكلم طول النهار النهارده وطول الليل، قصدي النهارده وطول النهار بكره في هذا الامر. ولكن في النهاية الملعب حاجة مختلفة يا كابتن شريف. طبعا طبعا كل المحاولة زي ما قال أحمد بيحاولوا يزعزعوك ويخرجوك عن التركيز، تركيز المباراة نفسها يعني. إنما هو زي ما كل الشخصيات الجميلة اللي خرجت بالفيديو دي قالت 11 راجل في الملعب، هو 11 راجل في الملعب من ساعة الصفارة، من ساعة الضغط على فرقة الوداد في الملعب هناك. إحنا بنبارك للأهلي وبنبارك للوداد إن هم بكرة إن شاء الله يفرجونا على نهائي محترم جدا. زي ما اتفضلت وقلت احنا علاقتنا بالمغرب جميله جدا، واحنا لما كنا بنروح لهم عايزين نروح او عندنا فرصه هنلعب في المغرب مبسوطين جدا. الحقيقه الناس في منتهى الحفاوه بينا، واحنا بنحبهم والشعبين بيحبوا بعض جدا يعني. المغرب او شمال افريقيا عموما. بما انك بتتكلم عن الجمهور معلش يا كابتن، عشان كل شويه بتجي لنا فيديوهات، ممكن نسمع صوت الجمهور؟ انا عارف ان انتوا تحبوا حاجه زي دي، تحبوا نسمع صوت الجمهور. اتفضل يا حاجات بتحركنا كلنا. طبعا.
وجود الاهلي في اي مكان عيد. انا باخد الكلام اللي بيقوله كابتن شريف واطلع اقول انا كمشاهد مش طبعا. مش كلاعب بس يعني طبعا. واللعيبه حاسه لما احنا كنا بنسمع الحاجات دي في ودننا بتدينا طاقه وبننسى اي مشاكل بتبقى حوالينا يعني. حاجه جميله جدا يعني احنا كلنا يا كابتن حشيش بننتظر دائما هم دول اللي احنا يعني كل واحد بيلعب حاجه في الملعب بيبذل عرق في الملعب عشان خاطر الناس دي. بص كابتن اسلام يعني ان شاء الله انا متفائل بكره لان الاحداث دي اول مره تحصل نشوف نهائي افريقيا تسبق الاحداث الكبيره دي والضغوطات على النادي الاهلي والظلم اللي واقع على النادي الاهلي. احنا كلنا لعيبه كره قاعده بنتخيل لو احنا هناك في المغرب وسمعنا من قبل ما نسافر كل المشاكل وكل الحاجات اللي بتتعمل في النادي بتاعنا ونازلين بكره نلعب هيبقى شكلنا عامل ازاي. بترجم الكلام ده كله بستنفر الهمم دي بتزودني تحدي واصرار وحماس ورجوله ان دي 90 دقيقه ان انا ادوس على الضغوطات اللي فاتت دي كلها واحقق للنادي الاهلي. بشوف اهتمام مجلس اداره النادي الاهلي ازاي الناس بتحاول تحل او يعني تذلل العقبات بتاع اللي احنا بنشوفها واللي كل شويه لغايه النهارده ليله المباراه بتطلع لسه عقبات تانية وحاجات تانية. فكل ده صدقني بيزود اصرار اللعيبه في الملعب وان شاء الله باذن الله اللعيبه يبقى عندها ثقه كبيره جدا اولا في انفسهم ثقه كبيره في النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي في مجلس اداره النادي الاهلي في جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله يبقى موجود واذا كانوا 5 أو 10 هيبقوا مسابه 30 مليون ان شاء الله باذن الله بيأزروا الفرقه بكره ان شاء الله. تحبوا نتكلم فنيا شويه يا كابتن اسامه عن هذه المباراه لانه في النهايه هي مباراه زي ما حضراتكم دايما بتقولوا ان هي مباراه في الملعب فقط ليست بعيدا عن الملعب كل اللي بيحصل بعيدا عن الملعب. عندنا مجلس اداره بيتصدى لكل هذه الامور عندنا جمهور النادي الاهلي بيتصدى لكل هذه الامور. كابتن اسامه شايف المباراه ازاي من كلا الجانبين يعني حتى التصريحات ما بين الاثنين المديرين الفنيين ما بين تنييم شويه وما بين يعلي الموجه شويه. هي طبعا البطوله نفسها بطوله افريقيا من اكبر البطولات في طبعًا. في العالم. الناديين عندهم طموح كبير. النادي الوداد بقى له فتره عايز يكسب البطوله للسنه الثالثه او الرابعه على التوالي احداث حصلت والمباراه بتتلعب مرتين على ملعبهم هم ما كانوش فيها فالمره دي في ملعبهم فعندهم طموح وطموح مشروع ولكن كل الاحترام لفرقه الوداد وجمهور المغربي كله وليهم طموحهم لكن احنا كنادي اهلي لنا طموح كبير جدا طموح كبير من اكتر من اتجاه. قلنا الـ كلنا اتكلمنا على موضوع المشاكل والكلام ده مجلس اداره بياخد خطه واتجاهه وبيبحث عن حقوق النادي الاهلي لكن اللعيبه تركيز كبير جدا لاسباب كتيره. اولا البطوله هتبقى الثالثه على التوالي اوكي لم تحقق في تاريخ القاره الافريقيه كانت ستحدث في 2007 ولو تتذكر طبعا كانت 2007 مظبوط مظبوط يمكن احنا تشرفنا يعني انتوا خدتوها 3 مرات في الكاس كابتن شريف وحشيش وانا يمكن لعبنا 84 و85 و86 وخدنا انا لعبت 82 و82 دوري لا انا بتكلم على الكاس بتكلم ان احنا احتفظنا ببطوله ابطال الكاس ايوه كان الكونفدراليه دلوقتي خدناها 3 مرات متتاليه واحتفظنا بالكاس للابد فده طموح اضافه لطموح البطوله انت نفسك تجيب ال11 بس برضو لابد ان أو اكيد هو في ذهن اللعيبه واكيد وصل لهم من مجلس الاداره والكابتن محمود وسيد عبد الحفيظ وكل المجموعه يعني ومستر موسيماني البطوله الثالثه على التوالي ليها طعم خاص يعني بطوله في حد ذاتها وبطوله ان هي الثالثه صح مش يعني مش سهل ايوه ريكورد تاريخي مش سهل يتكرر بسهوله يعني احنا احتفظنا كابتن ب5 5 و6 و8 خدنا الكاس عملوا بعديها كاس خدناها أيوة. عملوا كاس جديد عايزين ناخد دي كمان مظبوط يعني دي هتبقى ثالث كاس نحتفظ بيها على في مدار 20 سنه رقم كبير حاجه كبيره جدا 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 ما كل كاسات افريقيا اللي اتعملت في اخر 20 سنه محطوطه عندك في الدولاب بتاعك ده انجاز كبير جدا ولازم لازم اللعيبه تفكر في حاجه زي كده بكره لانها هتبقى حاجه مهمه ده تكمله لكلام حضرتك لا مظبوط كده يا احمد يعني
كل التركيز والهدوء من اللعيبه، وانا بركز في النقطتين دولت، التركيز والهدوء. ايوه تركيز في احداث اللقاء داخل المستطيل الاخضر. يعني نتمنى من اللعيبه لا ينجرفوا لأي حاجة خارجيه، سواء من جماهير، سواء من حكم اللقاء، سواء من لاعيبه الوداد المغربي. كل تركيزهم في المهام اللي هتوكل ليهم، وكمان هو بقى بيضيف من عنده، كل لعيب بيضيف من عنده غير المهام اللي مستر موسيماني بيقولها، فده تركيز كبير جدا. تاني حاجة الهدوء والثقة في النفس، لأن المباراة 90 دقيقة وممكن تمتد لوقت إضافي طبعا، وممكن تمتد لضربات جزاء، وممكن تنتهي في أحداثها، بس أنا أقصد إنك لازم تكون محافظ على تركيزك وهدوءك طوال زمن المباراة حتى نهاية صفارة الحكم. أيوه. والحصول على الكاس يعني. نعم. فهو طموح كبير وبطولة يعني تاريخية، لأنها تبقى المرة الثالثة على التوالي يعني، فربنا يسهل إن شاء الله. كابتن شريف، من فرجتك أو من رؤيتك للوداد المغربي، هيلعب إزاي الإجراجي؟ الإجراجي الفترة اللي فاتت كان بيلعب بطريقة أو بطرق معينة كلها في النهايه بيقفل كويس وبيلعب على الهجمه المرتده، كلها بقى بكل الطرق يعني. كلامك مظبوط، بس هو الشحن طبعا الجماهيري اللي هو هيبقى في الاول، و ايوه ما دي النقطه اللي من اول المباراه بيبقى عايز يبقى ليه وجود في منطقه الجزاء بتاعه النادي الاهلي على اي شكل بقى، على كره طويله، على تخبطتين تاني، يعني يلعب الكره على الاطراف، يحاول يستغل الاطراف، يعمل عرضيه، ياخد كورنر، ما عندهم بيلعبوا الكرات الثابته دي كويس جدا، بيلعبوا هو دي راس مالهم يعني. انما عندهم شك تاني ان هم اي حد بيضغط عليهم او بيسبب لهم مشاكل في المنطقه بتاعتهم هم بتبقى مشكله كبيره جدا، وما بيقدروش يسيطروا ويعملوا ايقاع يعني. مش من الفرق اللي عندها الاجنحه بتطلع ونص الملعب بس. هل ده مش ده طبيعي يا كابتن لاي فريق؟ مش ده الطبيعي لاي فريق؟ انت لو ضغطت على اي فريق من قدام هيقلق. بس مش بامكانيات الكونتر اتاك بتاع اي فرقه تانية. أوكي. على ارضها. اوكي. يعني ممكن يبقى في سرعات عندهم، اي حاجه، انت مهما كنت انت عايز تلعب السيفتي بكره زي ما اسامه بيقول لك، الهدوء، انك انت تمتص اي حماس بالنسبه لاصحاب الارض في اليوم ده. فانت الروح اللي احنا بنتكلم عنها دي هتوفر عليك كتير قوي. اوكي. لو كل لعيب عنده روح في السبرنت، في الانقضاض، في انه ما يعملش ميس باس كتير بكره، هتحس ان انت بتاخد ثقه كل خمس دقائق. هو الميس باس. الميس باس ده والكره الثانيه اللي تبقى بتاعتك. وتقرب الخطوط بتاعتك على حسب الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني والجهاز الفني كله. دي اللي بتوفر لك ازاي انا املى نص ملعبي بكره، وان الكره الثانيه تبقى بتاعتك اصلا. اوكي. علشان تبني وتبتكر في السرعات والفنيات الفرديه اللي عندك، تقدر توصل عندهم. اول ما هتوصل عندهم الحكايه هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لهم. اول ما هتوصل عندهم تقدر انت ممكن في اول 3-4 دقايق ما تصدقش لا تصدق انك انت ممكن تجيب جول في اول 5 دقايق هناك، لان هم ملخومين في ان هم عايزين هم اللي يبقوا عندك. فتلاقي 5-6-7-8 تلاقي كونتر. تلاقي كونتر اتاك في السرعه وفي سولاي مثلا لو هيبتدي، ورؤيه كويسه قوي لاي حد من الفراده عامل سويتش، وتلاقي نفسك انت والجول. هم عندهم حته الديفندرات مش يعني مش بالهدوء، مش بالثوابت، لا، بترو اتلتيكو ملاعبهم كان عندهم كل شويه من الناحيه وبيشوط من بره، والهدف اللي جه فيهم كان شوطه، وعلى طول موجود في 18. أوكي. كل يعني اخر حاجه عايز اقولها، كل اللي انا بتمناه يكون عندي زياده عدديه دايما في منطقه جزاهم. انا مش رايح اتعادل، انا مش رايح مغلوب، انا بلعب ماتش من على من 0-0. هو زيي في نفس الوقت، انا لو هجيب جون مش هحسب لي باتنين هناك، انما انا لو اجيب جون عايز اغطيه صح، وابقى عندي 2-0. بقضي بنسميه ضربة قاضية. احنا بنبحث بكرة بان هدوء اللعيبة اللي اسامة قال لك عليها، ان هي يبقى عندها تركيز واعي جدا في امكانياتنا. هو ده بس، هتلاقي الفرق كبير قوي يا كابتن اسلام. فوزي، من ناحية حراس المرمى بقى، احنا عارفين طبعا الشناوي، وعارفين شوبير، وعارفين علي لطفي، وعارفين حمزة علاء، الأربعة اللي عندنا. لكن على الجانب الآخر، مجموعة الحراس في أو حارس المرمى في التكناوتي اللي بيلعب دلوقتي، والحقيقة بيؤدي بشكل رائع حتى الآن. طيب خلينا نقول إن في بداية المجموعات تحديدا
جمهور الوداد بعد تاني مباراة عمل له فيديو فيه كمية الأخطاء اللي عاملها في الميس باص لأنه ما بعرفش يلعب برجلين. في الميس باص؟ في الميس باص. أوكي. فدي واحد. اتنين، عمل له فيديو في الثلاث جوان اللي دخلوا فيه في بيترو أتلتيكو الماتش التاني، كان تاني ماتش في المجموعة، ثلاث أهداف كلهم داخلين في الدقيقة. وكانوا فرقة الوداد كانت سوري يعني في اللفظ مش هقول، كان معمول الفيديو ككوميك عليه هو في المغرب، معمول في المغرب. اوكي ما نرجع انا بتكلم عليهم هم هنا في المغرب، في المغرب معمول جمهور مع بعض، مع بعض بيهرب مع بعض بقى ايام ما يكون. فالكلام ده ممكن يكون ادى الولد اصرار لانه ظهر في انا لسه كنت هقول لك ايه الاختلاف ده، اتقلب 180 درجه في قبل النهائي ودور الثمانيه. التكناوتي حارس جيد جدا جدا جدا، عنده سرعه في حركات رجليه كويسه قوي، بس ما بيعرفش يلعب بالباسنج بتاعه وتسليم الكوره عنده قليل شويه، عشان كده لو اي حد لعب معاه لان عندك داري وفرحان الاثنين بيستلموا الكره من تحت، خاصه ان داري ده كان اصلا باك ليفت اللي هو اللي بيلعب سيرد باك ده كان اصلا باك ليفت، والركراجي لعبه سيرد باك ناحيه شمال عشان يطلع بالكره من تحت كويس. فلو لعبوا كره مع التكناوتي اتمنى ان احنا نضغط عليه من قدام لانه هيفقد الكره بسهوله. هو عنده ميزه في الكرات العرضيه اللي داخل السكس يارد، بس اول ما تتلعب بره السكس يارد او على الخط بيطلع يعمل كوارث، منها الكارثه بتاعه ماتش الشبيبه اللي كابتن امين عمر ما حسبهاش اللي هي كانت المفروض تبقى ضربه جزاء، اول ما الكروس بيعدي السكس يارد او بين السكس يارد والبنالتي ما بيطلعش، ولما بيطلع ممكن يعمل كارثه كبيره جدا. عشان كده نتمنى ان اللي بيعمل كروسات بكره او حتى الفاولات حتى الكور العرضيه تتعمل ما بين السكس ياردة والبنالتي، هتبقى بعيده عنه جدا. عنده ميزه مهمه جدا في الانفرادات، بص هو في الشوتينج وخاصه في الدقيقه ضعيف ضعيف جدا، ولكن في الانفرادات عنده ميزه مهمه جدا، بيطلع بيقفل كويس، بيعرف يتعامل مع الكوره، عينه على الكوره كويسه. طيب يبقى حله ايه؟ حله وانا رايح له لو رحت له انفراد ما اقربش منه، العب على بعد 4 5 ياردة 6 ياردة، ليه؟ هيبقى الجون لسه مفتوح، انما لو قربت منه هياخد منك الكوره. يعني انت بتقول ان حركته سريعه، حركته سريعه من تحت وبيعرف يقفل كويس، يبقى اعمل ايه؟ قبل ما اوصل له ب 6 7 ياردة احطها له من بعيد، بيبقى رد فعله ضعيف. الاهم من ده كله زي ما بقول لك يا اسلام، ان لو اي حد جاي له من الاطراف اول حاجه بيفكر فيها ان الكره تتلعب في البعيد، بيبقى عنده سن التوقع. أوكي. عنده سن التوقع. عشان كده اعتقد ان لو اي حد راح له حط في الدقيقه ان شاء الله هيحرز هدف وهتبقى حاجه كويسه ليه. طيب على رجاله الاهلي قد التحدي، حد اسمه اخصائي علاج وظيفي هو عامل اسمه علاج وظيفي قال لك يعني فساد الكاف، ما حدش بيتكلم حتى جمهور النادي الاهلي يا جماعه، يعني بيتكلم عن فساد الكاف، عدى حدود البلد منحوا البطوله بالتزكيه، لماذا سنلعب المباراه؟ هي ده هو ده احنا بنتكلم فيه، لماذا تلعب هذه المباراه نهائي دوري الابطال في افريقيا في اجواء غير عادله؟ هو ده اللي الناس كلها بتساله، حد اهو بيتكلم لوحده. ابراهيم بيقول على برضو رجاله الاهلي قد التحدي، يا رب عالي انصر الاهلي الغالي، ان شاء الله هنكسب سلامه. ياسر بيقول جمهوره في كل مكان وجايب لقطات للجمهور، هتقولنا شباب اللقطات دي وحطوها لنا على الشاشه برضو. عزة طه بيقول نحن الاهلي الاكبر في افريقيا، حاربوا باسم جماهير تعشق كره القدم، بيقول نحن مصر، نحن الاهلي الاكبر في افريقيا. لاميا بتقول رجاله الاهلي قد التحدي. محمد بيقول ما يفسده الليفر يصلحه الاهلي باذن الله. تمام. السيد سعيد اصغر اهلاوي في مصر. سليم السيد بيقول يا رب الاهلي يكسب افريقيا وفي انتظار اول بطوله في حياته، وجايب ابنه بقى صغير قد كده. حد تاني بيقول واثق في رجالتنا جدا، لو توفرت ظروف تحكيميه عادله الاهلي هيرجع باللقب، ده عبد الله رجب. يا مسهل بالفعل يا كابتن حشيش، لو توفرت ظروف، وانا بس اللي كلنا مستغربين له، واحنا ليه بنلعب في الظروف اللي احنا بنلعب فيها دي؟ هو احنا ليه ما بنلعبش زي امبارح كده ريال مدريد بيلعب ليفربول، حصلت مشكله المباراه اتاخرت نص ساعه، ديلي نص ساعه، والناس اعلنت وقالت عشان في 100 واحد ما دخلوش هيخش. هو احنا ليه ما ليه القصه بره مختلفه، القصه بره سهله ومنظمه ومرتبه، على الرغم ان احنا شفنا اعمال شغب جامده جدا امبارح وارد، بس احنا بنتكلم على تنظيم المباراه نفسها داخل الملعب، كل حاجه مترتبه وفي
سيناريوهات كذا، لو حصل كذا يبقى في كذا، ما يبقاش رد الفعل ده وليد اللحظه يعني. انا بس حابب اتكلم برضو على المباراه نفسها. اتفضل. انا بقول ان طبعا المباراه دي يعني صعوبتها تكمن في دايما في البدايات. زي ما قلنا فريق الوداد عايز موضوع الجمهور ده يستفيد منه في البدايات. اعتقد انه طبعا انا بقول انه عشان يستفيد من الجمهور، جمهور طبعا الوداد جمهور كبير وكل حاجه، بس ما عندوش الوعي الكامل زي جمهور النادي الاهلي اللي بيشجع من البدايه للنهايه. شفنا جماهير شمال افريقيا، وانا يعني عشان برضو لعبت في تونس وعارف اساليب الجمهور ده، الجمهور طول ما الريتم سريع بتاع الفرقه وبتهاجم وهو صاحي وفايق وبيشجع جامد قوي، اول ما يحصل هزه في الفرقه ولا يحصل ضغط عليها تلاقي الجمهور سكت. تاكد ان جمهور الوداد وفرقه الوداد خايفه من المباراه وخايفه من النادي الاهلي، طبيعي. لان هم اللي عليهم الضغوطات الاكبر، بيلعبوا على ارضهم، كلهم عارفين اللي اتعمل لهم والتوضيبات اللي اتعمل لهم عشان يسهلوا عليهم المباراه. اللي طالبوا من النادي الاهلي اهم حاجه ان هو يمسك اسلام رتم المباراه. اوكي. ما نجريش فرقه الوداد في السرعه والتخبيط والاحتكاكات والحاجات دي، لان دي الحاجات دي بتولد اخطاء. هم ممكن يستفيدوا من الاخطاء دي ان هم يخطفوا جون وبعد كده السيناريوهات بقى تختلف. فريق جيد جدا. وطبعا بيجيدوا حته الفاولات العرضيه والحاجات دي، وعلى فكره الفاولات اللي من العرض والكور العرضيه بالذات بتبقى صعبه على اي حكم ان هو يقدر يرصدها يعني. بالظبط كده. بالظبط. فهم عاملين السيناريو ده ان يخطف حاجه في الاول، خلاص بيخضك في البدايه، الجمهور طبعا الدنيا تشتعل، يبتدي الماتش. ماتشات كمان اللي هي النهائيات اللي بتلعب مباراه واحده، مفيش لسه عوده، مفيش انك تقدر خلاص هي مباراه واحده. بالظبط كده. فهي دي مهمه جدا جدا. فريق النادي الاهلي لازم يبين قدراته في البدايه على فريق الوداد، لازم يخضه، لازم يهاجم، لازم يستحوذ في البدايه، عشان حمى البدايه دي الاستحواذ بيهبط الفرقه الثانيه. زي ما الشريف قال، الكره الثانيه دي مهمه جدا، لانك لما على طول بتاخد الكره الثانيه بتولد احباط غير عادي للمنافس ان هو مش عارف يلعب. ثانيا الاخطاء والميس باس اللي في نص الملعب دي كمان بتشكل عبء. هما بيضغطوا عليهم لما بنضغط. بالظبط. دايما الكره اما تبقى معاك يا شريف خلاص انت في امان. هي المشكله ان المنافس ياخد الكوره وياخدها مثلا من خطا قدام ال 18 او في نص ملعبك، بتبقى لسه يا اسامه انت مثلا بتبتدي هجمه تتخطف، بيبقى اللعيبه مش في مراكزها الصحيحه. بهدف السنه اللي فاتت، السنه قبل فاتت في الوداد واحنا بنكسب هناك 2-0، الهدف الاولاني كان قفشه بيضغط على السيرد باك وخدها منه وراح جاب جون، لان هم عندهم اللعب في يعني برضو تحت ضغوطات بيبقوا قلقانين اكتر بيهروا زي ما الكابتن بيقول فعلا. فعشان كده هم عندهم الحته دي مع الجمهور، هتلاقي عايزين يبقى يعملوها علينا احنا، لو قدرنا نعملها عليهم في نص ملعب بالذات هنروح كتير قوي. ثقه وجرأه. بالظبط. تلعب لعبك عادي. بالظبط. زي ما انت قلت يعني بتضغط وكل حاجه وما شيء. 11 راجل في الملعب دي اهم حاجه يا شريف. النقطه اللي يعني انا في رايي ان انت لازم اللعيبه بكره وهي نازله كل واحد عنده ثقه في نفسه وثقه في اللعيب اللي جنبه في زميله وثقه في النادي الاهلي. أكيد. لان اللي هيفرق في المباراه بتاعت بكره دي اللعيبه كمان اصحاب الخبره والامتيازات اللي هو ممكن يعمل الفارق. الماتشات دي بتبقى القدرات الخاصه بتفرق فيها. مترقص واحد وبتروح بتوسع مساحات، بتحس ان في دربكه لان كله بيقلق، وتاكد ان الفرقه الثانيه حاطه في دماغها سيناريو خايفه منه، سيناريو مظلم. صح. النادي الاهلي يجيب جون. كلمه بتاعت النادي الاهلي 11 راجل في الملعب دي بتلخص كل صحيح يعني. طيب اتفضل يا كابتن عزيز. يعني انا اقصد اسلام ايه، ان انت تبقى صاحب اليد العليا، الريتم معاك، امتى تسرع امتى تهدي على حسب وضع وظروف المباراه. صدقني فرقه الوداد واللعيبه موجوده عامله اعتبار جامد جدا للعيبه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي ومكسب النادي الاهلي، عليها ضغوطات، فعلى طول السيناريو شغال. لو جاب النادي الاهلي جون انا هتصرف ازاي، انا هعمل ازاي. الماتشات دي لو فرقه جابت جون
بيبقى من الصعب الفرقه الثانيه تعوض، بل بالعكس بتدي فرصه للفرقه اللي جابت الجون انها تجيب الثاني والثالث، لان الوقت بيعدي، الوقت بيعدي بسرعه اسامه، بيحصل ضغط، عايز تعوض الهدف اللي جه فيك، بتحصل فراغات، بتحصل حاجات ممكن تقدر عن طريق المرتدات تجيب ان شاء الله الثاني والثالث. انا في رايي عموما هو ما حدش هيسكت على هذه المهزله الحقيقه. انا بالنسبه لي مهزله ان انت تروح تبقى واخد ومتفق مع الناس على على رقم، ودي انا الموضوع ده جنني بصراحه بجد والله. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا ان انا مش فاهم. يعني انا بقى متفق معاك يا فوزي على معايا حد على 10000 تذكره، الاقيك بتقول لي خد 2500 تذكره. ما حدش هيسكت على هذه المهزله. طب وال20 بقى اللي هم بتوع العام، وحد انت مش عارف ال10 بتوعك، انت مش عارف ال10 بتوعك، يعني هو مش عايز يديك ال10 بتوعك، دي مهزله. ال2500 اللي بيحصل ده اسمه مهزله، اقسم بالله مهزله، يعني حاجه مش طبيعيه، مش في الكوره اصلا. يعني مش هو كل اللي مطلوب ايه؟ كل اللي مطلوب ان احنا نلعب في ظروف عادله، ما حدش بيطلب حاجه ثانيه. ما حدش مثلا بيطلب ان انا احسب لي بلانتي زي ما هو، مش هما بيقعدوا يقولوا كده؟ مش هو ده اللي بيحصل وبيتقال؟ يعني هي دلوقتي التذاكر، التذكره بتاعه الناس اللي جايه من مصر اللي هياخدها، ما حد يا شباب اللي هياخدها في الجوازات، هي دي بس. ايوه انت بس كده اللي التاشيره، التاشيره مع التذكره بس للناس اللي جايه من مصر فقط لا غير. يا كابتن ما هو انما الناس المقيمه هناك او انا دلوقتي مرتبط بعدد، افرض جه من مصر النهارده بكره اكتر، انت معاك 2500 تذكره، انا ما اعرفش ازاي ومحدش بيرد عليك دلوقتي، اللي انا فاهمه ان محدش بيرد عليك دلوقتي. ف طب افرض جه 4000، هتدخل ال 1500 دول ازاي؟ فممكن مثلا السفاره عندنا نسمع برضه، طبعا سياده سفير، ما احنا بنحاول نكلمه ما بيردش يعني، بس ان شاء الله يعني هنحاول نوصل له ويرد علينا، لان يعني الموضوع ده مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي، نعرف اللي بيحصل ده. افرض في ناس طالعه بيحاولوا يحبطوها بسبب لها مهزله، تخيل انت سافرت ممكن ناس توصل تتفرج في التلفزيون مثلا من هنا ومش هلاقي تذكره. مهزله مره ثانيه، مهزله من الاتحاد الافريقي. مهزله منين؟ من الاتحاد الافريقي. ما ممكن الناس تطلع تبقى مثلا عايزه تسافر بكره وخلاص، واخده التاشيره وكل حاجه، هو مثلا تاخدها هناك وتيجي تقول لها لا مفيش تذاكر خلصت، مفيش. طب انا هروح هناك المغرب اعمل ايه؟ لا اتفرج على الماتش برضه. رحت يا احمد اتفرج بقى هناك في التلفزيون. اروح اتفرج صح، رايح المغرب اتفرج في التلفزيون. لا هتتفرج ترانزيت. صح ترانزيت صح، اتفرج على اي كم سنه ترانزيت. لا ان شاء الله هتفقد مهزله وهتوصل عبد. هي السفاره لازم ان شاء الله تحل الموضوع ده باذن الله، يعني اكيد يعني. قصه مش قصه السفاره قبل ما تكون قصه الكاف ذات نفسه، وفي منظمين مصريين موجودين على فكره، يعني منظمين في شغالين في الكاف موجودين اصلا وعارفين حاجه زي كده، ولازم يكونوا واقفين في صالحك طبعا اكيد يعني. فلازم الموضوع يخلص النهارده قبل بكره. بص هقول لك حاجه، العب الماتش هنا، العب اعمل كذا اعمل كذا، لكن توصل لكده ده اتفاق حضرتك طبعًا. يا شباب هاتولي البيان اللي طلعوا الاتحاد الافريقي، حطوا لنا على الشاشه لو سمحتوا بتاع تقسيم، طلعوا لنا البيان بتاع تقسيم التذاكر. مش انا اللي قايل ولا حد من لا 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 الاتحاد الافريقي نفسه هو اللي باعت. تخيل ان النادي الاهلي بيطلع، النادي الاهلي عارف يعني ايه يطلع بيان يقول فيه ان انا واخد 2500 تذكره؟ انتوا يعني انتوا متخيلين الوضع عامل ازاي ولا مش متخيلين؟ طبعًا لا طبعا احنا متخيلين كل اللي بيحصل. يعني انا متاكد، انا بتكلم على الجمهور يعني احنا عدينا بالحقيقه. لكن ان مجلس اداره النادي الاهلي يطلع بيان بان انا خدت 2500 يا جماعه وادوني ال 7.5 اللي باقيين، ده معناها كبير جدا جدا، حاجه غريبه جدا يا كابتن اسامه. لا ان شاء الله باذن الله، يعني اداره النادي الاهلي مع السفاره، مع لازم يبقى في كلام مع الاتحاد الافريقي، مع الناس المنظمين هناك، لازم جماهير النادي الاهلي كلها اللي تروح لازم تخش الملعب، لان كان هيحصل بالمثل في مصر. يعني في مصر لو جماهير المغرب جايه بعدد 10000 زي اتفاق كان هيبقوا موجودين. السؤال الجزائر جم 50000، بطوله الامم الافريقيه الجزائر جم 50000 ورجعوا. السؤال دلوقتي، السؤال دلوقتي انت لما بيحصل معاك موقف زي ده ايه الحته اللي هتروحها تعترض فيها؟ ما هو انا كمجلس اداره ايه المطلوب ان انا اعمله اكتر من كده؟ يعني لا يعني ايه كمان اقدم شكوى ازاي وفين واجيب حق ازاي؟ يعني هل ما بعد ربنا طبعا، يعني هل ان انا مثلا اقدم شكوى بعد كده للاتحاد الدولي ولا اعمل ايه ولا المحكمه الرياضيه؟ المحكمه الرياضيه اي محكمه الورق ايه بيقول ان السنغال والمغرب دخلوا والسنغال انسحبت، مش ده الورق بيقول كده؟ الورق متستف خلاص طبعًا. ولا حاجه ثانيه؟ لا 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 طبعًا. الورق بيقول كده، فخلاص انا ما قداميش غير المغرب. انا كاتحاد هم بيقولوا الكلام ده على فكره، لكن ده يا جماعه
ده اتفاق علني ومعلن ومش احنا اللي قايلينه. يعني النادي الاهلي طلب 13000 تذكره ولا نص ساعه الاستاد، قال له لا يا حبيبي احنا هنعمل 10 ليك و10 للوداد و20 عام وخمسه رعاه وخمسه رعاه. مش ده اللي اتقال ولا انا بقول يعني؟ اه امال 45 ايه اللي بيحصل ده؟ هو اللي بيحصل ده يا جماعه طبيعي اهو، ادي البيان بالانجليزي كمان. والله بعيد عليا لو كان ناس تمضيهم بقى على البيان. مش ممكن مش ممكن يا كابتن روح للستيل بجد والله العظيم. هي هل هناك عاقل في الاتحاد الافريقي يشوف الكلام ده ويسكت؟ لا هما بيضربوا بعرض الحائط كل حاجه، وحاجه واضحه مش حاجه مثلا يعني. حضرتك اهو 10 اهلي 10 اوداد 20 عام 5 رعاه. انا مش مصدق والله. وبعدين بيقول لك خد الف النادي الاهلي يطلع بيان يقول فيه خد 2000 انا خدت 2500 تذكره. ده مرعوب منك كمان هيجي لك 10000. الله، ده مرعوب ان يكون عندك 10000 واحد بكره. ده الوضع يعني، ده الشكل بقى ان شاء الله. ايا كان عدد اللي هيخش ان شاء الله يبقى صوتهم انت لو بتلعب عالي جدا داخل الاستاد. هل ده تمهيد لان الملعب كله مقفول بكره للوداد؟ غالبا كده كده والله يا والله العظيم مش هتفرق مع رجالتنا ان شاء الله. عايز اقول لك حاجه، ياما الاهلي لعب الاستادات احنا بندور يا احمد بس على انت بتدور على حقك. حقا انت لازم تاخد. طب ليه حضرتك قلت لي هديك 10000؟ ماشي لا ده لازم لازم يعلن كده قبليها، لازم يعلن كده قبليها عشان ينيمك. انما انا بقول لك والله لو الاستاد مقفول ان شاء الله ان شاء الله المباراه بتاعتنا ان شاء الله من غير مقاطعه يعني المباراه بتاعتنا، لان كل اللي بيعملوه ده زي ما بيقولوا كده بره الملعب. انت ليك كل احنا بشر بالظبط كده، لعيبه الكوره بشر يعني. كل الضغوط اللي انت شايفها دي وكل اللي بيحصل فيها يا كابتن يعني انك انت بتمتص جميع المشاكل اللي بيصدرها لك الكاف اللي هو مسؤول عنك في البطوله دي، انه هي دي المشكله. بس باي شكل بيوجهك بيقول لك انا عايز الفرقه الثانيه، انا مش عايز. وما ينفعش التحيز الغريب للفريق الثاني في كل حاجه. انا عايز دول يعني خلينا نتكلم. ما لناش دعوه، ما لناش دعوه، ما لناش دعوه بحد. احنا خلينا نتكلم عن نتكلم على 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 الاتحاد الافريقي. كل كلامنا مصاب على الاتحاد الافريقي. في اتجاه معين باين، وكل يوم وكل ساعه وكل دقيقه لغايه اخر لحظه باين ان هو في توجه معين بيحصل. بالظبط كده. ايه السبب يعني؟ هو القصه السبب عايزين يحرمونا من الثالثه يعني، مش عايزين يصنعوا كاس كتير ويدفعوا ملايين. قبل ما انت تيجي بس يا كابتن، مش عايزين يدفعوا ملايين الدولارات. ممكن، ما انت بتصنع الكاس ده كل ده، فبتصنع كاس جديد ومش عايز، معكش فلوس تصنع كاس. يعني انا بقول لك يعني ده هو رئيس الاتحاد يجيبه لوحده. يجيبه لوحده يعني. انا بتريق والله ما بهزر. على فكره انا يعني كلامي تريقه، انا كلامي تريقه، مش قصدي يعني ان هم مش عايزين يصنعوا، بس هم مش عايزين يدوك الثالثه. مش عايزين. انت هتبقى واخد من 12 13 20 21 4 سنين في 10 سنين برضو هم تعبانين. ما انت عملتها قبل كده. ما احنا بنعملها على طول الحمد لله بفضل الله يعني. بس هم برضو تعبانين من اسم النادي الاهلي، تعبانين من امكانيات، تعبانين من النادي الاهلي بياخد كل البطولات. ما انت برضو كاتحاد افريقي معاك 1000 نادي، عايز كل النادي يطلع يكسب له بطوله ولا حاجه. فالاهلي كابس عليهم. يا رب كل ده يرجع على اللعيبه بتاعتنا بشكل ايجابي. اه ان شاء الله ان شاء الله. يعني يترجموه اللعيبه نفسيا بان هم هياخدوا البطوله وهيلعبوا رجاله فعلا زي ما هم رجاله، واحنا فرقتنا بتعرف تتعامل. يعني اعتقد ان طبعا الجهاز واللعيبه عدى عليهم كتير قوي، وعدى عليهم جماهير كتير قوي. الشناوي قال لك انا خلاص اول ما اصفر الحكم الجماهير مش هتستني تلعب معايا في الملعب. ف يا رب يكون ده شكل بالنسبه لنا احنا ايجابي لروح اللعيبه بتاعتنا بكره باذن الله. طيب معلش خلينا برضو يعني خليني اقول برضو لانه سياده الوزير العامري فاروق عمل مداخلة مع الأستاذ أحمد موسى في صدى البلد، وقولوا لي قال إيه يا شباب واحدة واحدة. طبعا نمرة واحد قال إن الأهلي لم يتسلم إلا 2500 تذكرة. إيه ده؟ بجد؟ في جديد بقى ولا قال يعني سيادة الوزير بيقول كده. العمري فاروق نائب وزير نائب رئيس النادي الاهلي بيقول ان مصدر من الكاف او المسؤولين في الكاف قالوا له احنا مش ضامنين ان الوداد او فريق الوداد مشجعين فريق الوداد يخشوا ياخدوا بقيه التذاكر.
يعني احنا هنبيع على الوداد يعني اللي فاضله يا اسلام. يعني احنا اللي هنبيع يعني كنادي الاهلي احنا اللي هنبيع على الوداد. مش مظبوط الكلام يا شباب ولا انا عشان بس عشان تبقى الكلام عايز كابتن مجيب قال ان احنا سياده الوزير العامل فاروق بيقول بنتعرض لتعنت شديد من الكاف. ماشي طبيعي طبيعه التذاكر يا كابتن شريف. لجنه افريقيه مع مغربيه يا ما فيهاش مصريين يا كابتن شريف. طبيعي لو النادي الاهلي ما خدش التذاكر بتاعته ال 10,000 الطبيعه تتملي بجماهير المغربيه الوداد طب المغرب يعني اكيد يعني عادي. بس انت طبعا لا تخيل لا تخيل ان امال الناس اللي جايه نهايه كل واحد زي ما قالوا فيزا وتذكره ده اهم حاجه الاول. بعد كده احنا بقى عندنا ناس من الاصدقاء وناس جوه المغرب نفسها احنا الحصه بتاعتنا نقدر ندي المشجعين بتوعنا بيقول لنا عايزين تذاكر مش عارفين يحصلوا عليها في الاونلاين او يحصلوا عليها في اي حاجه تبقى متوفره بالنسبه لنا ونقدر نعمل ده حتى 2500 تذكره بتوع السفاره. السفاره فيهم 200 واحد يبقى معاهم 200 تذكره بتاعتهم. 2500 تذكره انت خدتهم ازاي كمان؟ 200 تذكره في 100 في 50 البواقي 300 بيعطوك باليوميه. ما بهزرش والله. ماشي نفسك الكلام ده اللي جاي يعني خد ماشي نفسك مش انا اللي بالظبط كده. يجي يتكلم مثلا يا جماعه وانتوا بتعملوا طب خد 500 اهم. ايوه ماشي نفسك يلاقوك هادي شويه يقول لك طب خد 300 اهم. واضح كده هو اللي بيحصل ده طبيعي يا جماعه. يمكن انا ما هي المشكله هي المشكله انت هتدينا مثلا سي 4000 مش المفروض ان في حد فاصل بيننا وبين جمهور الوداد؟ وانت قلت كده في البيان بتاعك قلت ان انت هتحط جمهور النادي الاهلي هم في النورد كوبا هم في النورد كوبا او في الثالثه شمال بتاعتهم وجمهور النادي الاهلي في الناحيه المقابله اللي هي هتبقى في الثالثه يمين والمفروض ان احنا ال 10,000 بتوعنا هيبقوا موجودين هنا. فانت لو تدخلت مثلا سي 5000 ال 5000 الباقيين وقلت ان انت تعمل فواصل ال 5000 الباقيين دول هل هتدخل لهم جماهير مغربيه؟ هيقعدوا جنب بعض يعني؟ ما هو ده بقى اللي انا بسال فيه. يعني ال 10,000 دول محددين في حته معينه في الملعب. فانت لو احنا مثلا وصلنا 5000 طب ال 5000 الباقيين المفروض التذاكر تبقى فاضيه المفروض المدرجات لا يا كابتن اسام هم قالوا كده. لا يا كابتن اسام هم قالوا كده. انا بقول لك هو مش هيحصل كده. هو مش هيحصل كده. ده المدرج بتاعك. مشكله المدرج بتاعك انت. ما دي مشكله كبيره. لما ياخدوا منك التذاكر يبيعوها في حته ثانيه ويدخلوها الناحيه الثانيه يا كابتن دي هتبقى تنظيميه والتذكره لو هتوصل انت لازم تاخد ال 10,000 تذكره بس هو ده حر مظبوط ايوه وتملاهم. لكن لو انت ما استلمتهمش ال 10,000 تذكره اكيد اللي انت مش هتاخده هيتملي بجمهور لو انت ما استلمتهمش. بس هو الطبيعي يا كابتن طبيعي انك تستلمهم طبيعي ان ناخد ال 10,000 وان شاء الله اقطعهم كده ومحدش يخش. ال 2500 دول غير اللي هيكونوا موجودين في المطار ولا بكل الحكايه؟ ما هو خلي بالك يا كابتن كل الحكايه في المطار انت دلوقتي بكره في رحلات اليوم الواحد دي 1000 واحد مثلا. طب وانت هناك عندك 2000 دول موجودين في المطار ال 1000 بتوعهم؟ معرفش احنا مش عارفين يا كابتن. ما هو انت كل التذاكر اللي معاك نائب رئيس النادي الاهلي مش مثلا ده نائب رئيس النادي الاهلي بيقول هذا الكلام ان كل التذاكر اللي معاك 2500 تذكره بيديك 20 في 30 في 300 في 200 في مش عارف ايه بيقول لك بنواجه تعنت شديد وغريب. بس هو اللي انا عارفه انه ال 3800 تذكره اللي اتباعوا على الموقع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي من العشر لحد ما فيش حاجه اتباعت على الموقع بيقولوا 3800 النادي الاهلي تذاكره المفروض 10,000 المفترض ال 10,000 كلهم في بقى حاجات اتباعت على الموقع. لا بص من المفترض النادي الاهلي عايز ال 10,000 كلهم هو اللي يوزعها هو اللي يوزعها هو هيوزع في المطار الجزء أحمد بتاعه. واضح 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 جدا السيناريو اللي معمول في 2500 دول هم اول عن اخر يعني هيحطهم لك في حته معينه من المدرجات الثانيه اللي فاضيه هتتملي بجماهير المغرب. أسامة ده يعني الموضوع واضح وممكن يفتح البيبان. انت هتعرف ان اذا كان في تذكره ولا مفيش تبقى كارثه يا كابتن. يعني هل انت هتعرف ان في يعني لو حصرك في حته معينه ال 2500 دول في حته معينه وبقيت المدرجات دي فاضيه لو فتح للجمهور المغربي انت هتعرف اذا كان بتذاكر ولا غير تذاكر؟ لا هعرف منين؟ هيفتح ماتش الرجاء ما حدش هيفتح هيملى مش معقول هتبقى حته فاضيه والناس عايزه تدخل. ما انا بقول لك يعني هي طبعا القصه هي قصه برضه انها ماتش الرجاء الناس عدت السور ونطت ودخل وكان في تدافع وكان في ارقام فوق الارقام الطبيعيه اللي احنا لسه لاعبينه اللي تعادلنا فيه 1-1 ده كانت الارقام غير المتعارف عليها. يعني المفروض كان يبقى في الاستاد 40,000 دخل اكتر من 60,000 بالناس اللي نطت من السور وعدت. السؤال كمان دلوقتي
هل النادي الاهلي لما بيخاطب دلوقتي بيخاطب الاتحاد الافريقي ولا بيخاطب اللجنه المنظمه؟ اللجنه المنظمه طبعا مسؤوله. طيب يعني اللجنه المنظمه يعني النادي الاهلي بيدوا اللجنه المنظمه دي لجنه من الكاف مع اسناد للاتحاد المغربي. طيب هل في تدخل حتى طيب دلوقتي ان النادي الاهلي ده اللي فيه شبابيك بيمثل مصر؟ شبابيك بتتفتح فين الاتحاد؟ اتفتحت من امبارح. في شبابيك اتفتحت من امبارح وبتكمل لغايه بكره ده لو في باقي تذاكر. الموضوع خلص خلاص يعني. ما الحاجات دي كلها لازم تترصد ولازم تتوثق ولازم تعرف من دلوقتي قبل المباراه كل الحاجات دي كلها. برضو مهم جدا ان احنا مش هنسكت، احنا لسه عندنا فقرات اخرى هنتكلم فيها عن هذه الامور، لكن خلينا نروح برضو شويه حاجات فنيه. سمير لو جاهز بالحاجات اللي عندك برضو، الهداف والهدافين في الفريقين سواء محمد شريف الحقيقه وحسين الشحات وبيرسي تاو، دول هدافي النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. وعلى الجانب الاخر هدافين نادي الوداد يحيى جبران واشرف داري، اشرف داري وزهير المترجي و كنت شوف انا بقول لك على هما يعني يحيى جبران ده الوسط المدافع بتاعهم، بس هو تملي بيروح يطلع يشوط على ال 18 فهو جايب خمس اهداف وفي الكور الضربات الثابته. نفس الشيء اشرف داري ده القلب الدفاع، فبرضه ده دليل انه ضربات الثابت ضربات الثابته بيطلع فيها، وهو وفرحاني القلب الدفاع الثاني هو اللي جايب الجون اللي تعادلوا بيه في بيترو واتلتيكو، فهم واضح انه في الضربات الثابته مميزين، لان في 8 تجوان جايبهم يحيى جبران واشرف داري. زهير المترجي جناح كمان اسامه من ضربات الجزاء ضربات جزاء فاولات وضربات جزاء وجايب جون حلو قوي في بيترو اتلتيكو بتاع 3-1 شوطه من بره ال 18 دي 7 كور هيد ضربات ثابته زي ما حضراتكم شايفين بيتعملوا في مكان واحد اهو. كابتن اسامه كابتن حشيش كابتن شريف كابتن فوزي بيتعملوا في مكان واحد وبتلعبوا الكره بالعرض ونفس الطريقه ونفس الاتجاه وزي ما انتم شايفين. الجون اللي هم تعادلوا بيه في ملعبهم الاخير بيترو اتلتيكو كورنر الفرحاني ده اللي هو السيرد باك في منطقه السته يارده دي اللي هو معمول عليه السهمين اللي هو الجي اللي معمول عليه السهمين في جوه سته حاططها في المنطقه دي مظبوط. فهو في هم مميزين في الضربات الثابته. لازم نقول احنا نعمل ايه بقى؟ ايوه يعني طبعا طبعا خطوره الكلام ده نعمل ايه بقى؟ بكره الساعه 9 الكلام ده، لكن الهدافين برضو او صانعوا الاهداف في الفريقين سواء بيرسي تاو او يعني بيرسي تاو بيقابله ايمن الحسوني في الجانب الودادي. ايمن برضو لعيب كويس وعنده مهاره وعنده قوه ومتميز وايمن امبنزا ده الهداف بتاعهم في الدوري جايب لهم 12 هدف في الدوري ده اخطر وجايب لهم 3 امبنزا اقوى واحد واللي بيتحرك بالعرض بيعتمدوا عليه بيستلم الكوره بيعرف يتحرك بيطلعوا كلهم عليه بيلعبوا الطويل عليه عشان يستلم ويطلع اذا كان يحيى من هنا والناحيه الثانيه المترجي فهو عنده القدره دي وهو اللي بيلعبه اشتراك على طول على طول في كل كرة بتاعته ومش بتاعته بيحاول عليها يعني. بس هو برضو ايمن الحسوني في المهاره اعلى هو امهرهم هو بيلعب تحت راس تحت مبينزا وبيلعب على يمينه بديع اوك وعلى شماله الجعدي. ايمن الحسوني امهارهم اللي يعني اللي بيصنع اللعب بيكمل على الجون عنده بكره ممكن زهير المترجي اللي يلعب مش قوي ممكن لان ممكن. لان زهير كان مصاب وموقوف ولما رجع ابتدى يلعب حتى لعب اخر ماتشين في الدوري بتاعهم وبديع او كان احتياط فاعتقد ممكن اللي هيبتدي بكره زهير المترجي هو اللي يلعب قدام يحيى عطيه الله لانه لعيب كوره كويس قوي وبيطلع وعلى طول بيخش لجوه ويطلع يحيى عطيه الله من ظهره فدي يعني انا عن نفسي اتمنى او يلعب وما يلعبش المترجي. هو خلي بالك هم في الماتشين بتوع بيترو اتلتيكو لعبوا بتشكيل تقريبا ثابت يعني ما غيروش اللي هو تجناوتي العملود فرحاني وداري قلب دفاع يحيى عطله شمال والعملود ويحيى عطله تملي بيتقدموا عشان يعملوا وبعدين افضلهم اساس افضلهم اساس التفكير بتاع المدرب بتاعهم على طول اللي هو بيبتاع لهم ساحه يقدر يعمل العرضيات وهم شاطرين جدا في الدخول جوه ال 18 وعندهم يحيى جبران و والداودي والداودي الاثنين قلب وسط ارتكاز وعين ثلاثة بديع اوك او زهير المترجي وايمن الحسوني والجعدي وبعدين مبينزا في الامام في القدام هم بيلعبوا على الاستحواذ والكرات العكسيه
بيلعبوا الكرات العكسيه كتير جدا، يعني سواء من السردباكات او الباكات بيعملوا الكرات القطريه العكسيه دي، سواء لساعات اي مهاجم في دار الباكين للاوك او زوري المترجع. علي لو لعب بكره ياخد باله طبعا. هي دي النقطه الثانيه، الباك رايت والباك ليفت لازم التغطيه العكسيه دي مهمه جدا، تبقى واضحه واضحه جدا عشان كده هيفكر في ايمن اشرف. عشان كده هيلعب ثلاث، عشان كده هيلعب ثلاث 3-4-3 وجهه نظر، يعني يبقى اسهل له 3-4-3 عشان خاطر الحاجات المعموله من ناحيه يحيى عطيه الله ناحيه رضا الجعدي بتتعمل في ظهر علي معلول، فلازم يبقى معانا واحد زياده في الحته دي، ايمن اشرف ومثلا يبقى حمدي تحتيهم التالت بتاعهم، عشان على الاقل علي لما يعرف يهاجم هو ومحمد هاني يبقى في حد واقف له. الانسب احمد هو ايمن اشرف عشان حته معلول دي بالتحديد. بالظبط. وفي بالنسبه الحته دي وحتى كمان اللي هو انت برضو بتعتمد اعتمادك الرئيسي على علي معلول ناحيه الشمال في بناء الهجمات وفي التكمله، وانت لازم تبقى يعني مامن مع نص ملعبك انك انت الكوره اللي انا بقول لك عليها. أيوه. يعني انت كنت بتلعب باك رايت مثلا، مش معقول هتستنى الراجل ده وانت قاعد ورا هناك تلعب دفاع. لا لازم اخد، لا انت لازم تبقى موجود عندنا هنا طبعًا. لان ممكن تجي لك الفرصه ان انا انقل عليك وتعمل العرضيه من اي حته، لان اصعب كور كمان يا شيف اللي بتتلعب ما بين المساك والباك وفي سبيس، يعني هي دي اصعب وهم وخصوصا وهم كويسين جدا فيها، وخصوصا ان دلوقتي في الاثنين المساكين ممكن في بعض الاوقات يبقوا يعني على خط واحد. اي مشكله عندهم هيعملوا فيها ايه؟ اي مشكله بالظبط هروح لعبه طويله بس هو انت في الحته الفايضه اللي بين الباك والمساك. كلمات اخيره كابتن شريف، كابتن فوزي، كابتن حشيش، كابتن اسامه، كل التوفيق بكره، عندنا ثقه كبيره جدا في الفرقه كلها بكل الناس اللي موجودين. عدت عليكم قبل كده الماتشات دي كتير قوي، طبعا زادت حكايه الزعزعه وزادت حكايه انك انا بحاول احسسك انك انت مش يومك النهارده باذن الله، بس ان شاء الله باذن الله هيكون يومك، ومن اقل الفرص حاول تستغل بكره انك تحرز اهداف، حاول يكون ليك سبق التهديف، وانا عارف ان انتوا اداؤه قدود مش 11 راجل بس، لا ده 20 راجل موجودين. يعني انتوا شايلين قميص كبير، شايل 13 ألقاب قبل كده، عندكم من الخبرات تلعبوا 5 نهائيات في اخر 6 نهائيات، رقم كبير. وليد سليمان 81 مباراة، الشناوي وعلي معلول 56، ايمن اشرف 58، ربيعه 60 مباراة، السولية 74 مباراة في افريقيا، ارقام كبيرة جدا وارقام مرعبة لاي فرقة بتلعبكم. استعيدوا شخصية النادي الاهلي، هيبة النادي الاهلي، روح وقلب النادي الاهلي، مفيش حد يقدر يوقفكم. النادي الاهلي طول عمره حتى لو الدنيا كلها ضده دايما جمهوره وراه، اعرفوا ان في 70 مليون او 80 مليون واحد بيشجعكم، و80 مليون واحد مستنيكم ان شاء الله يوم الثلاث في المطار عشان يفرح بيكم. استعيدوا القاب النادي الاهلي العشرة اللي على صدركم هنا، وان شاء الله تكملوهم 11 عشان نرجع ننافس ونكمل زي ما احنا، عشان ندور على ال 12 ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش، لازلت مصر ان ان شاء الله باذن الله التحديات دي كلها اللي قابلها النادي الاهلي، والغريبه جدا في النهائي يعني اول مره يحصل فيه الكلام ده، هتتقلب ان شاء الله بتحديات كبيره. عايز اقول ان التوفيق ما بيجيش الا للمجتهد. النادي الاهلي اعتقد كل واحد عمل الهوم ورك بتاعه تماما، من اول مجلس الاداره اللي في ظهر الفرقه وفي ظهر النادي وفي ظهر اسم النادي بيحاول يذلل العقبات اللي كل شويه عقبه تبقى موجوده. الجهاز الفني واللعيبه حضروا كويس، اعتقد انهم حضروا كويس، كل واحد عمل اللي عليه، خدوا بالاسباب، ناس سافرت قبل البعثه يا اسامه تحضر وتوضب، رئيس النادي ومجلس الاداره مسافرين مع البعثه وموجودين معاهم، كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله هو ده اللي بيصنع ان شاء الله التوفيق. تكمله بقى كل اللي احنا قلنا له ده، قلنا ده كوم وجود اللعيبه في الملعب اول ما الحكم يصفر لغايه ما الحكم يصفر، كل واحد يعمل اللي عليه ويسيبها بقى لربنا، لان المكسب ده بتاع ربنا، وان شاء الله ربنا يبقى معانا بكره ونرجع يعني بالكاس ونبقى كلنا فرحانين ان شاء الله. يا رب. كابتن اسامه، يعني اللي ابتديت بيه في اول البرنامج تركيز وهدوء طوال المباراه. نعم. ثقه بالنفس، لان انت بطل افريقيا وعندك فرصه ذهبيه انك تاخد البطوله الثالثه على التوالي، وكلمه خاصه للبدلاء. أوكي. لانه البدلاء في مباريات زي دي ممكن يكونوا اهم من الناس اللي بتبتدي. احيانا اللي بيبدا
بيبقى الماتش مقفول، ما يحصلش فيه أهداف، جبنا أهداف، بنزل حد عشان يحافظ، بتنزل حد عشان يكسبك لو أنت متعادل أو مغلوب. فالبدلاء ليهم دور كبير جدا 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 في مثل هذه المباريات. فزي ما اللعيبة اللي هتبتدي المباراة نتمنى ليها التوفيق، أتمنى كمان البدلاء يكونوا مركزين جدا، وممكن يبقى ليهم دور كبير جدا في احراز البطوله ال11 ان شاء الله بالتوفيق يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا، الحقيقه استمتعنا بوجود حضراتكم معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل اربعه من نقادنا الرياضيين الكبار، الاستاذ جمال الزهيري، الاستاذ محمود صبري، الاستاذ سامي عبد الفتاح، والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير طبعا، علشان هنتكلم عن 2500 تذكره حتى الان نادي الاهلي لم يستلم من 10,000 تذكره، خدنا 2500 تذكره، معرفش ليه، مش عارفين ليه، ومحدش بيقول لنا ليه، محدش بيقول للنادي الاهلي ليه خدنا 2500 تذكره من 10,000 تذكره. بعد تقرير، وبعد التقرير فاصل. طب ما تعملوا سؤال للحلقه النهارده، ما حدش عارف يجاوب عليه. طيب لان احنا نفسنا مش عارفين وهناك يعني، ما بنسال ما حدش عارف حاجه. صحيح، ولا حد الناس يعني، والله بجد والله ولا الناس مصدومين هناك، مصدومين، كله مصدوم، بيقول لك ايه ده، هو اللي بيحصل ده طبيعي؟ يلا هنطلع فاصل او تقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل اساتذتنا الكبار في ضيافه البيت الكبير. بقول للعيبه طبعا انتوا نجوم كبار، في نفس الوقت صدقوا نفسكم ان انتوا بتلعبوا في نادي كبير جدا، وانتوا لعيبه كويسه جدا، لعيبه دوليه، لعيبه عندها خبرات، تحفروا باساميكوا تاني في التاريخ، ان انت النهارده بتشارك في ثالث بطوله على التوالي. اتمنى ان شاء الله ان يرجعوا بالكاس، بتشارك في كاس عالم الانديه في اعداد كبيره جدا يكون موجود في النادي الاهلي، والمره الثالثه على التوالي. فانا بقول لهم انا عارف، مش هقول لهم كل واحد يبقى مسؤول، ان كل واحد عارف مسؤوليته، ان هو موجود في النادي الاهلي وعارف قيمه المباراه وعارف قيمه البطوله. فانا شايف ان هم يعني اكيد مركزين، الناس اللي كانت مصابه وغايبه رجعت الحمد لله، ودي حاجه كويسه جدا، حاجه ايجابيه للفريق. وراكم جمهور في العالم العربي كله، في العالم كله، وفي جمهور رايح بيساندكم، واحنا بنساندكم من هنا. اتمنى ان شاء الله انكم تكونوا موفقين وتكونوا مركزين، بحيث ان انتوا ترجعوا بالكاس، تبقى حاجه كويسه جدا، ويفرحوا جمهور النادي الاهلي، وهم كمان تبقى حاجه كويسه ليهم في تاريخهم يعني. مباراه صعبه، مش صعبه فنيا، انا من وجهه نظري شايف ان فنيا النادي الاهلي احسن بكتير جدا، وموسيماني تحديدا في المباريات الكبيره بيكون متواجد، لعيبه النادي الاهلي حاسه بمسؤوليه، سفر كابتن خطيب وحسام غالي تحديدا قربهم من اللعيبه وتحفيزهم. ساعات في الحياه ممكن بتقلبي كل النواحي السلبيه الايجابيه، فانا شايف ان كل دي هتبقى دوافع للعيبه الاهلي، وزي ما عملناها في الصفاقس نقدر نعملها في الوداد باذن الله. كلنا ورا النادي الاهلي، كلنا بندعي باذن الله ان شاء الله يوم 30 تبقى ال 11، وهنبقى كلنا مبسوطين جدا، مصر كلها تبقى مبسوطه ان شاء الله. طبعا هو احنا مصر كلها ان شاء الله يعني ورا النادي الاهلي، ومصر كلها يعني تتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله ويكرم الفريق كله ان شاء الله بان احنا نفوز في النهائي. يمكن بيمثل لنا حاجه كبيره جدا، ويمثل للمصريين زي ما قلت حق النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، خاصه لما يلعب مع فريق بره والمباراه بتكون بره ارضه. احنا يعني بنساند اللعيبه وبنساند جمهور النادي الاهلي كله في المباراه القادمه ان شاء الله يوم الاثنين، ان شاء الله ربنا يكرمهم ويرفعوا وياخدوا الكاس ان شاء الله. متعودين دايما منكم ان انتوا رجاله، وان انتوا دايما بتشرفونا في جميع المحافل الدوليه والافريقيه، واحنا مش مستنيين منكم غير تجيبوا الكاس ال11 عشان عايز اتصور معاه برضه، زي ما بنصور الجمهور وبنصور الاعضاء، الساده الاعضاء عندنا. فعلا حاجه بتبقى في قمه السعاده بالنسبه للجمهور الاهلي او لاهلي او اسره الاهلي كلنا، من اول مجلس الاداره والجمهور والاداره التنفيذيه كلنا بنبقى فعلا سعداء بال11 دوت، ويا ريت نشوف الكاس عندنا تاني ان شاء الله، ومستنيينهم لان احنا واثقين فيهم ان هم الرجاله بتاعتنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، اساتذتنا في النقد الرياضي، استاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. تمام؟ تمام الحمد لله. هنتكلم كتير النهارده لسه، انا مش عايزين نقاطع لسه، انا بكمل الترحيب بس. ازيك يا استاذ محمود؟ شرف النهار. ازيك يا استاذ سامي؟ ان شاء الله خير يا كابتن، ان شاء الله نكمل فرحتنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ عصام مشرف ومنور حبيبي يا كابتن اسلام، ربنا يخليك بوجودك. الحمد لله، ربنا يخليك. استاذ جمال، ده بالنسبه لي يوم صعب جدا، لانه في النهايه انا قلت لك هدي لك التليفون ده، ضحكت عليك واديتك الكفر بس. هل ده ينفع؟ لا طبعا.
يعني انا لا. المطلوب مني ان انا اديك 10,000 تذكره لا. حضرتك اديتني 2500 تذكره لا. طب طبعا هل ده له معنى؟ هو له معنى طبعا، بس للاسف الشديد ان الاتحاد الافريقي لغايه اخر لحظه مصر ان هو يواصل ممارساته الغريبه جدا. يعني المفروض الاتحاد الافريقي هنا طرف محايد، وكل انديه افريقيا هي اولاده، كل الاتحادات الوطنيه هي اولاده، فلابد ان هو يكون الكلمه اللي بيقولها بيتمسك بيها وبيلتزم بيها. وبعدين احنا ما قلناش نص، احنا كان الطلب الاساسي نص الجماهير، نص الملعب. حقك حقك، هو بفلسفة معينة 10 10 20 5، ما تفهمش 10 10 10 اهلي و10 وداد و5 رعاة و20 و20 عام جماهير عامة 20 عام انا مش فاهم جماهير عامة منين؟ هل من بقيه الدول العربيه او الدول الافريقيه مثلا؟ المفروض ما هو كلام برضو او الدول يعني المغربيه يعني ده. طب خلاص الناس وافقت على هذا الاقتراح الغريب، التزم انت بقى كاتحاد افريقي بحصه النادي الاهلي اللي هو النادي الضيف اللي جاي لك، اللي هو رايح في دوله بيلعب في دوله شقيقه بعيدا عن ملاعبه بعيدا عن جمهوره، وكل ده لابد ان انت تراعي مقاييس العدالة وتحترم هذا. فالحقيقة انه هذا الامر بيخليني اقول بمنتهى الصراحة ان الامور كلها بتتصعب، والحل الوحيد يمكن كنا بنتكلم انا والاستاذ عصام والاستاذ سامي والاستاذ محمود انه الرد لابد ان يكون في الملعب بس كده. يعني هو الحل الوحيد بس كده، لانه برضو كل ما الصعوبات بتزيد قدامك انت المفروض ده بيستنفر الطاقات اللي جواك كلاعب يعني. واعتقد انه برضو لعيبه النادي الاهلي هيكونوا بقدر الحدث وهيكونوا عند حسن الظن بيهم. لكن خلينا نتكلم احنا ده الكلام اللي على التسعين دقيقه على الملعب، على أرضية الملعب. أما ما يحدث خارج الملعب فهو شيء مثير للانتباه وعلامات استفهام وتعجب، ليس من الأشقاء ولكن من الاتحاد الأفريقي المنظم لهذا الحدث الأكبر على مستوى القارة. نعم. فأنا مش فاهم في أكبر من كده بطولة عشان تراعي العدالة. شيء غريب جدا، وانا بقول انه هذا الكلام حسب ما اعلن كمان النادي الاهلي في بيان رسمي انه في التزام، انت هتديني 10,000 لغايه دلوقتي لم يتسلم النادي الاهلي غير 2500 تذكره، وده خارج او بعيد عن الاتفاق المتفق عليه. استاذ محمود اخد برضو رايك في هذا الامر. على فكره مش متفاجئ باللي حصل، ده امر طبيعي جدا. استاذ محمود اول ما دخلنا انتوا يا جماعه متفاجئين ولا ايه؟ الناس متفاجئه وفاكره في هيصة. يا جماعه انا عاوزك ترجع، هو ده بيجي كده فجاه ولا نتيجه ايه؟ عندك تاريخ محفوظ بتصرفات الكاف دايما تؤدي لنتائج، بيديك المقدمات. يعني هرجع لك حاجه بسيطه بس، 2017 النادي الاهلي والوداد في المغرب كازابلانكا، شوف المباراه كانت عامله ازاي يا جماعه، شوفوا اداره الحكم بكاري سام كانت عامله ازاي في الحكم اللي عاوز اقول المتخصص في النهائيات يعني من 2018 هو برضو نفس الحكم اللي دار 2019. وهتشوف الكلام ده بكره يا جماعه في المباراه، هتشوف الحجم انك انت هتلعب الفاول في 10 دقائق وهتلعب الاوت في 12 دقيقه وهتلعب الكورنر في لا يعني لا سيبك من المشهد. انا يعني عاوز اقول انه الاتحاد الافريقي دايما بيجي عند لقطات كده بتسقط كل الاقنعه كده، تبقى العمليه قدامك واضحه ليله المباراه بيفاجئك بالتصرفات، ان انت المفروض كان يبقى عندك سيناريو بديل لانك انت خبره يعني انت 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 الزعيم وانت رقم واحد فرد وصلت من الخبرات انه عارف انه هيحصل الكلام ده، انه هيفاجئك بحاجات انت ما بتوقعهاش. خلاص فين الكفايه يا جماعه؟ خلاص ما هو ما فيش ورق اثبت لي وعدك خلاص
يا استاذ جمال هات لي ما يثبت، هات لي ما يثبت لازم يا استاذ جمال اثبت لي بس بورقه ان انا كتبت لك ورقه قلت لك هديك 20000 تذكره. هو في بيان طالع على خلاص ماشي يا ريس خلاص هو كده عمل ايه يلتزم بيه طبعا خلاص يا ريس ماشي يا ريس. انا عاوز اقول لك الحاجه هو عمل تقول لي عمل ده العمل ده ايه هدفه ايه يا جمهور يا استاذ اسلام العمل ايه يا كابتن اسلام كابتن اسلام العمل واضح وتصرفات انت دي كنت نجم من نجوم النادي الاهلي وشاهد على تاريخ يا فندم لم ارى يعني انا هحاول اختار كلامي لم ارى عدم تحقيق عداله ما بين فريقين زي اللي بشوفه بهذا الشكل خلاص يعني انا شفته في المباراه في 2007 هناك 2006 في تونس تونس 2006 2006 2007 يعني شفت ده لما رجعنا هنا شفته في مصر خلاص ولكن في النهايه فقدت ولكن لم يحدث كل اللي احنا بنتكلم فيه ده اتجمعت كل الظروف انت دلوقتي كل الكلام كل الكلام اللي انا بقوله لك ده يا كابتن اسلام انه خلاص انت الترتيب للاتحاد الافريقي خلاص يعني سيبك حته الحياه دي هو خلاص كده دي البلد المنظمه وفيها الكاس ويا جماعه الكاس مش هتطلع من هنا انا بقول لك بضغط عليك بكل ما اوتيت من تصرفات ومن قدرات هتقول لي ما حدش بيرد عليك ما حدش ما هو ما حدش رد عليك تبعت الجواب من هنا بالطلبات بتاعتك قعدت اربع ايام ما حدش قال لك انا عندك 1 2 3 4 5 6 اللي انت عايزه بعد كده رد عليك بكلمتين خلاص انا اديك 10 وهنفضلك المدرج اليمين مش وهننقل لك دكه البدلاء بتاعتك بدل ما شمال الوداد هنوديها لك اليمين ناحيه الجمهور بتاعتك جه النهارده فجاه بقول لك ايه ده البيان ولا ايه ده البيان بتاع ال 20 20 طيب هو ده يعتبر مستند 10 10 20 5 هيقول لك ايه يا كابتن اسلام هيقول لك ايه بعد ما مثلا انت اتفاجئت انه دلوقتي ما معكش غير 5000 او 2500 خلاص هيقول لك ايه ما اعرفش خلاص ما هو واصل بين خلاص الماتش بدا وممكن جمهورك يجي ما اعرفش يدخل من بره خلي بالك في حسابات يعني ايه جمهور يجي ما اعرفش يدخل من بره هيبقى في هتعرف تدخل من بره المباراه اتاجلت 45 دقيقه لغايه ما الجمهور دخل طب ماشي لغايه ما الجمهور دخل بعد كده طلع بين النهارده قال لك ايه قال لك في جمهور في ناس دخلت من غير تذاكر يا جماعه واحتلت الاماكن والناس اللي جت وحصل عمليه نصب بص في تفاصيل والنهارده صارت ازمه ما بين انه فرنسا بتحمل الانجليز مسؤوليه اللي حصل وانه طلع في شركات وهميه ضحكت على جمهوره وجابت وبعت له وهم وطلع ما فيش حاجه اتباعت يعني عاوز اقول لك ايه اللي حصل ما الكلام ده ما انا بكلم خلاص انت عندك الاستاد عندك الملعب بغض النظر هيبقى في على الاقل مش اقل من 60000 مشجع انت 45 المفروض هتشوف الساعه الرسميه ماشي هتشوف اكتر من كده هتشوف انت ده الكلام اللي بيتقال لكن المشهد هيبقى غير كده اللي انا عايز اقول ايه انه كل الحدوته اللي احنا شايفينها من الاتحاد الافريقي انا من وجهه نظري كمتابع وراصد وعشره عمر طويله مع الكاف انا شايف مش مفاجاه بالنسبه لي انه ده بس هو بيعمل عليك ضغط وبيحطك في المخرج المساله دلوقتي اصبحت فين يا كابتن اسلام زي ما قال محمد الشناوي في مباراه الرجاء يا جماعه انتوا بتهددونا بالجمهور ليه المباراه 11 راجل ل 11 راجل في الملعب هو الجمهور ينزل يسجل لا الجمهور مش ينزل الجمهور لا فانا عاوز اقول لك ايه انه انا بقوله المباراه فني بص كل ده بيديك دواء الداعي وبيديك مؤشرات ان انا قلقان منك ان انا قلقان منك فنيا على الكوره لا على الكوره نعم الوزير عمرو فاروق في كلامه النهارده نائب رئيس النادي الاهلي وهو بيتكلم على انه في بعض المشاكل وكذا وكذا وقال المشاكل كلها وبعد كده قال في الاخر ايه قال لك ولكن خلي بالكم الفرقه في حته تانية خالص ودي اهم حاجه على فكره وده هيزود حماسه الفريق يعني بص يا كمان ان ازاي انت تاخد كل العوامل السلبيه وتحولها الى شيء ايجابي ده دور مين بقى ده دور الاداره اللي موجوده طبعا ودور الجهاز الفني بانك انت كمان ما خوفكش ما اقولكش انك انت رايح وهيحصل فيك كذا كذا لا ده انا بقول لك انت كفريق خلاص انت البطل شخصيتك تظهر في مثل هذه المواقف انا عندي ثقه على المستوى الشخصي بامانه شديده انه فرقه الاهلي باذن الله تعالى بكره هتكون حاضره في ملعب محمد الخامس ثبات انفعالي مهم جدا عاوز اقول لك البدايات هتكون صعبه هيبقى في ضغط كبير جدا عليك طبيعي. ازاي انت تتعامل وتخرج من البدايات الصعبه دي انك انت ما يدخلش فيك هدف لانه هم السعي الاساسي ان انا احاول اخطفك فوق العشر دقائق. اذا عديت الاول ربع ساعه بسلام اقول لك الماتش هيبقى فيه كلام كبير جدا. مش عاوزين نقف على اللي بيعمله الكاف يا كابتن اسلام خلاص
منع الجمهور. خلاص لازم الناس ما خلاص ماشي نقول للناس ماشي ماشي احنا بننبه لكل الظروف ماشي. بس انا زي ما انا بقول لك ايه، لو انت رجعت لتسلسل الاحداث في كثير من المواقف هتلاقي نفس الشيء صح. ممكن ما تقالش في الاعلام وممكن ما جاش فرصه يتقال، لكن في حاجات اصعب على الاقل قناه الاهلي بتقول كل حاجه خلاص. ماشي انا مش مع انا مش مختلف معاه جمهور النادي الاهلي ان هو يبقى عارف كل اللي بيحصل. هو حد فينا مثلا كان يتوقع في نهائي 2018 مع الترجي انه الحكم الفيديو مش شغال، الفار مش شغال؟ لا محدش كان متوقع الكلام ده. ما النهارده تم تسريب الامر ده استاذ سامي بالمناسبه واحنا قاعدين، قال لك النهارده ما اعرفش سمعتوا حضراتكم هذا الامر ولا لا، وانت في وسط الكلام كده ده تسريب. انا بعتقد ان هو تسريب لانه لم يظهر بشكل رسمي، والنادي الاهلي قفل الموضوع على طول. قال لك ايه؟ قال لك انا ما جاليش حاجه تقول الكلام دي قصه هو بتاع الفار اللي هو بتاع الفار ده ما جاليش حاجه الفار يعني يتعطل وكمل المباراه عادي. لا كريم هيشرحها بس على فكره لانه كان نازل في موقع يلا كوره يلا كوره. لا تسريبه حلوه على فكره يعني تسريبه حلو تسريبه حلوه واتعملت بمعلمه مقصود بيها يكمل سيناريو سخيف اللي بادئ بقاله اسبوعين. اوكي ده حقيقي يعني سواء قصه الجمهور 2500 قصه ان الفار ممكن يعطل وما اشتغلش المباراه تستمر بياخدك في حته تانية هو بياخد يعني حته عاوز يطلعك يعني بيضغط على الفرقه وعلى الاداره وعلى جماهير الاهلي بشكل يعني مكشوف قوي مكشوف جدا. ودي استاذ اسلام كابتن اسلام دي خبرة لعبة الأهلي هنا بتظهر في هذا الحدث، هذا المجمل السخافات دي الصادرة من الاتحاد الأفريقي لازم لعبة الأهلي غريبة إنها متجمعة يعني قبل كده كان ممكن يبقى فيه سخافة أو اتنين المرة دي. أستاذ جمال أنت بقيت مجموعة أنت بقيت بلا غطاء أستاذ جمال بس لما أستاذ سامي يكمل الموضوع الناس كلها ضغط على إدارة النادي الأهلي في حاجات هوضحها لحضراتكم بتبقى المال بس لما أستاذ سامي يكمل بالتالي يعني المقصود كله إن الأهلي ضغط بشكل سلبي. وأنا مع الأستاذ محمود إن خبرة لعيبة الأهلي هنا والجهاز الفني مع الإدارة ان طلعوا السلبيه تتحول ايجابيات في الملعب عشان نقدر نحقق حلم الرقم ال 11 ان شاء الله. مش شايف انا القصص دي كلها تعودنا عليها في من الاتحاد الافريقي في رحلاتنا المتعدده في افريقيا، سحر مره سخافات مره تحكيم مره كل دي نكمل كلامنا اللي قلناه من كام يوم في نفس هذا المكان. قلنا ده استهداف للنادي الاهلي انه ما يكملش بطولاته. انا ده رايي ومصر عليه. دفع على 2007 بالظبط النجم الساحلي انا بعمل لك بقى يعني ازاي ضيف 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 وكمل مرتين ورا بعض. لا الثالثه بقى كفايه بقى ده استهداف واضح ومكشوف قوي من البدايه يعني فبالتالي انا شايف ان لعيبه الاهلي عليهم مسؤوليه كبيره جدا وبنذكرهم وانا على ثقه بكفايتهم ان هم لعبوا ضم وفاز الصيف في حوالي 60,000 في الملعب وده من الرجاء وده من الرجاء في نفس الملعب في الملعب نفسه في 60,000 قدام الرجاء برضه وقدروا يقدموا عطاء مميز جدا. وبالتالي انا مش قلقان رغم كل السخافات دي والاستهدافات دي انا مش قلقان. انا شايف ان الاهلي اكبر بكثير من كل هذه الحركات العبيطه اللي ده جوه الملعب. احنا بنتكلم كله على المضايقات اللي هي لا ما دي خارج الملعب ما هي بتضغط عليك نفسيا ماشي لكن مش هتاثر زي ما قال الوزير عامر فاروق الفرقه في حته ثانيه وده المطلوب وهو الاهم وده المهم وهو الاهم صح. هو طبعا مع وجودهم مع كابتن الخطيب بيديهم خبراته وبيشرح لهم وهم يعني لعيبه اصحاب خبرات كفايه جدا تمام وان شاء الله اللقب باذن الله يزود النجم يعني. هو الموضوع كله ان الكل كليله بكره ان شاء الله لازم يقول لفرقه الكوره في النادي الاهلي انتوا على ابواب مجد مجد شخصي مجد للنادي الاهلي انتوا الان اوراق اللعبه فجاه بقت عندكم نعم. وانا قلت لحضرتك والزملاء كانوا موجودين في الاخر ممحكات الكره مهما
يعني تضخمت في الاخر. احنا في المغرب في بلد نعرفه ويعرفنا سخافات جمهور الكوره الوارده جدا عادي جدا، لكن انت لعيب كوره ولعيب ايه بقى؟ لعيب النادي الاهلي، رايح للثالثه الثابته، رايح على السادس على خامس نهائي في ست مواسم، واخد اتنين منهم بلاش بقى بقيت تاريخك. والاهم من ده يا جماعه انتوا ما حدش واخد باله، خلاص عرفنا الاهلي يحارب وحيدا تمام. النهارده لما تلاقي خبر رايح ان السيد جمال علام والسيد خالد الدرندلي سافرا لدعم الاهلي، صحيح سافرا لان في مقعدين من الكاف لحضراتهم يجوا يتفرجوا على الماتش، لان ده رئيس وده نائب. انتوا بتتكلموا عن السيد لقجع الذي يحارب معركه نادي من بلاده الذي يرفع اسهمه كمسؤول الدوله كم ساهمت. هو بس بمناسبه اللي حضرتك بتقوله، الخبر اللي قدامنا ان الاستاذ جمال علام بيحضر مران الاهلي الاخير في المغرب قبل نهائي افريقيا. طبعا ما يحضر حوشته يعني، قلت ما يروحش. لا لا واجب صحيح، لكن ما توديش الكلام. اصل انت لو عايز تروح كنت تروح بدري، لو انت رايح فعلا ها انت مش تروح بدري بس الدعم يعني، مش رايح يعني يوم انت مش تروح بدري بس، ده انت كل لما عارف تلعب بينج بونج انت ولقجع، ما هو ده رئيس الجامعه الافريقيه، فانت تروح لاعب هو يعملها كده انت تعملها له كده، هو يقول ما فيش تذاكر وانا اقول له لا نادي اللي انا تبعي ليه تذاكر، لا اللائحه ما بتقولش، لا اديني مسمارين هنا هات شويه غيرها هنا، انما ايه ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ اولا بادئه من الاول، بادئه من انه مين اللي قال ان النادي الاهلي يطلب تنظيم نهائي؟ وفي انديه بتطلب تنظيم نهائي قاري، في اتحادات عندها صناعه اسمها كره القدم بتكسب منها وسياحه والقاء مزيد من الضوء على دوله المفروض كل فتره بتعمل يعني ابديت لنفسها وللي حاصل عندها بحلو ومره، بتقول للناس تعالوا شوفوا مصر. وانت ايش دراك يا اخي النهائي ده كان ممكن يبقى بين يعني فريق من اليمن وفريق يعني لو الافرقسيا وفريق من الصومال، ما تستضيفه يا عم، انما انت راجل مش فارقه معاك كتير، فتقول اصل مين اللي يقول لك ويقول لك ازاي؟ اذا كان لا معلش يا اسمح، ما حبش يجرح احساس ناس ثانيه يا بمعنى بمعنى ما هو قال لك الحياديه، احنا ما نقدرش نتقدم عشان الحياديه. يعني ايه الحياديه؟ حياديه ايه؟ هو ما بيتقدمش علشان نادي من مصر، هو بيتقدم علشان زي كده ما بيودوا منتجنا لاصدقائهم عشان يروحوا يتفسحوا برضه. تقول لي راح مران الاهلي، الصوره اهو وهو في مران الاهلي. والله شيء يشكر والله، مركز كمان مركز وبالتالي البدايه هي دي، البدايه ايميل من 22 عفوا من 22 يناير ل 28 فبراير، محدش عارف عنه حاجه، مفيش بقى اخذ وعطى مع انديه، لان يفترض ان انت بتقدم لمدينه القاهره للعاصمه، او لو تحب مدينه اخرى مثلا لو عندك عاصمه اخرى، وايضا مصر عندها اسكندريه. وبالتالي انتوا بتفكروا ازاي؟ طيب حصل ما حصل، انتوا ناس لسه كنتوا بتنافسوا بتوع بلاد دكرور وربنا كرمكم وبقيتوا اتحاد الكوره، خلاص بقى اشتغل بقى اتحاد كوره، نادي من بلادك ونادي من بلاد لقجع، هو رئيس اتحاد وانت رئيس اتحاد، قول بقى زي ما هو بيقول وشوف اللائحه وفسر لنا اللائحه وخلي ناس عندك تقول اللائحه بتقول ايه علشان الراي العام يبقى عارف حدود الاهلي ايه. احنا دلوقتي بنتكلم في اللي هيحصل بكره. اللي هيحصل بكره يا كابتن، عندي 2500 تذكره حتى هذه اللحظه. على فكره ما هو ممكن اللي احنا بنعمله واللي حضرتك بتعمله وبتعمله في الموقع عندك ونعمله في الجورنال وهنا تلاقي هناك الدنيا عندهم قال لك لا خلاص يا عم اديهم ال10 وخلينا نخلص شكتهم يعني انت فاهم. اولا ال10000 هو الاهم فيهم ان يكون في مكان مؤمن، وده عليك. بقى لازم اداره الاهلي بقى هذه هي حكايتها المفروض ده تتم الدفاع امبارح، مع انه الاصل انها كانت تبع حكايه مع السفير. لا معالي السفير بيبقى في الحاله دي، او السامي بيبقى مع في الحاله دي بيبقى هو عارف، بس لكن هناك منسق امني والسيد رئيس الاتحاد المصري منسق امني للمباراه، ما انا بقول لحضرتك وكمان اداره النادي الاهلي ورئيس الاتحاد بقى بما انه رايح يشوف فريقنا دي فبيطمن على خط السير وعلى الاجراءات، لانه هو كمان ضمن الحضور مش شايل ايده بس ورايح ببوكيه ورد في التمرين. وبالتالي الغد مطلوب تأمين الحاجات دي ب 10,000 ب 1,000 ب 5,000، لكن تأمين الحاجات دي النادي الأهلي وأنا
كلنا مش انا بس شفت وتابعت بالتليفون لما راحوا شافوا خط السير بتاع الفريق وخط السير بتاع باصات اللي هتنقل الناس مزبوط. الجمهور وبالتالي يصلوا مؤمنين ويدخلوا الملعب المباراه تمام. الباقي بقى مساله اجراءات وبالتالي هنا يجب ان يكون اللي في المقصوره مسؤولا من الاتحاد المصري قبل اداره النادي الاهلي حاضر كل التقسيمات اللي هتحصل يعني لا يرى مواطني بلاده ها لان الموضوع كوره فبالتالي ما يقولش والنبي يا معالي السفير شوف الجمهور لا 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 السفير منصب اخر خالص علاقه بين دول لكن انت هنا بتاع الكوره واللقجع بتاع الكوره ومندوب الكاف بتاع الكوره رئيسه بقى شوف مين اللي بيبقى مسؤول في هذه الليله انتوا الثلاثه كده واقفين من المقصوره ناس بلادي هنا وناس بلادك هنا يلا بينا نبدا المباراه انا بقول لحضرتك لجمهور الاهلي واجب مهم عند اللعيبه لا يمكن ابدا السماح ان لعيبه تقول شايفين اللي بيحصل او احنا روحنا مش عارف ايه او 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 لا انت عارف ده لكن كل شويه لابد من ذكاء احترافي لابد ان انت اول ما تلاقي شماريخ دخان بتاع ولا يتضرب الدكه الدكه تروح بسرعه عند الخط بتاع الملعب زي كل العالم وبالتالي بس عايز اقول لحضرتك حاجه معلش امبارح على فكره الاحداث تطورت سريعا لانه انت كانوا بيدوروا على ثغره عشان بس اقول لكم ما عندناش اتحاد كوره على مسؤوليتي الناس دي نشطت كده اتحاد الكوره بس ليش دعوه بالمغرب طبعا نشطوا بعد اللي شافوه امبارح وامبارح كل الكلام اللي سرب من الاعلام الخاص اللي بينشر للاتحاد مش الاعلام العام في المغرب لان هناك افاضل حياديين وبالتالي قال لك ايه شايفين انتوا جايين تقولوا لنا الماتش مش عارف هيبقى فيه اهو الانجليز ها والاسبان وعند الفرنسيين اهو يا عم الناس هي ايه يعني اهلا ده انت بتبني بقى على حاجه لا يا عم اعملها لكن كمان فريق العمل الموجود مصاحب للنادي الاهلي عليه ان يسجل كل هذه اللحظات كله موجود يا فندم طبعا كل ما يا سيدي ما اقصدش انا مش بدي تعليمات يا كابتن اسلام لا انا بقول لحضرتك لان هناك مشهد سيساهم الاهلي فيه بجزء كبير جدا من تطوير هذه المنظومه ما دام ليس لدينا فاعلين لا عندنا ابو لقجع شغال ولا عندنا حد من الاتحاد بيسال على نادي من بلاده ما حدش قال لك ده مش موضوع خاص ده خاص بولايتك خاص بولايتك على الانديه كلها اي واحد رايح تروح معاه اذا الاهلي في منعطف ان شاء الله المؤتمر هيحتاج ديكومنت لابد ان الكبريات الصحف ووكالات الانباء تنشر كل ما تم بس زي ما حضرتك قلت كل ده بيحصل اطلع بالمساند الاول بص بص خليه بقى هو اللي بنى عليه ده كله ها حضرته هناك ومحدش من الناس اللي المفروض تلعب معاه بينج بونج مش هقول ريست ساكتين وقاطعين النفس خالص وطبعا يعني بقله ذكاء مش بذكاء ولا حاجه قال ايه عايزين مثلا يقولوا للسفير ويقول لك اصل رئيس الاتحاد المصري راح للسفير لا روح سلم على الراجل ويحضر الماتش لكن دي موضوع مواضيع الكوره بتاعتك انت السفير التقى الناس وطلبات جمهور الاهلي عبر اداره الاهلي تم نقلها عبر السفاره بالساده العاملين فيها من مستشارين وكذا الامر الان من بعد ومن قبل عند اللاعيبه دي انها لا تهاب احد هيقول لك هتلعب الاوت في 10 دقائق هتلعب الاوت مش عارف ايه بس ما يكونش انت محتاج ال 10 دقائق خليه هو اللي يحصل على 10 دقائق منطقه محظوره اسمها نص ملعب النادي الاهلي طيب. اصلا مش عارف طيب. ما يظلمكش وما يجيبش جون والا انا ما مش هسكت لك انت كل الحاجات متوفره لك فنيا طبعا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم فنيا شويه على هذه المباراه الحقيقه مش عارفين نتكلم فنيا عارفين عمالين بس نتكلم في 2500 و2800 و10000 وحقوقنا ومش حقوقنا ولكن مش عارفين نتكلم في المباراه هدفهم ده هدفهم الحقيقي احنا ممكن نتكلم على احنا ما عنديش مشكله ان انا نتكلم دلوقتي لغايه بكره في مشاكل لكن في الاخر انا اللي يهمني ان يتم تهيئه الاجواء على الاقل عادله من المفترض ان انت تلعب مباراه نهائيه فيجب ان تكون المباراه ما اعرفش انا بفهم كده ان هي تبقى عادله علشان تقدر تلعب اتغلبت هنقول مبروك للفرقه ولا يهمنا كسبت فخلينا بس نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ما زالت متابعتنا من قناه الاهلي لما يحدث في المغرب. شباب برضو حاولوا تجيبوا لنا فاروق صلاح من المغرب حتى نطمن على الاجواء والامور هناك ماشيه ازاي. يعني انا عارف ان الوقت متاخر الساعه 12 ونص، لكن في النهايه عايزين نطمن. هناك 11 ونص. 11 ونص بس 11 ونص متاخر. نلحقوا قبل نص الليل قبل ما ينام. قبل نص الليل. قبل نص الليل يبقى ممكن اكون نايم يعني الدنيا هناك. صحيح طبعا. ما شاء الله يعني هتلاقيهم كلهم خليه نحت. كله شغال. استاذ جمال بما اننا بنتكلم عن مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا يعني نبقى عايزين نتكلم في الكوره شويه. يا ريت. يعني قبل ما ننهي. الواحد زهق من المؤامرات. صح. لا والله. طول الوقت. حاجه ما هو مش على الجانب الاخر احنا في ليفربول انا لسه حتى كنت بتكلم بسال فالاستاذ محمود قالك ده محضرين من اسبوعين. عاملين احتفالات وعاملين بتاع النهارده هم خسرانين امبارح. تمام. استاذ محمود قال لي لا اصل هم محضرين من اسبوعين ثلاثه. فالحقيقه يعني اللي احنا بنشوفه من قله التنظيم ومن الكاف تحديدا يعني من اللي بيعمله اعتقد ما بيخليناش غير ان احنا بنقول يعني بجد اللي بيحصل ده مش طبيعي. فانا عايز اطلع بره كل ده يا استاذ جمال والله واروح للفنيات شويه. اتفضل. شايف المباراه ازاي؟ شوف يا كابتن قبل ما نخش على الفنيات برضو لازم نقول تعليق على كلام حضرتك انه اللي يزعلك مش ضعف اي حد يزعله مش هنسيبه. لا طبعا حبيبنا طبعا لا اللي يزعله طبعا لا يمكن ده قاتل عليه اساتذتي انا عارف. اللي زعلنا كلنا بقى انه تبقى في حاجات مقصوده. عارف لو اخطاء طبيعيه في التنظيم انت بتتحمل. يعني لما تروح ملعب وحش في اي مكان في افريقيا انت بتقدر ظروف البلد اللي انت رايحها. طبعا طبعا. يعني احنا كنا بنروح افريقيا الاهلي او الفرق المصريه منتخبات بيلعبوا في ملاعب يعني زي ما بتقول ايه غيطان وما كنتش بتزعل لان دي الظروف. انما لما تلاقي كل حاجه انت عايزها بيتعمل عكسها ومدبره فانت ده اللي بيحسسك شويه بالحزن يعني والضيق على انه المفروض ده مكان محايد يبقى محايد. لا ده انت بتديني مؤشر. لا انت بتديني مؤشر انه لسه. هو انت بتقول ايه؟ بتعمل ايه؟ ليه كده؟ بتديني مؤشر على حاجه هتحصل بكره. على حاجه هتعملها بكره. زي ما كان ليفربول مظبط من اسبوعين ان هو هيعمل حفله النهارده. ايه اللي خلاك تقول كده؟ ايه اللي خلى الاستاذ محمود يقول الكلام ده؟ لان كان في مؤشرات وكان في كذا وكذا وكذا. فنفس المؤشرات دي ولكن من جانب اخر. ومن منطقه سلبيه. ده سلبي وده ايجابي صح. لازم ناكد على دي الاول قبل ما نتكلم بقى على المباراه من الناحيه الفنيه صعبه على الفريقين. اوكي. لن يفوز بهذه المباراه الا الفريق الاكثر خبره والاكثر تركيز في 90 دقيقه بتوع المباراه. وانا عندي شخصيا ان شاء الله تفاؤل بان النادي الاهلي في هذه المباراه لعيبته هيكون عندها قدر كبير جدا من التركيز والاجواء المحيطه دي كلها بترفع عند لعيبه النادي الاهلي روح التحدي. بالزبط. مش تحدي للمغرب هو تحدي الكوره 90 دقيقه كوره 90 دقيقه المنافس. انت عايز لقب يا جماعه انتوا بخبرتكم بخبرتكم هو المؤشرات دي انت فاكر يعني الوداد قاعد كده لا لعيبته مرعوشه بالظبط. وبعدين يا سيدي زي ما هو خايف انت عامل حسابك والان طبعا وانت مقدره 100% طبعا. يعني احنا من مقدرين الوداد المغربي تقدير ما طبعا اعلى فريق وصل نهائي افريقيا بالظبط يعني وعنده طموحات وانت عندك طموحات وفي النهايه انت عندك العناصر بتاعه الفريق بتاعك كلهم عناصر عندهم خبرات وتعرضوا لمواقف اصعب من كده ولعبوا مباريات اصعب من ده سواء في افريقيا او على مستوى كاس العالم للانديه. مظبوط. يكفي ان هذا الفريق النادي الاهلي لعب في كاس العالم للانديه وسط ضغوط رهيبه واخطاء رهيبه الدور الدولي من الاتحاد الافريقي انت لعبت الاتحاد المصري من غير الاتحاد المصري والاتحاد المصري لعبت من غير بدون 9 لعيبه دوليين والمباراه اللي بعدها 9 لعيبه جايين مناكين اصرار على رحله طيران غريبه لو انت فاكر حققت ما تريده على الاقل حافظت على الميداليه البرونزيه المركز او المركز وكان ممكن تحقق افضل
فعايز اقول ان المباراه فنيا مش حدي اكتر من 50-50. اوكي. ليه؟ الواقع والمنطق بيقول كده. هم عندهم طموحات وانت عندك طموحات. صحيح. ومع ذلك انا بقول انه فرقه النادي الاهلي يعني بتاريخها في البطولات الافريقيه قادره باذن الله على تجاوز هذه المباراه. مش هقول اي حاجه. أيوة استاذ محمود، بص حضرتك زي ما احنا بقول، انا يعني الاتحاد الافريقي انتفى عنه صفه الحياديه في اللحظات اللي احنا بنشوفها. خلاص يروح خلاص يعني الموضوع. لا انت ليه عاوز تخليني اعمل مباراه تانية بره؟ ما تخليني في المباراه في الملعب. يعني انت عاوز تنجح بطولاتك وعاوز توجهها في اتجاه معين بتديها بتزقها. يعني شوف الاتحاد الاوروبي عامل ايه امبارح، واحترم الجمهور كويس جدا واجل المباراه، لك مش هلعب غير لما مش هنلعب غير لما الجمهور اللي بره يشوف المشكله وحلها. وانت ايه دلوقتي بتجبرني على انك انت بتقول لي كلام وعملت معايا كلام وعملنا اجتماع واتفقنا جاي دلوقتي اللي مفيش غير 2500 وبتصعد مشكله مالهاش داعي. يعني انت المفروض تحافظ على انك انت بتنهي الموسم بتاعك بشكل يليق، تقول فيه ايه ان انا دوري ابطال افريقيا هي البطوله رقم 3 بعد دوري ابطال اوروبا. صح. بعد كاس الليبرتادورس دوري ابطال افريقيا يا جماعه ده نموذج واضافه. الاخ رئيس الاتحاد الافريقي اللي هو تاجلت بسبب هذه المباراه من يوم 25 عشان سعادته حب يتفرج على المباراه النهائيه امبارح فاجلوها له خلال يوم 30 وحطها في ايه في البرنامج ايه يعني اجندته الاجنده الدوليه، وده كلام في غايه الخطوره كمان على فكره. انت النهارده كنادي الاهلي في ظل الخبرات دي يا كابتن اسلام، مباراه الغد مباراه هتحسمها زي ما بنقول تفاصيل صغيره، تركيزك واصرارك. لاحظ وعاوزك تاخد من تجربه اداء الرجاء المغربي في مباراه الاهلي انه اعتماد على اللعب السريع جدا لخطفك، ما بينتظرش الحكم يصفر، ده بيلعب لك ما بيديكش فرصه. دي حاجه الثانيه، انت عندك المباراه بكره ارجع كده ويا ريت يعني الناس اللي موجوده يجيبوا لنا 2017 وشوف زي ما احنا بنقول جه الجول وبعد الجول شوف ايه اللي حصل وشوف التحكيم كان عامل ازاي. يعني المشهد ما تعتقدش ان المساله تبقى وردي، لا مش وردي. انت بكره هتشوف ضغط عليك في منتهى يعني القوه، لكن انت مطالب ان يكون لديك شخصيه البطل اللي بتظهر في هذه وتقول ان انا استحق ان انا اكون رقم واحد، استحق ان انا زعيم في افريقيا. مش لا، تاريخ وتراكمات بنت هتظهر بكره في المباراه دي. انت مرت عليك مرت عليك ست نهايات انت حسمتهم في الخارج، حسمتهم باصرارك وبحماسك وبقوتك ورغبتك في الكلام ده. لكن اللي حاصل ده يا كابتن اسلام رغم كل الرفض اللي احنا بنتكلم فيه وده ما غير منطقي وغير عادل على الاطلاق. أيوه. وبامانه شديده خلاص سئمنا من الاتحاد الافريقي وسئمنا من تصرفاته وسئمنا من مش عاوز اقول العنصريه اللي بيتعامل بيها الوضع. مصر دي هي اللي انقذت بطولتك في 2019 لما رفضتها المغرب. مصر هي اللي وقفت بالدوله بملاعبها بكل امكانيات فتحت ابوابها واستضافتك. انت ما بتتعاطفش معانا في اي خطوه. انت حتى لما جيت السوبر الافريقي مش عايز تعاطف. لا انا مش عايز تعاطف. لا مش انا عايز حتى التعاطف. ما انا بكلمك رأيك. لا طبعا يعني عاوز اقول انت لما جيت لما جيت السوبر الافريقي لما نهضه بركان فوز رق قال لا هنلعب في المحايد لا هنلعب. لما جه الرجاء واعلنتوا الماتش في القاهره قال لك لا مش هزعل الناس لا هنروح ماشي. ما حدش اعترض عليه. يعني انت لم تبدي اي تصرف يا كابتن اسلام. بص انت كبير يا كابتن اسلام انت عملت انت قدمت في رساله مهمه. مصر لم تقبل على 2019 افتكرت انا كنت جوه الموضوع الا كده رسمي حين تفصل الدوله المغربيه واتحادها في امر هتاخد من الكاميرون ولا لا. رفض قاطع بعد الكاميرون. ايوه المغرب مؤشرات قالت المغرب طلب من كل المسؤولين لا حديث اولا المغرب وبعد كده ثم نقول كلمتنا. يعني لو المغرب مش عايزه يبقى مصر بالظبط مستقر كويس. يعني عاوز اقول لك ايه يعني انت يعني رساله الاحساس دلوقتي ولد ديك يا كابتن انه المقر في القاهره ها والقرار من المغرب. لا ده انا بقول لك لا قرار ده لم يستخدم ضد القاره ولا الاشقاء. يعني بص انت تم تصفيه كل المصريين موجودين في الكاف مش هنخش فيها. مباراة بكرة مباراة 11 راجل في الملعب. شكرا. مباراة إصرار. مظبوط. مباراة روح عالية جدا. تمام. مباراة إنك أنت التركيز الشديد، قلة الأخطاء. أيوه. لازم تكون قليلة، تصرفاتك باستفادة من آخر الفرص، عدم السماح بمنح لاعبي الوداد المساحات الكافية، لازم يكون حذر يا جماعة، جميز على راسي من فوق. ها؟ لكن خلي بالك هيبقى في ضغط رهيب جدا.
هيبقى في عندك اثنين حامل رايه، هيبقى عندك ملاك تسيمه في الفار، كل ده مش مبرر تخليك تخاف. لا انت لازم تقول ان انا الاهلي بكره، ان انا الاهلي وجاي هنا عشان اخد البطوله ان شاء الله. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، نتمنى يا رب ان شاء الله يكون حاضرين بكره. نعم. ربنا ان شاء الله يوفق اللعيبه ويوفق المسلمين في اختيار التشكيل الافضل، وان شاء الله نبارك باذن الله تعالى. استاذ سام طبعا الاضافه للكلام الاستاذ جمال والاستاذ محمود، يعني الملعب هو الحكم بكره صحيح ان شاء الله، واللاعب لعبتنا هي المتحدي الاول والاخير فيما كل في السيناريو السخيف اللي حصل ده. هم اصحاب الكلمه النهائيه يعني والحاسمه بالظبط، لعيبه النادي الاهلي بالظبط. يعني الاهلي من 10 بطولات جاب 6 من بره، خبره مميزه جدا، خبره مميزه جدا، ولازم يعني دي يكون في رصيدهم وفي ضميرهم وهم جوه الملعب. لو فكروا في كل السيناريوهات اللي حصلت دي هتبقى نقطه سلبيه جدا. مطلوب التركيز، مطلوب في الملعب بشكل كبير. احنا مش بعيدين عن ماتش وفاق الصيف اللي في الجزائر والجمهور الكبير، مع ذلك احرزنا هدفين وده مطلوب، يعني هدف مبكر، واصرينا ان نخرج بالنتيجه بالتعادل رغم التاخر في خلال المباراه. فده يعني يقظه مطلوبه من اللاعبين وبخبراتهم، وكابتن موسيماني في تغييراته التكتيكيه خلال المباراه، كل ده شيء مهم جدا لاداره المباراه بحكمه من الدقيقه الاولى الاخيره. هدف البطوله ما يغيبش عن اذهان اللاعبين. نقطه مهمه جدا المباراه دي في تفاصيل صغيره، يعني ممكن تلاقي فرصتين ثلاثه خلال المباراه لازم استغلهم، ما تعاملش معاهم بعشوائيه ولا بحرفنه زايده او ما يعني شكل يعني مش ايجابي. لا، الفرصه كانها قطعه ذهب. حضرتك شفت الماتش بتاع النهائي اوروبا؟ فرصتين هم اللي جم بالظبط، ما هي دي النهائيات ودي النهائيات تكسب لا تلعب، يعني مباريات تكسب لا تلعب بالظبط. مش عايزك يعني الفرصه قطعه من الذهب لازم احافظ عليها واستغلها في الوقت بالظبط لتصل الشباك. وان شاء الله انا متفائل جدا كابتن اسلام ان الماتش ده يعني اهلاوي اهلاوي اهلاوي، وفي اللقب 11 جاي وهنحط النجم استاذ عصام. شوف العداله كلها هتنحاز للاعيبه الاهلي اذا ادركوا فنيا ان هذه المباراه مباراه خله الاخطاء، السيطره على الاعصاب، والتسجيل من نصف فرصه. وعندهم حاجه جميله قوي، امبارح فريق ريال مدريد كان الكل يجتهد علشان اي واحد فيهم يجيب جول. شوفوا يا جماعه امبارح النجوم كلها بتجتهد مين اللي يروح على الجول، بينما انا بتكلم بقى فنيا، ساديو ماني كان حابب هو اللي يبقى في اللقطه، جوتا حابب هو اللي يبقى في اللقطه، دي مشكله بالاضافه الى انت في ملعب يفترض انه كان معايد لكنه في الاخر ملعب الاشقاء. تمام، كل دقيقه هي لصالحك وليس العكس. اذن لا للهجوم اللي بيسموه حتى لو الكاسح، مهما كان ان الوداد ها في واحده من اقل نسخه، والاشقاء بتوع الكره فاهمين انك سيبك من المزايدات، اقل نسخه وعنده نقص في 2-3. انت بقى هيبان عليك من التسخين اللعيب وهو نازل، لا سامع ولا بيهزر ولا بيضحك، منتهى التركيز، مش التوتر. هي مباراة النصف فرصة، هي مباراة مرور الوقت بلا أهداف عليك. قبل ما أقول ليك، كلما زاد التوتر وكلما أصبحت الجماهير قنبلة موقوتة ضد فريقها. احنا رحنا ملاعب كتير وشفنا ده كتير وشفنا حنكة المدربين. أنا مش قلقان من فكرة التنويم التغطاطيسي بتاعت انتو ريال مدريد. الحقيقة احنا لا، احنا اهم من ريال مدريد في افريقيا. الاهلي ما يتقالوش انتوا ريال مدريد، لا ده الاهلي هو الاهلي بتاع افريقيا زي ما في ريال مدريد في اوروبا. عشان كده
هيبقى في مهمة على اللعيبة أهمها بقى بعد الفنيات دي، هم أقدر ومعاهم جهاز برضو ده شغله هو اللي هيحاسب على الفواتير دي، لكن الأهم جمهور اللي بيحبك وبيميزك وبيدلعك يشعر بغصة، يشعر بقهر، أنت القادر الوحيد على رد الصاصعين والفرحة، عشان اللي راح كمان يبقى صبرت ليك يبقى قاعد زعلان قوي في الملعب، اللي هو بيقول أنا صبرت يعني هيبقى قاعد زعلان قوي، وكلما زعلته هتحس ان انت فرحت كل شوارعك الحمراء، لانه ادب الكاف او المتخاذلين في الكاف، مش هعمم لان هناك اصوات اعلم انها محترمه لكنها مبتعده، ادب الكاف ان يفوز الاهلي غدا بالثالث، هذا هو الادب الشرعي كرويا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا كابتن استاذ جمال، استاذ محمود، استاذ سامي، استاذ عصام، شكرا ان شاء الله بقى نلتقي خلاص مش هينفع اوعى تقلق ان شاء الله بجد ان شاء الله مع اللقب ان شاء الله يا رب اللقب مصري اهلاوي يا رب ان شاء الله ان شاء الله. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم كريم سعيد، احمد ثابت، ايمن جلبرتو، ومحمد جمال في ضيافه البيت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ولا انه النهائي الافريقي، وبالتالي احنا عندنا النهارده حلقه زي ما حضراتكم شايفين مختلفه، الكل متواجد، الكل الحقيقه بيحاول ان يبدي اسفه على ان يكون النهائي بهذا الشكل وبهذا المنظر وبدون عداله، اللي عايز يكسب يكسب، واللي عايز ولا قدر الله لو حصل اي حاجه ما عندناش اي مشكله، ولكن في النهايه عندما توجد العداله او عندما يتم وضع العداله في ميزان بيروح لجنب تاني اكتر من الجنب ده، اعتقد ان الامور بتبقى مختلفه تماما. خلينا نرحب بضيوفنا في هذه الفقره، كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام الحمد لله. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ كله بخير. احمد ثابت؟ الحمد لله تمام. ما قلتلكش. ازيك يا جيم؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد كله لله. كله كويس؟ زي الفل الحمد لله. الحقيقه برضو وللمره المليون انا نفسي اتكلم في فنيات، ولكن الحقيقه بجد والله كل ما اجي افكر ان انا عايز اتكلم في فنيات الاقي نفسي بروح لاتجاه انا قايل لك 10 هديك 2500 واعمل اللي انت عايزه. لا ده كمان ال 10 دي المفروض اصلا كان فيها مشكله. لا وكان فيها ازمه يعني ماشي. اصلا وصلنا للعشرة. ده احنا وصلنا للعشرة وقلنا خلاص، وحتى التأكيدات اتقالت ان المدرج اللي فيه 10,000 مقعد مخصصة لجماهير الاهلي، حتى لو النادي الاهلي مثلا وصل لسبعة تمانية، ال2000 الباقيين دول بتوعكم عشان ما يحصلش مشاكل. تصرفوا انتوا. دي اتقالت من المنسق اللي عامل المباراة وتصورت ونزلت على جميع وسائل الاعلام المصرية والمغربية. يا كريم مع نعم. يعني تكملة لكلامك مش بس هم قالوها، دي في اللائحة اصلا. لا هنا قولها. هي في اللائحة من اسبوع. رايحتي بعد كده هنتكلم برايحة. لا انا بقول لك يعني. هم بيلعبوه بالله. يعني الراجل برضه. الحلو بقى يعني الحلو اللي بيحصل بقى يا كابتن اسلام. بقالنا ثلاث ايام يعني من ساعة ما بعثة النادي الاهلي راحت كاملة، الدنيا هادية. هدوء تام. مفيش أي مشاكل. مفيش أي حتى يعني بوادر مشاكل. ليله الماتش الدنيا ولعت. ليله الماتش عارف احساسي كده، الناس اتفقت يا جماعه يلا بينا، طلعوا بالظبط ادوا 2000 خصوص التذكره، اقفل بقى موبايلات، خش نام، نتقابل بكره الصبح. هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل تحديدا. نتقابل بكره الصبح بجد. تقعد بقى دلوقتي انت تعمل ايه؟ عمال تتكلم وتكلم فلان وتكلم علان، مفيش بقى كله نام. ليه؟ اصل دلوقتي الساعه يا جماعه 10 وبكره عندنا يوم بدري. واحنا بكره عندنا يوم طويل. انتوا ايه مشكلتكم؟ مشكلتكم يعني في ال 7000 تذكره؟ طب هنحلها بكره الصبح. بكره وانا بقول لك يا كابتن اسلام، بكره النادي الاهلي سيحصل على 2500 تذكره كمان. الساعه كام بقى؟ الساعه 1 2 كده قبل الماتش مثلا بخمس ست ساعات، وتفضل انت بقى ايه؟ وزعهم. معرفه. قبل ما نكمل كلامنا، الأهلي بيضع النقاط فوق الحروف في خطاب للكاف ده حالا. نعم. أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضع فيه النقاط فوق الحروف بخصوص العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال الإفريقي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 8 غدا بتوقيت المغرب بمركب محمد الخامس. جاء خطاب النادي الأهلي بعد عدم استجابة كاف
للمطالب المشروعة للنادي، لا سيما فيما يخص الحضور الجماهيري وحصول الأهلي على 2500 تذكرة فقط في الوقت الذي سبق وأن أعلن فيه الاتحاد الإفريقي تخصيص 10,000 تذكرة للأهلي ومثلها للوداد و20,000 للعامة، والتي تم طرحها عبر الأونلاين للجماهير المغربية فقط، بالإضافة إلى أمور أخرى عديدة تم الإعلان عنها. ده بيان أيضا صدر من النادي الأهلي منذ قليل أو دلوقتي، يعني حاجات غريبة جدا بقول لك الواحد بيشوفها عينه والله بجد. يعني مش عارف هل احنا ممكن نلعب مثل هذه المباريات النهائي بتكسب ولا تلعب؟ الكلمة دي انا فهمتها دلوقتي، يعني ايه؟ يعني ممكن انت تعمل جو على المباراة يخلي لعبتك ينزلوا الملعب متوترين، شايفين ان اللي بيحصل، ما هو انا لو لعيب ما هو انا اكيد بسمع كل هذه الامور، ولا انت رايك طبعا إيه؟ لا يعني حتى لو الفريق معزول عن الاجواء وال يعني على قد ما، لكن اكيد بيتكلموا يطمنوا على اسرهم، بعض اكيد بيفتحوا موبايلاتهم ولو يعني دقائق او يعني ساعات قليله في اليوم في الوقت الفاضي، فاكيد متابعين الدنيا، ما بقتش زي زمان الامور مغلقه، فاكيد طبعا اكيد لازم يبقى فيه شويه قلق لما كمان نسمع دلوقتي الموضوع دخل فيه جمهور، ف اكيد اللعيبه لو او الاداره لما تسمع ان في مشكله ممكن تواجه جمهورها اثناء الدخول، ده امر اكيد بيأثر سلبا. نفتكر نهائي رادس 2018 كان في بعض المشاكل قبل المباراه اكيد اثرت على الملعب فنيا. 2017 النهائي 2007 حتى احنا ما كانش في نفس الاجواء دي، لكن كان في اجواء تانية بنشوفها اللي زي بركات ياخد انذار تاني ويتوقف وهو المفروض ياخد ضربه جزاء، نيجي هنا في القاهره وكان مكتوب ان في كده قانون خفي في الكاف ان مفيش او مش مفيش نادي، النادي الاهلي ما ياخدش ثلاث بطولات متتاليه باي طريقه، لان هو النادي الوحيد اللي بيلعب فاينل للسنه للمره الثالثه على التوالي للمره الثانيه في تاريخه، مفيش نادي عمل الموضوع ده. فالاجواء اعتقد ان بالمنظر ده ان نقول جمهور عام، نعدي جمهور عام يطلع لنا التذاكر، نعدي التذاكر يقول لك الفار، نعدي الفار يعني طب معلش احنا بنتكلم في ملعب ليه محايد يعني واحنا بنتكلم برضو دلوقتي انباء عن وصول او دي مش انباء دي وصول رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي باتريس موتسيبي الى المغرب، وانفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي، وجم من باريس طبعا امبارح على كازابلانكا، وكان في استقبالهم طبعا فوزي الاستاذ فوزي لقجع عضو مكتب التنفيذي، وايضا معاهم فيرون السكرتير العام للاتحاد الافريقي. يعني المفروض ان الدنيا كلها متواجده، وزي ما حضراتكم شايفين يعني الناس مش بيضحك، متسبي بيضحك وانفنتينو بيضحك، الاستاذ فوزي بيضحك والاستاذ فيرون بيضحك، كل الناس بتضحك ومبسوطه يا ابو حميد. افريقيا اصبحت تدار خارج الملعب للامانه، يعني اللي احنا بنشوفه ده ان الكره الافريقيه دلوقتي في حاجات بتتعامل بره الملعب هي بتدار. بس انا بس عايز اطمن الجماهير الاهلاويه ان بصراحه اولا دور مجلس الاداره هايل في الفتره دي على الكم الاجتماعات وكم الشغل المبذول في الفتره دي، مجهود محترم جدا من مجلس اداره النادي الاهلي. عايز اطمن الجماهير بخصوص الفرقه اللعيبه على الواتس بقالهم 3 ايام قافلين الواتس تماما، قافلين الحسابات تماما، تركيز تام بالمباراه، فاصلين تماما الفرقه، محدش بيرد، مفيش اي، حتى الجهاز الفني حتى الجهاز الاداري كله قافل تليفوناته مركز في المباراه بس. من باب التفاؤل 50% من بطولات النادي الاهلي، 5 من 10 بطولات احنا حققناهم او رفعنا الكاس خارج القاهره. ايوه 82 في اشانتي من اشانتي كوتوكو بكوماسي، 2006 من الصفاقسي برادس، 2008 من القطن بجروه، 2012 من الترجي برادس، 2021 من كايزر تشيفز بمحمد الخامس. صحيح في حاجات بتحصل غير طبيعيه، بس ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، ممكن كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي تكون حافز للعيبه وحافز للجهاز الفني وحافز لكل الموجودين في النادي الاهلي ان شاء الله، ان احنا باذن الله زي ما حضرتك قلت النهائيات ديت بتكسب ولا تلعب. يعني انا وجهه نظري ان
مش شرط ان انت تلعب زي ما ليفربول. ليفربول نزل استحواذ ونزل ضغط عالي ونزل كره. النهائيات دي مش هتفتكر الاستحواذ ولا الضغط ولا اللي انت رحت 24 محاوله ولا اللي انت استحوذت 70%. الكره هتفتكر الاهداف. عشان كده من وجهه نظري ان لازم يكون بيتسو موسيماني طبعا اهم حاجه الفصل اللي حصل ده، وده دور محترم جدا من الجهاز الاداري ومن مجلس الاداره، الفصل اللي حصل ده عن المشاكل دي كلها. الحاجه الثانيه بالنسبه لبيتسو موسيماني، انا وجهه نظري ان المباراه مطلوبه منه جدا البدايه. البدايه هتفرق اول 10 دقائق مع الاجواء اللي بتحصل دي. لو انت مستحوذ، انا متوقع بكره ان هيبقى فيه حوالي 60,000 من جمهور المغرب في الملعب، اكيد هيملوا الملعب حوالي 60 او ممكن يعدي كمان 60,000 ودادي. فلازم ان انت تمتص الحماس الموجود دوت من خلال اول 10 دقائق، ان انت تستحوذ على الكوره اكبر قدر من الامكان، ان انت بتعمل عدد من التمريرات. ممكن الاسلوب يبقى دفاعي بتاع بيتسو موسيماني بكره، ممكن ان انت تفكر في تكتيك دفاعي، وده اللي انا شايفه ان انت لازم تلعب بخطوط متقاربه نفس تكتيك ريال مدريد. انا ميال للتكتيك ده، بس مطلوب اول ربع ساعه الاستحواذ لامتصاص الحماس الجماهيري، خاصه ان احنا شايفين كلنا ان اللي بيحصل ده كله خوف من النادي الاهلي. هم مش لاقيين اي حاجه يعرقلوا بيها مسيره النادي الاهلي غير بالحاجات اللي بتحصل قدامنا دي، ب 20,000 جمهور عام و10,000 وداد، وبعدين يسلمك 2500 تذكره والحاجات اللي بتحصل. وبعدين يعني نتمنى ان هم يكتفوا بده، نتمنى ان احنا بكره ما نشوفش فار بيتعطل، ما نشوفش حكم فار مش شايف لعبه، ما نشوفش ضربات جزاء، ما نشوفش حاجات غريبه بكره بتحصل. يعني نتمنى يعني ان ما يحصلش زياده عن كده. كفايه بقى، كفايه يعني ريحه الفساد بصراحه بقت باينه للناس كلها للامانه يعني. فنتمنى ان ما يحصلش زياده عن كده. تمام جيمي. والله الكاف خرج الامور بره السيطره تماما. حول الامر من خلاف الى معركه. الكاف لا لديه التصميم انه يوجه البطوله. وتاني بناكد ما عندناش ازمه ابدا مع المغرب. عندنا ازمه مع بعض مسؤولين الكاف، منهم فوزي الاقشع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن قاره افريقيا، واللي تضمنت احداث اليوم مع عدم الاستجابه لزياره فوزي الاقشع لمعسكر النادي الاهلي، مما يضفي المزيد من الاستغراب انه ليه كل ده بيحصل النهارده قبل المباراه ب 24 ساعه؟ ليه جماهير النادي الاهلي اضافه لكل ده بقى؟ ليه جماهير النادي الاهلي النهارده المتواجده بالفعل في المغرب في الوقت المخصص لفتح المران الدي ماينس 1 او المران اللي بيكون قبل المباراه؟ برضه انت بتتكلم عشان قالوا لي دلوقتي يعني الاهلي دايما بنتبع الامور الرسميه. لكن رسميا الاهلي لم ينفي زياره او لم يعلن النادي الاهلي. انا ما اتكلمتش، ما قلتش ان النادي الاهلي رفض. لانه باتريس موتسيبي النادي الاهلي لم يعلن، لكنه باتريس موتسيبي اعلن امبارح انه إيه؟ اعلن امبارح في حوار صحفي لجريده لوباريزيان، لو موجود الناس يقدروا يجيبوه، انه بيقدر النادي الاهلي وبيقدر الكابتن محمود الخطيب، لكن هو ما يعرفش اسباب انه الجلسه اللي المفروض كانت بالكونفرنس هتتم وما تمتش ليه. ده راجل اعلن امبارح يعني. ففي نفس السياق يعني، فهذه حاجه ثانيه يعني غير الموضوع في نفس السياق. لكن الازمه لا زالت مستمره، الازمه لا زالت بيعاني منها جماهير النادي الاهلي. النهارده تم منع حتى من ال 15 دقيقه المخصصه لفتح المران النهارده، تم منع جماهير النادي الاهلي 500 فرد تقريبا، تم منعهم. الصور موجوده، فيديوهات موجوده، تم منعهم من قبل الكاف ان هم يتواجدوا يوجهوا رساله فقط للاعبين، تم منعهم. لا زال التعنت مستمر. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده بنتكلم على معركه خارج الملعب. انا متفق جدا مع كلام الاله احمد انه الفرقه مقفول عليها تماما، الجهاز الفني قافل على الفرقه تماما، الفرقه بعد نفسها تماما عن كل ده، مجلس اداره موجود في الاوتيل لا يفارق الفرقه ابدا، حتى لما راحوا لمعاينه الملعب كان في بعض العناصر موجوده داخل الاوتيل، منع ان يحصل اي اختراق اعلامي لفندق الاقامه. فده عشان بس ما يبقاش بنوجه رساله خوف لجماهير النادي الاهلي. الفرقه مقفول عليها تماما، لكن معركه خارج الملعب لا زالت غير شريفه من قبل الكاف. طيب كريم، خلينا نروح شويه فنيا. نتكلم عن المباراه من الناحيه الفنيه، وكيف ترى هذه المباراه الصعبه جدا؟ طبعا خلاص يعني احنا نهائي افريقيا طبعا اكيد المباراه احنا يعني استفدنا في شرحها في الحلقه الماضيه، والحمد لله الحلقه كانت محققه يعني رواج كبير جدا جدا جدا، سواء في
السوشيال ميديا المصريه او بالامانه برضو السوشيال ميديا المغربيه. خلال الاسبوع اللي فات بنتكلم على تفصيص اللي احنا عملناه لفرقه الوداد، وان هم طبعا شايفين، نتكلم بكل صراحه، القوائم قائمه نادي الوداد بكل امانه اقل بكثير من قائمه النادي الاهلي في معظم المراكز. حتى احنا بنتكلم اتكلمنا على ابرز مراكز القوة في نادي الوداد، ونتكلم على الظاهرين بيل عمود ويحيى عطا الله، وبنتكلم كمان على بلاي ميكر حسوني. وبالتالي نادي الوداد كتاب امانه مفتوح. حتى انا كان جمعني مع الكابتن حسين عموته لقاء اول امبارح على الاذاعه المغربيه لمده ساعتين، والكلام ده فني. نادي الوداد بكل امانه، انا بقوله بكل امانه، نادي الوداد يخشى كثيرا النادي الاهلي فنيا. نعم. النادي الاهلي بكل امانه، شفنا ماتش الوداد وبيترو اتلتيكو في اياب السيمي فاينل واتكلمنا عليه كتير، وشفنا ازاي بيترو اتلتيكو فرض سيطرته. انا من وجهه نظري شايف لعيبه النادي الاهلي وصلوا من الدرجه الاحترافيه لمواقف كتيره جدا. افتكر هنا يعني استعين بالمؤتمر الصحفي للكابتن محمد الشناوي قبل ماتش الاياب قدام الرجاء. ماتش الذهاب كان خلص 2-1، ولحد ما كان في تخوف كبير جدا عندنا. الرجاء كان بيلعب منقوص من لاعب في نص الشوط الثاني، وكنا عندنا مساحه نكسب سكور، بس ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش ورحنا 2-1، والجماهير كانت قلقانه، والتكتكس والحاجات والنتائج السلبيه في الدوري. كان محمد الشناوي قاعد في المؤتمر الصحفي، وهذا الهجوم من الزملاء الصحفيين في المغرب ومحاوله جر برضه المباراه لبعض الامور خارج الملعب، محمد الشناوي قاعد بكل هدوء قال لهم يا جماعه وانس ان الحكم هيصفر ما حدش له دعوه، انسى بره. اللعيبه نفسها عارفه بعض، صح. يعني انا اسف، يعني احنا في الشغلانه دي مع بعض، اركنوا انتوا بكل امانه. لاعب الكوره داخل الملعب ينظر للامر بشكل مختلف تماما عن اللي قاعدين في المدرجات او اللي حتى قاعدين في المقصوره. الموضوع مختلف، اللاعب عارف واللعيبه مع بعض داخل الملعب. وهدي مثل بسيط جدا، نادي الرجاء على فكره انا دايما بشوف جمهور نادي الرجاء من اقوى الجماهير ان لم يكن الاقوى، يعني جمهور قوي جدا في تشجيعه، حتى اكتر من الوداد، ده في وجهه نظري. يعني نادي الرجاء في اول خمس دقائق مارس علينا ضغط، وفعلا احنا اتهزينا في اول خمس دقائق، وكان واضح جدا على لعيبتنا، وقدروا يجيبوا هدف. بعد الدقيقه 5 يا كابتن اسلام، نادي الرجاء ولعيبه نادي الرجاء عارفين قدر النادي الاهلي، والجهاز الفني نادي الرجاء لم يجرؤ ان يقول للاعب واحد في الدقيقه 7 بعد ما احرز الهدف بدقيقتين اعمل ضغط عالي على النادي الاهلي، ارجع اعمل زون ديفنس. وشفنا ضربه الجزاء، شفنا ضربه الجزاء اللي جت بعد حسين الشحات، لما كان بيتسو موسيماني عمل حركه ممتازه لما خلى حسين الشحات يلعب هو دور البلاي ميكر وضحك على دفاع نادي الرجاء. وفضلنا لغايه نهايه الشوط الاول مضيعين ركله جزاء، وجبنا هدف التعادل محمد عبد المنعم قبل نهايه الشوط. فاللي عايز اقوله نادي الاهلي قادر على اللعب في كل هذه الظروف، ولكن ده ملوش دعوه بدورنا احنا كاعلام ان احنا نجيب حق النادي الاهلي. دي حاجه ودي حاجه، الفنيات بتاعت الجهاز الفني، وده شغلانه، دي الشغلانه بتاعتهم، دي مش شغلانتنا احنا. احنا مش هندرب الفرقه ولا هنقول لهم يلعبوا ازاي، ولكن مسؤوليه الاعلام الاهلاوي والاعلام المصري، وهقول اهو والاعلام المصري للاسف، وانا بقول اهو بكل امان بشكل عام مقصر مع النادي الاهلي، مش انا فقط النادي الاهلي، ولكن بكل امان ليله ماتش النادي الاهلي نهائي دوري ابطال افريقيا ما ينفعش يبقى ده شكل الاعلام المصري، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اي يعني اي مؤسسات. ما ينفعش ليله ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى ده شكل الاعلام في مصر مع النادي الاهلي. لا، الشكل كان لازم تتفتح استوديوهات، كان لازم تتعمل سهرات. افتكر كده مثلا، هقول مثلا بسيط اهو، قناه مودرن سبورت، ونفتكر ليله ماتش الصفاقسي، نفتكر ليله ماتش النجم الساحلي. لا، النادي الاهلي بيمثل مصر، يقدر يرفع علم مصر للسنه الثالثه على التوالي. شفنا امبارح باريس بكل يعني الجهات الامنيه بتاعتها مش قادرين على التوافد لليفربول والريال، والماتش دوري ابطال اوروبا بيتاجل نص ساعه بالكامل، في زخم. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بكره اللعيبه زي ما قال احمد يتفصلوا تماما، هم مفصولين فعلا، ولكن احنا دلوقتي بنجيب حق النادي الاهلي، لان اسم النادي الاهلي ما ينفعش تجي لي قبل الماتش ب 24 ساعه تقول لي مالكش عندي غير 2500 تذكره. لا، الكلمه دي ما تتقالش للاهلي. ايمن. لا، يعني كريم طبعا قال جمله مهمه جدا، موضوع ان نتكلم فنيا الاول وبعد كده يعني فنيا احنا استفدنا فعلا، يعني فعلا احنا فصصنا نادي الوداد يعني بالنسبه للمشجعين المغاربه حتى، وهم بيتفاعلوا على فيديوهات بتاعتنا على قناه النادي الاهلي، كلنا هم
يعني برضو في حاله انتوا اللي انتوا يعني بيحاولوا ان هم يغلوشوا على اي حاجه، لان هم شايفين ان احنا يعني هم كتاب مفتوح فعلا. النادي الاهلي عنده من القائمه، عنده من الافراد، عنده من المهارات الفرديه ان هو يقدر يحسم المباراه في اي وقت، لو زي ما قلنا كده ان هي تلعب في ارض الملعب من غير اي تدخلات خارجيه. لعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي اللي هو هيلعب النهائي بكره ده عنده ميزه مهمه جدا، ان ده الجيل اللي واخد اصلا 2 شامبيونز ليج متتالي، فبالتالي هم اصلا عندهم الشخصيه اللي يقدروا يفرضوها في الملعب، ان هو اصلا نازل بيلعب هو بطل. هو مش يعني في 2020 نهائي القرن امام الزمالك كان نقدر نقول ان الجيل نفسه، النادي الاهلي نفسه بعيد عن البطوله لمده 7 سنين، الجيل نفسه اتغير في النص، فكان اول نهائي منذ فتره. ولكن حاليا هم بيلعبوا النهائي للمره الثالثه على التوالي في رادس الموسم الماضي، هم واجهوا ظروف مش هنقول شبه دي، ولكن كان في اجواء صعبه قبل المباراه، وكان في قنابل مسيله للدموع، وكان في الماتش اتاخر وكل حاجه، لكن لقينا فرقه النادي الاهلي ثابته ومستحوذه على المباراه، وتقريبا الفرص كلها كانت للنادي الاهلي. مباراه الرجاء حتى زي ما واحنا بنتكلم، لانه زي ما حضراتكم بتقولوا او زي ما حضراتكم بتشيروا، ان النادي الاهلي هو الافضل فنيا وكشخصيه ومعنويا وفرق كل فجوة. حاجه فجوه كبيره. تصريحات الرجراجي لما حضرتك سالتنا فيها الحلقه اللي فاتت، وهو بيتكلم عن النادي الاهلي بيحاول، لا هو بيتكلم في واقع النادي الاهلي كقائمه، وبنتكلم امكانيات ماديه وامكانيات معنويه ولاعبين وجهاز فني وجهاز اداري. النهارده بعثه النادي الاهلي وهي موجوده، انت بتتكلم بعثه بتمثل بلد، شايفين المدير التسويق موجود، المدير الاعلام موجود، اعضاء مجلس اداره ومسؤولين شركه الكره موجودين. يعني بعثه النادي الاهلي بتتكلم داخله يعني في 50-60 فرد، ده مش اي نادي يقدر في افريقيا ان هو لما يسافر يلعب، مش هنقول مباراه نهائيه، اي مباراه في افريقيا ما يقدرش ان هو يعمل الحاله دي. النادي الاهلي حاله مختلفه، بنشوف شفنا النادي الاهلي في قطر والامارات والسعوديه، في اي مكان لما بيروح الناس كلها يعني بتفتح له كل ابواب. ليه؟ لان ده النادي الاكبر في افريقيا والنادي الاكبر في الوطن العربي، ولازم زي ما كريم كده بيقول النادي الاهلي ما ينفعش يتعامل معامله ان لا هتاخد 2500 تذكره، لا الجمهور بتاعك مش هيقعد فين، لا احنا النادي الاهلي بنلعب نهائي على ملعب من المفترض ان هو ملعب محايد، يبقى لازم يعامل ان هو فريق زيه زي الفريق التاني. ملناش احنا ذنب ان الفريق التاني من هو من نفس البلد، وان الكاف هو اللي اختار، وان مفيش حد في افريقيا، وان افريقيا كلها مفيهاش ملاعب بتقدم ان هي تستضيف نهائي. ده مش ذنبنا، يعني ده مش ذنبنا احنا كنادي اهلي عشان نحصل على حقوقنا لازم نستنى بلد تانية غير اللي هي ما تكونش تبع الفريق المنافس ليك اللي هي بتستضيف المباراه، ده مش ذنبنا. فاحنا لازم نحصل على حقوقنا، لازم ناخد نص الملعب، وزي ما قلنا هي باللائحه من حقنا ان احنا حتى لو بعنا تذكره واحده بقيه التذاكر بقيه المدرج المخصص لينا يبقى فاضي، ومن غير اللائحه المسؤولين بتوع الكاف هم اللي اتكلموا، لازم يبقى في تاكد ان الفار شغال عشان ما يحصلش نفس الازمه بتاعه 2019. و2019 القصه كلها معروفه، الوداد هو اللي تضرر 2018 الاهلي تضرر، انا اقصد 2019 يا كريم ان الوداد انسحب من ملعب رادس بسبب مشكله الفار، وطلعت التصريحات اياها اللي معروفه ان مش عارف مين اتوعد بايه ومين ايه، لكن هم كفريق ما قدرش يوصل للنهائي الا من الازمه دي الا المره دي. فاحنا ما ينفعش احنا كنادي اهلي ندفع هذا الثمن، احنا هنا دورنا كاعلام نادي اهلي بنجيب حق النادي الاهلي، او بنقول اللي احنا شايفينه في صالح النادي الاهلي، ولكن لازم أأكد على كلمة كريم إن لازم يبقى في مساندة أكبر من كده من الإعلام المصري، لأن الأمانة كابتن إسلام إحنا مش حاسين إن يعني إن في الإعلام المصري إحنا مش حاسين إن النادي الأهلي هيلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، يعني ده انجاز اصلا ما حصلش في افريقيا كلها. انت بتشتغل بقناه الاهلي؟ لا انا بتكلم المشجع يعني النهارده ما بهزرش والله، لا يعني الحمد لله والشكر لله النهارده احنا بقالنا 4 ساعات على الهواء. لا أنا قبلي في النادي الاهلي اتكلم خارج بره القناه، فين بقيت القنوات والبرامج الرياضيه كابتن؟ في كام برنامج رياضي مصري؟ القنوات والبرامج الرياضيه حد بيستضيف واحد ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيشتم في النادي الاهلي كل يوم؟ صح. يعني انا اسف جدا احنا حضراتكم الاربعه طلعنا مع بعض السوشيال ميديا الاسبوع اللي فات، يعني الشخص اللي جاب رقم ما شافش السوشيال ميديا بتاعته قبل ما يجيبه ازاي؟ انتوا احنا الاربعه طلعنا، احنا الخمسه طلعنا مع بعض الفتره اللي فاتت الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات، حد قال حاجه؟ حد راح لحته او قال حاجه كده ولا كده؟ اشكر الزميل الصحفي بمنعم المقدم على شايفه عمل شير للحلقه بتاعتنا بالظبط، ودخل بيسخن لعيبته بيكم
بنتكلم فني، كلمة فني. ودخلنا رديت عليه وثابت دخل رد وعملنا حوار على صفحه الاستاذ عبد المنعم والدنيا كانت طبيعيه جدا وجميله والدنيا ما فيهاش مشكله. وخلينا نتفق يا كابتن اسلام، اكيد في بعض اصوات متعصبه هنا وفي طبيعي. لا طبيعي. السؤال بقى هنا، انت بتختار مين؟ انا بجيب مين؟ انت بتختار مين؟ المعد بتاعك وهو رايح يجيب شخص، شخص انا بخش الصفحه بتاعته اساءه، سباب فقط بس. سباب مش اساءه، سباب. سباب انت بتطلعه على الهوا تسمعنا اراءه ليه؟ ليه؟ ايه الفكره يعني؟ لما طب يعني سيدنا صلاه النبي لما سمعنا اراءه يعني قال ايه يعني؟ هي دي الفكره. ده للاسف اللي عامل بعض من حاله الامانه الحزن، ان انا فعلا مش حاسس ان بكره في فاينل دوري ابطال افريقيا بكل امانه غير على بعض المواقع الالكترونيه وقناه النادي الاهلي الخاصه، غير كده شكرا. اذاعيا تلفزيونيا انا سمعت تحليل دوري ابطال اوروبا كان مصر دوله اوروبيه. خليني اقول لحضرتك برضو ان يعني نمره واحد برضو يا جماعه، توفيق ربنا بكره رقم واحد من وجهه نظري فنيا بقى. توفيق ربنا مهم جدا، يعني اهم حاجه بس اللعيبه تكون في تركيزها، ما نضيعش الفرص على قد ما نقدر. الحاجه الثانيه برضو خليني اقول لكم الكواليس. صحيح النهارده جمهور كان في حوالي 500 فرد موجودين بره وما حضروش التمرين، ولكن صوتهم كان مسموع ودي الحاجه كويسه جدا. صوتهم كان مسموع من بره الملعب، من بره محمد الخامس، وصل للعيبه ووصل للجهاز الفني، فدي حاجه برضو بتديهم نوع من الحماس، نوع ده حته كواليس كده، نوع من الحماس، نوع من اللعيبه كانت مبسوطه. الحاجه الثانيه مش هنوصي الجمهور اللي هيبقى موجود بكره، سواء وصل 5000 فرد 6000 فرد، ان شاء الله ان صوت واحد اهلاوي ب 1000 من جمهور الوداد باذن الله. دي حاجه برضو من الحاجات اللي احنا بنامل فيها بكره. الحاجه اللي بعد كده من وجهه نظري فنيا بقى، لازم موسيماني يقسم المباراه صح. لازم اول 10 دقايق زي ما قلت لحضرتك، لازم تستحوذ اول 10 دقايق عشان تمتص الحماس الجماهيري. الحاجه الثانيه اللي بعد كده فنيا، التفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره اللي هي زي ايه؟ الضربات الثابته والركنيه، هركز عليها تاني. في معانا صوره لو نستعرضها، الضربات الركنيه بتاعه الوداد المغربي برضو جايبينها على رسمه ملعب كده، بتتلعب فين دي مهمه. والضربات الثابته لازم نكون يا جماعه منتبهين، لو اللعيبه مركزه بكره في الضربات الثابته والركنيه. ادي الضربات الثابته اللي على اللي بره منطقه الجزاء دي، دول دي اماكن اولا الاهداف اللي جابوا منها من خلال الضربات الركنيه والثابته. اللي بره ديت الضربات الثابته اتلعبت فين؟ على القايم القريب، سواء لاشرف داري يعني الاثنين المدافعين على القايم القريب. اما الضربات الركنيه اللي هي من ناحيه اليمين كلها ومن ناحيه الشمال، بصوا الاماكن، اماكن وصول الكره فين بالظبط؟ تقريبا عند خط السته، عند اللي هي السته يارده بتاعت ما بين نقطه البنالتي ما بين عند نقطه السته، عند علامه ضربه المرمى بالظبط، بس في العمق. شوفوا الاماكن فين، وهنا دور محمد الشناوي مهم جدا بكره. الشناوي لو في حالته زي كورتوا مع ريال مدريد هيفرق معانا كتير قوي، هيريح الدفاع في الضربات الثابته، في الضربات الركنيه، في التسديدات اللي من بره، في تسديدات ايمن الحسوني، تسديدات جلال الدودي. محمد الشناوي بكره نتمنى ان شاء الله ان هو يكون في حالته، وكلنا ثقه فيه هو كابتن الفرقه، ان هو ان شاء الله يكون في حالته، ان هو يكون عامل زي كورتوا. ودايما بنقول ان حارس المرمى في بعض المباريات بيبقى اكثر من نص الفريق زي النهائيات دي. انا مع التكتيك الدفاعي، التكتيك الدفاعي واللعب على الهجمات المرتده تحديدا في المباراه دي. ليه التكتيك الدفاعي؟ انا مش عايز يعني الوداد اصلا بنسبه كبيره، ده في تفكير، وفي بعض الاخبار بتقول ان هو ممكن بيجهز محمد رحيم اللي هو المساك الثالث، ربما بقى يبدا بيه المباراه 4-3، يبدا بخمسة 4-1 مثلا، 5-4-1 قدام النادي الاهلي، او يبدا بال 4-1-4-1 ويدخل محمد رحيم في الشوط الثاني في حاله مثلا هو احرز هدف، او حتى ما احرزش ان هو يامن يدخل مساك ثالث. فده دليل برضو ان هم خايفين بقوه من النادي الاهلي. كلنا مجتمعين على هذا الامر، ان الكل دلوقتي خايف من النادي الاهلي طبعا، الوداد، جماهير الوداد، الوداد كفريق، لانه الكل برضه اجمع على ان النادي الاهلي الافضل فنيا. ولكن عشان كده هو بيحاول ياخدك بره المستطيل الاخضر باي طريقه. بس خبرات لعيبه النادي الاهلي اكبر. الخبرات بتاع النادي الاهلي دي المره ال 15 اللي بيوصل نهائي، نادي الوداد دي المره الرابعه، نادي الاهلي واخد البطوله دي 10 مرات ان شاء الله تبقى ال 11 بكره، نادي الوداد واخدها مرتين، انت عندك بيتسو موسيماني ده واخد دوري ابطال افريقيا 3 مرات، مره مع سان داونز ومرتين مع الاهلي. فدي كل دي خبرات. عندك 2 لعيبه اكتر لعيبه بينافسوا على اكتر لعيبه حصول في التاريخ على دوري ابطال افريقيا، كابتن وائل جمعه 6 مرات، كابتن محمد ابو تريكه وحسام عاشور ومتعب 5 مرات. عندك الاثنين لعيبه اللي موجودين بكره، رامي ربيعه ووليد سليمان، حصلوا على البطوله دي 4 مرات، فدي خبرات كلها. عندك الشناوي
واحد من الكباتن اللي رفعت دوري ابطال افريقيا مرتين سنتين على التوالي. عندك اربع لعيبه من الجيل ده في الهدافين، يعني وليد سليمان مثلا مسجل 17 هدف، محمد شريف مسجل 12 هدف، علي معلول وحسين الشحات 11 هدف. فكل دي خبرات ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون قد الثقه وقد رغم الاحداث اللي بتحصل دي كلها، انا واثق في اللعيبه وواثق ان شاء الله في الجهاز الفني وبيتسو موسيماني ان هم ان شاء الله يقدروا يوصلوا للتكتيك المناسب. وزي ما حضرتك قلت النهايات دي بتكسب ولا تكسب ولا تلعب. يعني ايه تكسب ولا تلعب؟ يعني مش مطلوب بكره ان انا اشوف كره جميله خالص، انا مهم حتى لو هكسب بركلات ترجيح، يعني مش شرط ان انت تكسب، مش مطلوب كره جميله، الفكره ان انت تاخد اللقب في النهايه. بس نتمنى العداله ومبدا تكافؤ الفرص، طبعا ده مش موجود العداله ولا مبدا تكافؤ فرص ولا اي حاجه، بس نتمنى ان حتى ال 90 دقيقه ما نشوفش واحد ماسك الاوت يقعدني خمس دقايق وهو بيجيب الكوره. وده الكلام ده انا اتكلمت فيه من اسبوعين. انا ما عنديش مشكله، انا عايز بس ان لو جاي ركله جزاء تتحسب لي. ده في الاساسيات ده كمان ده دي انا بتكلم يعني انا بكلمك انت شوف بتقول على ايه، انا مش عايز، مش فارق معايا ده، ما عنديش مشكله ضيع وقت. بس دي تفاصيل صغيره برضو بتنرفز وبتعصب. يعني انا اقصد ان انا عايز اوصل حتى ان انا اخد حقي. ضربات الجزاء دي اساس. بس فيكتور جوميز واحد من الحكام الممتازين اللي هي مرشحه ان هي خلاص هيحكم كاس عالم اعتقد، وجود انفانتينو لسه حضرتك بتقول ان انفانتينو وصل ورئيس الاتحاد الافريقي موتسيب وصلوا، فدي برضو هتحطهم نوعا ما تحت الضغط. بس نتمنى ان ما يكونش في لعبه في الفار، ما يكونش الحكم بملكت سيمبا اللي هو قد تكون السنه الاخيره ليه 42 سنه، قد تكون السنه الاداء الحاجه الوحيده اللي تقلق شويه في الحكام هو بملكت سيمبا اللي هو موجود على الفار او بملكت سيما. طيب خلينا نتكلم فنيا عن الماتش. مهم جدا ان انا استغل حاجتين عكس بعض. فرقه الوداد كسكواد كلاين اب الفرقه اللي هتبتدي المجموعه كلها اقل من النادي الاهلي، هم عارفين الكلام ده كويس. الراجل لما يبتدي يشتغل هو لازم هيلعب بثلاثه عندهم نزعه دفاعيه، اما في الخط الخلفي وهو الاحتمال الاقل احتماليه، يا اما هيلعب بثلاثه في وسط الملعب، رضا الجعدي جلال الدودي ويحيى جبران، انه يعتمد على الثلاثي ده في وسط الملعب. فلما يكون عندك ثلاثه قدام الخط الخلفي حتى لو الاثنين الطرفين بيطلعوا الباكين الطرف يحيى عطيه الله والعملود، لو الاثنين بيطلعوا فانت عندك الزياده العدديه اللي بيعملها الوداد طول ما انت واقف صح. وهنا انا مش هروح يعني لحته انه الجيم يبقى دفاعي، لا انا مش عايز الجيم يبقى دفاعي، لكن عايز ان احنا نحاول نوصل للتوازن قدر الامكان خاصه في بدايه المباراه. الزونز والتحفيز والاماكن اللي هيتواجد فيها اللعيبه لازم اللعيبه تبقى واقفه على رجلها كويس جدا، اللعيبه تبقى بتتكلم مع بعض طول المباراه، لانه لو ويمكن قلنا دي في حلقه سابقه انه لا قدر الله وده وارد يحصل والنادي الاهلي عنده القدره على العوده، يعني دخل فينا جون انت الدقيقه الاخيره تيجي بسرعه قوي، مش تلعب كوره طول المباراه، ودي النقطه اللي كان بيتكلم عليها، يعني مش تلعب كوره. طب بس محدش ياخد كلامي يقول لك انت بتقول كذا، لا انا بقول يعني ان انا عايز اوصل حتى ان انا اخد ركلات جزاء لو ليا. طبعا مهم جدا البدايه في ظل ان هم متخوفين فنيا، وهو هيبقى في محاولات حثيثه جدا ان هو يامن الديفنس بتاع خط الدفاع وخط الوسط، ويحاول ان هو يمتلك الكوره في وسط الملعب وما يخليش النادي الاهلي يتقدم عليه مبكرا، لانه اكيد اتفرج على المباريات السابقه، اتفرج على النادي الاهلي وهو كسبان في القاهره وفاق سطيف وبيسجل في الدقائق الثلاثه الاولى امامه فاق سطيف، رغم انه الاهلي ما كانش عنده الحاجه ان هو يروح ويفوز على فاق سطيف في الجزائر، كان شبه تاهل من القاهره، لكن هيبقى مدفوع بالزخم الجماهيري والعدد اللي موجود هيديله الحماسه والطلوع مهما قعد يحفظ في لعيبته. فمشيان الوقت ومرور الوقت هيعمل ضغط عكسي، طول ما الوقت بيمر طول ما النادي الاهلي قادر يفضل واقف كويس ويفضل قافل كويس وبيعمل تحولاته بشكل جيد، الزونز اللي هيتواجد فيها اللاعبين، الشكل اللي هيلعب بيه بيتسو موسيماني، اعتماده على بعض اللاعبين انه يقفل زون ويعملوا اوف لايننج او يقفلوا مع زمايلهم السبيس وزوايا التمرير بحيث انه ما يديش المساحه دي لفرقه الوداد للعيبه الكي بلايرز اللي بيعملوا البيلد اب او بيعملوا بناء الهجمه خاصه من خط الوسط. هو ليه بيعتمد على يحيى جبران على الرغم ان هو لعيب مركز 8 بينزله لعيب مركز 6؟ لان عنده مشكله ما بيعرفش يبني من الخط الخلفي من العمق في وجود محمد امين فرحان واشرف داري، فبيعتمد على يحيى جبران. يحيى جبران عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا تحت الضغط، بيفقد الكره رغم انه لعيب كره كويس لكن مش مكانه، مش الزون اللي بيتواجد فيها، ما بيعملش التغطيات بشكل جيد. فهنا لازم نستغل الحاله والاخطاء الكتير جدا اللي اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات، فرق الكواليتي والجوده ما بين في الخبرات وفنيات وخبرات الجهاز الفني، ان انت ازاي ما تخليش الفجوه دي تقل
بتوتر في بداية المباراة، بضغط جماهيري يؤثر عليك، بأي أخطاء أيا كان إيه هيحصل في المباراة، لازم تفضل واقف على رجلك، لازم تستغل كل هذه الأخطاء الكتير جدا في الثلاث خطوط في فرقة الوداد، تستغل السبيس الموجودة أو المساحات اللي موجودة في ظهر الظاهرين اللي بيزيدوا كتير جدا يحيى عطية الله وأيوب العملود، تستغل الهاف سبيسز اللي موجودة ما بين أزرة الأطراف والاثنين سنتر باكس، تستغل البطء في العودة للتمركز اللي موجود عند أشرف داري ومحمد أمين فرحان. أخيرا كلمات أخيرة كريم أيمن أحمد. أخيرا أنا بس عايز أوضح حاجة، إن إحنا بكرة مش رايحين نلعب مباراة سكند ليج أو مباراة عودة قدام فريق في أرضه وإحنا لاعبين مباراة ذهاب هنا ونتيجتها سلبية. لا الناس بتقول أيوه. كلنا حاسين ان احنا رايحين نلعب مباراه زي الشبه المباراه كده كسبانين 1-0 واحنا رايحين مضغوطين، واحنا اللي هو هي 0-0 كمان هياخروا في ان هم يدونا الكوره والكلام ده. احنا بكره رايحين نلعب مباراه فاينل، مباراه واحده، نادي الوداد اللي داخل له جمهور اكتر مطالب بان هو يضغط ضغط عالي ومطالب بالهجوم. مثلا ما اعتقدش 60,000 هيروحوا يدفعوا تذاكر في بدايه الماتش عشان نادي الوداد ينزل لهم في اول نص ساعه بيلعب زون ديفنس. اعتقد هم ممكن يزوموا على فرقتهم انك بتلعب الفاينل على ارضك وجاي لك الجمهور، بس لو فعلا كل امانه والله الرجراء فعلا لو بصينا على الاحتمالات يا كابتن اسلام، الاحتمالات نادي الوداد هو ما عندوش غير احتمالات بس، لا يلعب 4-2-3-1 الطريقه المعتاده بتاعته، او يشيل حد من الاربعه اللي قدام ويحط واحد في خط الوسط. ما عندوش النادي الاهلي انت فاهم صعب جدا تتوقع بكره هي ناس فاكره هيلعب ازاي. احنا مش فاكرين، احنا قدام حاجتين، هنلعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا نقلب الشكل ونلعبكم زي الرجاء 3-4-3 ونضغطك الشوط الاول وناخد ضرب الجزاء وهدف زي ما عملنا مع. وعندك احتماليه انك تلعب 4-2-2-2 مثلا، انت فاهم مش عارف. فبالتالي انا بشوف ان احنا عايزين نتعامل بكره ماتش واحد، اول ما الحكم يصفر كل محتاجينه العداله التحكيميه. واخر كلمه هقولها انهي بيها لو سمحت، يا استاذ يا اللي ماسك سكينه الكهرباء في ملعب مركب الخامس، ويا استاذ يا اللي ماسك فيشه الفار، نتمنى ما يحصلش اي امور خارجه عن الاطار الطبيعي. ايوه، لان التسريب اللي حصل النهارده ده مش طبيعي. نعم اتفضل. يعني للاسف الواحد يعني كان بيتمنى ان هو لما يعيش اجواء نهائي زي كده تكون بشكل افضل من ماتش واحد، ويعني تكون السيناريو يعني للامانه انا حسيت ان نهائي الكونفدراليه كان اهدى بكتير من رغم يعني تلعب في ملعب محايد وكان في جمهور عام حاضر وكان في اجواء يعني تحس انه نهائي ملعب محايد، ولكن للاسف كل الاجواء هي بتذكرنا بذكرى مش كويسه. نتمنى ان بكره ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تنسينا ذكرى 2007، مش عايز يعني، لان احنا فعلا النادي الاهلي يستحق ومنظومه النادي الاهلي تستحق، وهذا الجيل من لعيبه وجهاز فني للنادي الاهلي يستحق ان هم يبقى عندهم الانجاز بتاع ان النادي الوحيد في افريقيا اللي واخد البطوله 3 مرات متتاليه. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي خبراتهم كلها تتجمع، هو ده ماتش هنقول ان تقريبا ده ماتش السنه، يعني ممكن نقول نص السنه الاولاني، هو ده الماتش اللي هو هيترتب عليه حاجات كتير قوي جميله في الفتره اللي جايه. نحط كل تركيزنا، ما نتشتتش، اللعيبه ما تركزش مع اي عوامل ممكن في الملعب تضايقهم، هم اللي يعني لو في ينفع لعيبتنا هي بقى زي ما في مسلسل الكبير كده اللي هو شمال شرق اسيا والكلام اللطيف ده، نبقى احنا في بعض الاوقات نبقى احنا اللي بنعمل الحركات دي لما تتطلب مننا ان احنا نعملها ونستفزهم، لان هم سهل يسهل جدا استفزازهم ويخرجوا عن شعورهم ويعملوا امور تخليهم يلعبوا منقوصين امامك. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل الاجواء دي يبقى ربنا كاتب للنادي الاهلي وجمهوره حاجه كويسه، والاهم ان كل الناس ترجع بسلام، ودي اهم حاجه يا رب عندنا ان شاء الله. اهم رسالتي للعيبه والجهاز الفني يعني اصنعوا المجد، انت بتلعب للاهلي اوعى تخاف، اهم حاجه يكون فيه هدوء وتركيز ونلعب كاملين، ما يكونش فيه اعتراض قوي على التحكيم، يعني بحيث ان هو ما يحصلش انذار تاني وكارت احمر، خاصه اللعيبه اللي بتبقى معاها انذار، انت افضل فنيا واعلى بكتير منهم، عشان كده كل الاحداث دي بتحصل لان هم خايفين منك. استعيدوا روح الفانيلا الحمراء فانتم اسياد الكره السمراء، وان شاء الله ان شاء الله بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. جيمي كل حاجه
بتؤدي ان شاء الله لمكسب النادي الاهلي فنيا فيما يخص الفرقه والقفل على الفرقه وكل التحضير الذهني والنفسي اللي اتعمل خلال الفتره اللي فاتت من الجهاز الفني من وقت السفر الى يومنا هذا تنبئ ان شاء الله. عشان الناس بس مش عايز الناس تروح في ظل الازمه، وانا مصر على الفصل ما بين الازمه الدائره ودورنا احنا في المطالبه بحقوق النادي الاهلي ودور الاداره في المطالبه بحقوق النادي الاهلي وما يحدث داخل الفريق. مش عايز الناس تتخوف من ده نهائي، الفريق مفصول تماما. الفرقه رايحه بكره عشان تاخد بطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال11، البطوله الثالثه تواليا. بيتسو موسيماني يعي جيدا ان هو امام مجد للفرقه، مجد للجيل، مجد ليه هو شخصيا انه يحصل على البطوله للمره الرابعه مرتين مع النادي الاهلي، مره مع سان داونز، وان شاء الله تكون الرابعه بكره البطوله ال11 للنادي الاهلي. اتمنى من الله التوفيق، التوفيق عامل مهم جدا. اتفرجنا امبارح على نهائي التشامبيونز ليج، شفنا التوفيق كان قد ايه مؤثر في توجيه البطوله. باذن الله المباراه تجرى رغم كل ده في اجواء طبيعيه، ما نسمعش على تعطل فار، ما نسمعش على اخطاء غير محتسبه، الازمه بتاعت التذاكر تحل. 22 يا جماعه بجد بتتكلموا جد؟ يعني انت بتتكلم احداث والله احداث الترجي الوداد يا جمال كانت سنه كام؟ 2019 وحصل ايه في الملعب؟ مش رؤساء الانديه زقوا بعض خناقه وضربوا بعض والماتش مش عارف اتقلب. بنتكلم في 2022 وما زلنا بنتكلم عن الفار وعن الكهرباء وعن السكينه. احنا في 2022 يا كابتن اسلام، 2022 وقبل الماتش ب 12 يوم ما كناش عارفين الماتش هيتلعب فين. انا رايي يعني في 2022 برضه ما كناش عارفين الماتش هيتلعب فين. الماتش ده ماتش غريب جدا، لكن ان شاء الله بكره لما نشوف هيحصل ايه يا رب. وان شاء الله يعني الناس بكره ان شاء الله في نفس التوقيت ده يكونوا سعداء باللقب ال11 واللقب الثالث تواليا. يا رب يا رب ان شاء الله. انتهت وانتهت حلول الارض وتبقى حلول السماء، وربنا ربنا وربنا ما بيتعاندش، ربنا ما بيتعاندش. يعني اللي كل ربنا ما بيتعاندش، لكل مجتهد نصيب. الفرقه تعبت جدا 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 في كل الاجواء اللي بتحصل دي. صح. الجماهير، الجماهير اللي مسافره وحابب يعني بعد اذنك كابتن اسلام اشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي سافرت ورا النادي الاهلي من كل دول العالم. احنا بنتواصل معاهم، اصدقائنا بنتواصل معاهم كل يوم، بنطمن ان هم بخير والامور ماشيه بشكل جيد. والله من كل دول العالم حرفيا، انا مش لا ابالغ يعني، ومن مصر والناس اللي سافرت اوريدي وموجودين هناك والناس اللي لسه هتسافر بكره. احب اوجه الشكر ليهم لكل واحد موجود ورا النادي الاهلي، وايا كان الرقم، علشان الناس كانت بتتكلم على عدد الحضور. ايا كان الرقم ان شاء الله اللي هيبقى متواجد بكره ده رقم غير مسبوق في دوله بعيده جدا عن مصر، ما فيهاش جاليه كبيره، ويحضر لفريق مصري او افريقي هذا العدد في مسابقه خارج الارض. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره. شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ايمن، شكرا جزيلا يا ثابت، شكرا جزيلا يا محمد. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نتمنى ان احنا نكون عملنا لحضراتكم حلقه تليق بنهائي الابطال، نهائي دوري الابطال غدا في تمام الساعه 9 ان شاء الله. تغطيه أو تغطية قناة النادي الأهلي مستمرة من الساعة 10 الصبح وحتى بعد نهاية المباراة. يا رب دايما على خير إن شاء الله، ربنا يكرمنا ويستطيع النادي الأهلي أن يفوز وسط هذه الظروف أو وسط الظروف الصعبة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي على خير وحلقة جديدة من البيت الكبير.